السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير هنا؟ لا لسه ما جاش. طيب زين زين. مالك يا ابني مرتبك ومقفر ليه كده؟ أنا واقع في مصيبة ومحدش هيعرف يحلها إلا أنت وشوني بيه. مصيبة إيه يا دي يا فزاع؟ الواد فهيم أخويا الله يجازيه. الواد ما جاله 6 سنين قاعد في جنة، خلص معهد التمريض بتاعه وشغال هناك. قوم جه النصيب حب يخطب بنت من هناك، قال لي روح اخطبها له. قابلنا ابوها، وابوها ده ايه ضابط كبير قوي قوي في الجيش. قلت له يا ده ابوي الناس دي مش من توبنا. قال لي ما عجبوش الكلام، اصل هو عليك منه هو المتعلم الوحيد اللي فينا وطالع فيها ومناخيره. خلص خلص هري، خلصت الهري. عايز فلوس؟ لا 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 فلوس ايه، خيركم سابق. فلوس ايه؟ عاوز ايه؟ المشكله حاجه تانيه خالص يا جنيبيه. المشكله ان انا وانا قاعد مع ابوها عشان نخطبها له، كيف ما الواد طلب يعني لقيته يعرفني ليهم على اننا عمده المزاريطه. ولا فهيم ده الله يجزيه فشر فش ومعار معار، الكذب ده في دمه. فانا يعني قلت ما احرجهوش قدامنا، سايبه ومشيت الليله، عملت العمده وقرينا الفاتحه والامور كانت ماشيه اخر حلاوه، لحد ما لقيت ابوها مصر انه لازم أن يرد لنا الزياره كيف ما زرناهم في بلدهم ويرجع لاهله. عمده المزاريطه؟ انت اتجنيت انت واخوك. انت عارف يا معلم لو راجل اكتشف ان انت مش العمده هيعمل ايه؟ ايه؟ هيحبسك انت واخوك. طيب وهو ايه بس اللي هيعرفه يا جوني بيه؟ وهو يعني لما يجي يزوركم في داركم الكحيان ده هيصدق ان انت العمده؟ لا طبعا ما هيصدقش. هو انت مستني ايه؟ مستني يجي يفضحك هنا في البلد؟ انت مفقوس موت انك مش العمده. ليه؟ مفيش كاريزما العمده دي، طلت العمده مش فيك. وانا كنت بقول يعني بعد اذن جنابك يعني يجي على الدوار وقابلهم انا كني العمده. انت ضارب ايه؟ ما ضاربش. شارب ايه؟ ما شاربش. انت هتغني راب يا ابني، ما ترد عليا كويس. ايه؟ ايه اللي خلاك تتوقع ان دي حاجه هنوافق عليها؟ ساعتين زمن بس يا جوني بيه، ايه المشكله؟ وست هديه تعمل لك غداوه حلوه بيديك دي. وكمان عاوز تشغلني يا جزمه. مان الحزي اللي انت بتقوله ده انا ماليش علاقه بيه، عاوز تنصب انصب لوحدك. ليه بس يا جوني بيه؟ معلش الله يرضى عليك، معلش والنبي، ده الولا فهيم ده يتيم، لو اتسجن هتسجن معاه، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خلاص. وانت فكرك يعني لو جوني وافق الكبير هيوافق؟ ده الكبير لو عرف حاجه زي دي هيطربق الدنيا. الكبير هيعرف منين؟ ده الكبير ما بيخرجش غير اول النهار، ما يرجعش غير بعد المغرب. طب افرض الكبير طب علينا والناس دي موجوده هنا. لا ما تقلقيش يا ست الناس، انا اتاكدت ان الكبير عنديه بكره شغل ياما، شغل كتير وما هيجيش غير بعد العشاء كمان، يعني الناس حتاجي وتمشي ولا حس ولا خبر. الله يرضى عليك توافق يا جوني بيه، الله يفتحها عليك يا ست الناس، ربنا يديك، ربنا يفتح. ابني انت بزرار؟ بالرغم ان ادائك مبالغ فيه بس انا موافق. الله يرضى عليك ولد. طب والكبير؟ ماله الكبير؟ انا العمده ومن حقي اديله شخصيتي انتحلها، انتحلني، مالكيش صالح بيه، انا اللي بقول الكلمه هنا، انتحلني. الله يرضى عليك. عندي شرط واحد. ايه؟ قبل ما الجوازه دي تتم تقول للراجل كل حاجة، مش عايزين نضحك على حد. حاضر يا جوني بيه. وحاجة تانية كمان. أمن جناب. لو رجعت وقلت لي عايزين يزورونا هم بقى ولا يصيفوا ولا ها؟ مفيش. دي أول وآخر مرة. قلتي إيه يا ست الناس؟ موافقة وربنا يستر. الله يرضى عليكي، ربنا يديكي، ربنا يفتح عليك يا جوني بيه، الله. طيب كان عندي طلب صغير كده. الله يرضى عليكم يعني يبقى كتر خيرك والناس هنا تبقوا متنادوا للواد فهيم على انه الدكتور فهيم. دكتور ايه؟ هو مش اخوك تمرجي؟ ايه بس هو مفهمهم انه دكتور. مع الف سلامة يا كبير، تروح وتجي بالسلامة. الله يسلمك. ما عزيتش حاجة من برا وانا جاي. أعوز سلامتك يا أخوي. أنا رايح المركز، أجيب لك معي لوليتي؟ يبقى هات لي البنك لو لقيت. عيني. هو أنت حتاجي ميتة إن شاء الله يا كبير. لا أنا هتأخر شوي، هطلع البنك الأول أجيب فلوس، بعدين أطلع الحاج عوض، أخلص معاه في موضوع طرمبات المية دي. وليه المشورة يا كبير؟ ما تخليه يجي لك هنا وتدي له الفلوس. الراجل كبير ومشاغله كثيرة، وبعدين أنت مالك من أساسه؟ إيه الرد الفارغ ده؟ كل ما أقولها كلمة ترد. ما تاجي يا حبيبي، تعال في باطي. تعال 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 بين بابا وماما، تعال تعال خد لك حنان. لا 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 عفوا بلا ما اخذ يا كبير، العربيه جنابك جد بره. اسمع ثاني مره تشوفني بتكلم مع ستك اقل حاجه 7 متر بيني وبينك. امر جنابك. لك كهيتي توقف. امر جنابك. مع الف سلامه يا كبير. طريق السلامه يا كبير.
واد يا فزاع، الناس هتهاجمت. الناس على وصول يا ست الناس. الولا فهيم ضرب لي تليفون وقال لي ان هم فول البلد، فانا هروح استقبلهم. بس كان لي عن جنابك طلب صغير كده. ايه خبره جنابك؟ العبايه الصوف الكحليه التقيله اللي الكبير هيحبها قوي يلبسها في المناسبات. ها خبرها. يبقى كتر خيرك لو جنابك شدتها لي في يدك عشان البسها. اوه كانك اتجنيت ياد يا فزاع، عاوزنا نجيب لك عبايه الكبير؟ معلش يا ست الناس، الله يرضى عليك، عشان نظبط الحكايه صح. ده انت باينك ناوي على خراب بيتي وطلاقي من الكبير. عارف ياد يا فزاع لو العبايه دي جرى لها حاجه هعمل فيك ايه؟ لا 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 ما تقلقيش يا ست الناس، دي في عيني. طب اتجرج قوام، شوف الناس هتهاجمتك. قبل جنابك. ربنا يعدي اليوم ده على خير. ايوه فزاع انا وصلت خلاص. تعالى يا رباب خش. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده، عين عليكوا برده. الدار دي انا قضيت فيها احلى ايام حياتي. يا سلام. لما كنت وانا عيل صغير كنت العب في الجنينه دي انا وابويا العمد الله يرحمه. الله يرحمه. الجنينه دي؟ ايوه الجنينه دي، انا وهو واخوي فزاع. فزاع الحمد لله على السلامه. فزاع كيفك يا فهيم؟ توحشتنا يا دكتور. توحشتنا يا اخوي. كيفك يا فهيم؟ كيفك يا فزاع؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حصلت البركه. الحمد لله على السلامه. كيفك؟ اهلا ومرحبا عروستنا الحلوه. اتفضل يا فهيم، اتفضل وريحوا من مشوار جوا في الدوار. التمثال دي ماله التمثال؟ فاكر يا فزاع التمثال دي لما كان تحت منيه سلك الكهرباء العريان وكنا نمسك انا وانت وعيال الكفر ونلعب بيه كهربا كهربا وكل يوم يموت واحد مننا. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيده وبارك. ايوه طبعا ومليت. اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا فزاع؟ ما فاكر ايه؟ فاكر لما رحت اشتريت المصفى وابوك لقاها مخرم وقال لك رجاهي؟ ايوه طبعا ومال هنستعملوها كيف. اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا ما فاكرش حاجه. اتفضل يا ست اللواء. ما تقلش على اخوك يا دكتور، باين عليه قبل زهايمر بدري. الحمد لله على السلامه. يا عروسه يلا يا رباب يلا تعال خش اسند عليكي بدل ما ينسانا. اتفضل يا باشا اتفضلوا. اقول لك ايه، استهدى بالله وحب على يدك، اهدى شويه بيلك هتوديني في داهيه. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، عيد عليكم برده. منور يا نظيم باشا. منوره باهلها يا عمده. او ماي جاد، ده العروسه الالمانيه؟ لا ليه، مش ده رودي فولر؟ ايه ده يا عمده، ايه ده؟ وانتوا عندكم ضيوف ولا ايه؟ لا 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 ده مش غريب، ده هيبقى جوني بيه. شريكو. شريكو؟ ليه ومتقاعد؟ ليه ومتقاعد؟ نظيم الاسيوطي بطل من ابطال حروب مصر. انا اسف يعني ايدي مش قادره تطول شويه. ليه؟ اصلها جت لها شظجه سريعه الطلقات من ايام ما كنت في حرب الاستنزاف في سيناء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لما سيادتك بقى شغال معايا ايه؟ شغل. ايوه يعني ايه نوعيته؟ بزنس. ايوه فعلا. دول بيناتهم شغل كتير قوي، يعني عندك مثلا ملاهي المزرعه الجديده. ملاهي. دي حتكون ملاهي على غرار ملاهي ديزني لاند بتاعت امريكا، بس حيزودوا عليها لعبه المنخ الودوده بتاع السندباد. جابها ازاي دي؟ خياله محترف. اهلا وسهلا. طب بيد الاموره دي؟ انا قريبته. ايوه دي تبقى ست الناس، ست هديه خالتي. خالتك؟ ايوه بس يا انت مش ملاحظ عمده انها صغيره عليك حبتين؟ ما هو اصلها يعني. لا لا اصلاني جدي وجدتي قعدوا 25 سنه ما بيخلفوش بعد ما جابوا ام الحاجه، وبعدين جت خالتي هديه بعد كده. بشار محترف. انا عيطت. اهلا 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 وسهلا ست هديه. يا ست هانم لو مؤاخذة دي على قد المقام، مش قد المقام. ولزمه ايه التعب ده؟ ايه يا مش طايله معلش الشظجه مسمعها. اهلا بيكم وبعروستنا الحلوه. ما تتفضلوا يا جماعه تقعدوا متريحوا كده. يقعدوا فين؟ ده الوقت جاهز، هم بس يخشوا يغسلوا وشهم كده ويتفضلوا على السفره عشان اليوم يعدي خفيف خفيف. ايوه ايه قصدي يعني ناكلوا لقمه خفيفه كده. اتفضلوا يا جماعه البيت بيتنا. اتفضلوا يا حلوه. اتفضلوا اهلا وسهلا. اتفضلوا دكتور. نايس موف مان. دي راسه؟ لا شظية دخلت في كعب رجلي مش عاوزة تطلع. هتطلع هتطلع. بسلامة بسلامة نظيم باشا. اتفضل اتفضل منور. ابوس ايدك. لازم اتصور معاه، ده شبهه بالملي. مين؟ روبن ويليامز. اتفضل يا جماعة بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ده الأكل الخفيف يا ستي هدية. ده ما شاء الله الأكل كتير وزي الفل. بس أنا مش هقدر أكل الأكل ده كله. أنا أصلي بصراحة من ساعة ما جاتلي الشظجة في البريء في حرب 73 وهي مقصرة فيا حبتين. معلش كل على قد ما تقدر. يلا يا جماعة مدوا يدكم ما تتكسفوش. لا كسفوا كيف؟ ده البيت بيتهم. مد يدك يا عروسة. هو أنت ما بترديش ليه يا حبيبتي؟ هي بنتك ما بتتكلمش ليه يا نظيم باشا؟ هي واخدة شظية في ال ما تاكلوا يا جماعة ولا الواكل ما عجبكمش ولا ايه؟ لا ما عجبناش ايه؟ ده ما شاء الله زي الفل وريحته مفحفحة. إلا مين اللي طبخ؟ خالتي هدية. خالتك؟ يا سلام يا سلام، الريحة جميلة جدا. أنت ليكي نفس في الطبيخ هايل. بالهنا والشفة، ده مش مقامكم ده والله، كنا ذبحنا لكم عجل. ربنا يخليك ويسعدك. أنا آسف يا جماعة، آسف يا دكتور إبدي، لو سمحت هات لي المعلقة اللي وقعت. أنا أصلي من ساعة حرب الخليج كانت جات لي شظجة في الحوض مقصرة فيا حبتين. بس الراجل المشخرم ده كله شظايا. اعمل له ايه طيب؟ هاتوا له مغناطيس يشفط الشظايا دي، خلصوه من آلامه يا أخي. هدي سلامتك يا عم. الكبير الكبير شوف عايز ايه؟ ما تطلع له أنت يا أخوي. مش انت اللي قاعد تقول لي مالكش صالح بالكبير ومصاريه ومتركيه؟ اطلع له انت تصرف معاه. عندي يا بنتي هديه. ما هو قال لي هديه ما قالش يا جوني. قال يا جوني ما قالش. بعدين انا ما ينفعش اقوم، في رجاله قاعده لازم اقعد معاهم. يلا قوم انت يا بنت. ست هديه، يبدو ان في حد نابع صوته وبيندهلك، ويبدو ايضا ان هو عارف سيادتك قوي قوي، عشان كده بينده عليك ويقول لك يا بنتي هديه يا بنتي هديه. لا هو مش يبدو خالص، هو واضح موت وكلنا واخدين بالنا ان في حد بيندهلها. قومي يا هديه شوفي الكبير عايز. ايوه انا جايه، ها جايه، استرها يا رب. يبدو ان احنا رحت 60 داهيه. ايوه يا كبير. اديني ساعة عم بنده عليكي، خفيانة فين يا بنت؟ انا جيت اهو. ايه اللي جابك بدري كده يا كبير؟ خلصت مشوار البنك وجبت لك الليلة اللي انت عايزاها، لقيت نفسي مفرهد، قلت ارجع الدوار. بيني وبينك عملت بنصيحتك، كلمت الحاج عوض قلت له ياجي هو على الدوار، طلع بالصدفة جاي المزاريطة. تاكلوا يا جماعة، دق من الطبق. ايه الصوت ده؟ في حد جوا في السفرة؟ اصلي مالك يا بنت مش على بعضك؟ شوف يا كبير انا هعترف لك على كل حاجه. اكسكيوز مي، ممكن بعد اذنك بس اخد صوره مع حضرتك يعني قبل ما اتفتح؟ اصل شبهه بالظبط. شبه مين؟ مدرس كان بيديني كيمستري في الهاي سكول. بتقولي ايه؟ او ماي جاد، فضحنا خلاص. طيب هروح اهضم بقى عشان اللقمه تقيله. هوب لا لا كمل كمل انت نظيم بيه، ما تاخذنيش يعني ما تنخلاش. دهسن وبلدهم هيعمل رياضه في وسط الاكل ده. افس رايح فين بس يا كبير؟ رايح اطرد الناس اللي جوا دي واضرب فزيع واخوه بن جزمه. احب على يدك يا كبير، بلاش فضايح، خلي اليوم ده يعدي على خير. خير ده انا حطين عشتهم، حد قالهم يتفشخروا ويقول ان هم العمده واخوه، وانت كيف توافقي على حاجه كيف كده؟ والله دهجوني. حرام يا كبير، الواد فزع ده برضك واحد منينا، وانت ما ترضى لهوش الحبس والمرمطه، وهو وعدني انه هيقول الحقيقه بعد ما اليوم ده يعدي على خير ان شاء الله. برضك من سبب يا هديه، من سبب. معلش يا كبير، عشان خاطري دول هم ساعتين زمن وهيتكلوا على الله، وبعديها ابقى اعمل في فزع اللي انت عاوزه ان شاء الله حتى تصلخوا. ماشي ماشي يا فزع الكلام. رايح فين؟ رايح اعمل الواجب، ابارك للعمده ونسايبه. يا مري كيفك يا عمده؟ كيفك يا فهيم؟ بالباط يا عمده. يا ابن جهنم لابس عبايتي حلوف بعد ما المول الده يطفط حجر مش رقبتك. منور يا كبير، تفضل. مبروك يا فهيم. الله يبارك فيك يا رب.
اهلا وسهلا. اهلا بيك. مش تعرفني على نسايبك؟ امال ايه؟ اللي هو نظيم ابو العروسه وديك بنت عرباب العروسه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا ما تعرفناش ببعض، بالرغم ان انت ماشي من ورايا ومن ورا قفايا رايح جاي تعبط في ده وتدي ده من غير ما تعبرني. لا ما هو دوك مش غريب، ده الكبير عين اعيان البلد وجوز خالتي هدية. خالتك؟ ما شاء الله. ايوه خالته يا كبير، مش فزعة وفهم يبقوا ولاد اختي؟ شوف ازاي. لعلمك فزاع ده يبان كبير لكن هو عيل صغير، عايز اقول لك ان تحت العباية المعتبرة دي كفولة. اهلا 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 وسهلا. اهلا بيك. تصدق ان انا يعني حابب ان انا ادي لك عبط من اللي انت اديتهم لي دول وكم باط، بس بصراحة انا مش قادر اقوم، عندي 270 شظية داخلين في جسمي مختلفة الاحكام، وده لان اللي قدامك ده بطل من ابطال حروب مصر السبعة، ابتداء من حرب 56 ومرورا بحرب 73 والاستنزاف وانتهاء بحرب الخليج، ده غير لمؤاخذه في الكلمه حبه مقاومه كده في افغانستان. طب وعدم المؤاخذه يعني هي كل الشظايا دي في حته واحده؟ لا متنطورين. يا الحمد لله الحمد لله، ربنا يعافيك. وبشوف المؤمن مصاب في الاول وفي الاخر. والله وبجد جحش وكبرت وحتتجوز يا فهيم. خلصت المعهد ولا لسه؟ المعهد؟ معهد ايه؟ معهد ايه؟ اصله ما شافنيش بقاله كتير. داني بكالوريوس طب واخد الماجستير ودلوقتي ماشي في الدكتوراه. ما شاء الله ما شاء الله، فهيم سرنجه بقي دكتور. سرنجه؟ قصه طويله، وهو صغير كان يحب يجمع مخلفات المستشفيات اللي هي السرنجات دي ملوثة، يقعد يشكشك بها نفسه ويشكشك زمايله ويشكشك البهايم والكلاب في الشارع وينقل الأمراض يعني. من ساعتها أطلقنا عليه اسم فهيم سرنجي. بس تعرف يا فهيم ابني، أنا مفتخر بيك جدا جدا جدا، أنت كده قوي، سبت أطيان أبوك العمدة وسبت كل اللي أنت فيه ورحت داخل على الطب مخلص ماجستير دارس في الدكتوراه. أيوة أنا طبعاً عمري ما نسيت حلمي إني أكون دكتور عشان أفيد الناس وأخفف عنيهم، وده طبعاً بالرغم من إن أبويا مات الله يرحمه وفات لي فلوس وأطيان كتير. أيوة 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 فات لك ياما، الحاج عباس فات لي الله يرحمه ياما، فات لك أطيان وحاجات ولا إيه يا عمدي؟ أيوة مالية منورين ونوركم غطى على الكهرباء. أيوة وبنسبة الكهرباء، مش وانا جاي الدوار لقيت سلك الكهرباء العمومي عريان؟ يا ترى مين اللي هيمسك السلك العريان؟ مين؟ يا مرحب يا مرحب. الله يرحب بيك ويرحب بإدارك. يا سلام يا سلام، ايه الصورة العظيمة دي؟ ايه ده؟ هيبة وشيبة ما حصلتش، إلا مين دي يا فهيمة ابني؟ ده سرت أبويا الحاج الله يرحمه. الله يرحمه. فاكر يا فزاع؟ ما فاكرش حاجة، فاكر إيه؟ إيه خرطوم الذكريات اللي أنت فاتحه ده؟ قصر يا فهيم قصر قصر وما توجعش دماغاتنا سايبك أمال. ألو يا حاج عوض، جاي نهد ولا ما جايش؟ والله لساك في المركز. طب ايه هتركب وتاجي زي خبر الدوار ولا لا؟ مالي انا مستنيك. سلام سلام. خد يا بنت خد يا بنت، رايحه فين؟ هروح اجيب لهم الشاي. واه ده خمس دور شاي يطفحوه. هو في ناس دي قاعده تحمل لحد متى؟ معلش يا اخوي زمانهم ماشيين. منورين منورين بوجودك يا كبير. ايه يا دكتور ليه قاعد كيف المتسلخين؟ قاعد في بيتي يعني.
طب نستأذن احنا بقى يا جماعه، يلا بينا يا رباب. لسه بدري، لسه بدري. بدري من عمرك يا كبير. يلا يا رباب خدي لك تفاحتين تسلميهم في السكه. واه هتمشي دلوقتي يا عمي؟ هو انت لسه قعدت؟ وبعدين انا عامل حسابي انك حتبيت معانا النهارده وموظف اوضه الضيوف بنفسي. لا مؤاخذه ناموسه. لا نقعد ايه ونبيت فين؟ انا بصراحه مش عاملين حسابنا. مرة تانية إن شاء الله. أيوه صح، أنت صح، تجوا مرة تانية، حتى تجوا أول اليوم فريش كده. طب تقعد تتفرج معانا على فيلم السهرة. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة نحلة. إلا قول يا فهيم يا ابني، فيلم السهرة ده فيلم إيه؟ فيلم الطريق لإيلات، هيجيبوه النهاردة على القناة السابعة. ما ينفعش يشوفوه. ليه؟ أول هم القنوات الأرضية بتجي عندنا مشوشة، كلاتها، ما شغلش غير الهوت برد، ما ينفعش. تاني هام طريق الليلات هتلاقيه شافه 100 مره قبل الدنيا. بس انا بصراحه يا كبير يا ابني اي فيلم بيفكرني بالحرب او مسلسل ببقى مبسوط جدا جدا جدا، وخصوصا الفيلم الطريق الى ايلات ده بيفكرني بايام جميله جدا جدا جدا. ليه يا عمي؟ هو انت حضرت تصوير الفيلم؟ احكي لنا عاد كواليس الميكنج بتاعه. ده ميكنج ايه؟ تصوير ايه؟ أنا كنت واحد من الضباط اللي قاموا بالعملية دي. أنت تعرف الدور اللي قام بيه الضابط الممثل بتاع اسمه نبيل حلفاوي ده؟ أيوه أنا كنت الضابط ده. حضرتك قلت بالحقيقة برضك بسور في الجو وسور في البحر؟ أيوه. يا ريتني كنت معاكم. خلاص عياد، ما دامك ده يبقى ثلاثة بالله العظيم لانتوا قاعدين متفرجين معانا على الفيلم. ايوه بس يعني ما بستش ولا حاجة يا عمي. واها الشاي كمان جاء، عبال ما نشرب الشاي يبقى الفيلم قرب. عنك يا خالتي. لا مؤاخذة طريشة. عنك يا خالتي. العباية باظت. هات العباية، هات العباية. دي العباية لخالتك، دي العباية لخالتك يا روح خالتك. البلا مأخذة يا فزيها، والله ما خدت بالي. حصل خير يا فهيم، فداك 100 عباية زيها. عاوزك في كلمتين يا عمدة. هو اللي كبهم. كلمتين يا عمدة جوا. من جنابك. لا مؤاخذة، عرسي. حصل خير يا عمي، حصل خير. تفضلي يا عمي. ان شاء الله. تفضلي يا عروسه. تفضلي. اشربي يا رباب. هي ايدك بنت الشهر. ايدك هي لا تعملي يد يا ابني. اعمل لي فيها عمده. يا بقره، يا بقره. يا كبير. لهويه، لهويه. بل بطل لي عبايتي المفضله الشاي. شاي. شاي. لا لا لا. انا ماليش صالح، ماليش صالح يا كبير. الولا فهيم هو اللي عكعكني في الوجع المربربه دي. طب ايه قولك عاد؟ انا انفخك انت وفهيم. انح عليك. ابن جنب ايه؟ يا فهيم. صوت عالي هاي. صوت عالي هاي. يا فهيم. تعال يا فهيم. في حاجة يا فتزاع؟ ايوه. لما عريس الغفلة. عريس امسك فيهم ليه؟ هو بيت ابوك يعني؟ ده عشان برضيك يا كبير. انا زي اخوك الصغير، وانا لما ابويا مات من 25 لا سنة. لا لا شوف فكك من جو المسرح التدريبي ده، فكك مني. ادائك مبالغ فيه، مبالغ فيه على الاخر. اخوي اخوي قوم انت تشتغلني، اشتغلني تعملهم علي. اسمع يا انت وهو، ما حدش حيتفرج على افلام هنا، فاهمين؟ فاهمين. صوت عالي. كبيرك. فاهمين؟ فاهمين. نفس النفس مع بعض. فاهمين؟ فاهمين. يلا يا فهيم. يلا يا فهيم. عدي يا فهيم، عدي يا فهيم، عدي يا فهيم. ايوه تفضل. افتحوا لك، افتحوا. شفت كيف طار كيف القرد؟ عاوز اجرب زيه. جرب زيه؟ ايه رايك اني حديك منابه ومنابك يا كبير؟ لا يا كبير، لا يا كبير. كويس انتوا جيتوا، تعالوا الفيلم هيبتدي اهو. الطريق الى ايلات. تعرف كلامك مظبوط،
الارضيه كانت مشوشره حبتين، بس احنا الحمد لله مشينا بشوطك ولقيناها على الهود برد. لقيتوا الطريق اللي قلعت على الهود برد؟ ايوه. الفجر يلقى العظمه في الكرشة فزاع. ايه قصدي فخامه العمده فزاع. ايه انا طالع اكوع خمس دقائق فوق، ارجع الاقي خذ راحتك يا كبير. انا اذنكم. ايه راح فين انت؟ الله تسمع الكلام بقى، بعد ما تحلف عليا وتقعدني عشان اتفرج على الفيلم تقوم تسيبني وتطلع؟ انا؟ ايوه. الله انت مش كان نفسك تبقى معانا؟ في الحقيقه مش في سلسله فضيله. لا خليك قاعد معانا وتتسلى. لا انا طالع بس. اقعد اقعد اقعد، خد تعال بس اقعد. والله لا انت قاعد، اقعد بالله ليه قبل الحته دي؟ تبيت اخوك اكتر من اخوات. نور يا عريس، نور يا رباب. يحصل في الفيلم ده ولا ربع اللي حصل معانا في الحقيقه. احنا شفنا حاجات كتيره قوي 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 من اللي حصل. التوتر كان صعب شويه، عالي قوي قوي قوي. دو 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 دو. الخوف كان اعلى واعلى واعلى. تومتك تومتك. العرق كان مغرق وشي اكتر من كده. عرق اكتر من جديه، عرق اكتر من جديه. كان زمان غرقت اللغم وقلات كلاتها. اللحظه دي من أصعب اللحظات اللي مريت بيها في حياتي. كان ممكن العملية كلها تبوظ لو الفتيل مركبش. وركب عاد. طب انت شايفة ايه؟ ركب ولا مركبش؟ ركب طبعا، ما تقولها يا كبير. ركب ركب. ما كانش هيرك، ما كانش هيركب لولا ان انا ضحيت بنفسي ووضعت نفسي في المهالك، وكل ده في سبيل مصر وفي سبيل الحريه وتحقيق العداله الاجتماعيه. كل ده توصلت بفكره عبقريه الى حل البرايه. البرايه خلاص يا حد، والله عارف الحدوته. حتى بالاماره لبست زعنوفه ونزلت بدل الضابط اللي كان جالك احد ولا مش عارف ده ليه. اه صح كلامك مظبوط، بس هي أنا نفسي أقول لك على سر. تعرف يا واد يا كبير، أنا في قلبي حاجة كده عاوز أفضفض فيها. أنت تعرف إن الألغام التلاتة دي ما كانوش تلاتة؟ كانوا كام؟ أربعة. لا يا شيخ، وليه طلعوهم تلاتة؟ شغل سيما بقى، ما أنت عارف وفروا في لغم. لكن اللغم الرابع ده كان موجود في عربية كبيرة ميكروباص محطوط في الآخر. بوم! لغم فرع. كل اللي في الأوتوبيس ماتوا، كلنا متنا. مت إيه يا عم الشبح؟ ما أنت قاعد قدامي. ها كلنا متنا ما عدا أنا. أنا لواء ما كانش ممكن أموت موتة عادية كده أبدا أبدا. اللي في الأوتوبيس كلهم ماتوا. بوم! أنا كنت راكب عربية جيب جنب الأوتوبيس الكبير، لكن شظايا نطرت من الأوتوبيس بتاع اللغم زي الرز. في شظية بينهم استقصدتني بقى، قعدت تلف 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 وجت لصاحبها، رشقت في ظهري. من ساعتها مش عارف أطقطق ظهري. قوم قوم افتح الباب، قوم افتح الباب، ما نكسرش احنا. تقول لك ما طقطق وما طقطقش. اهدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير موجود؟ أيوه موجود. نقول له مين؟ قولي له الحاج عوض بتاعت رمباط المية. ايوه بالظبط كده. اتفضل اتفضل يا حاج عوض، الكبير مستنيك. طب يا ستي متشكرين قوي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا كبير؟ نورت. الله ينور عليك. انت عندك ضيوف بقى مش هتكلم معاك. الله عم نظيم، ازيك يا عم نظيم؟ ده انت وحشنا قوي يا راجل. انت تعرف عم نظيم يا كبير؟ والله يعرفه من شويه يعني، بس يعني ان شاء الله تبقى معرفه خير. انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه يا ده عشره عمر. ده بقى اول شويش اتعامل معاه في مزارع الجيش. اول ايه؟ اول شويش. شويش ان شاء الله. شويش وفتيله وإيلات وميلات وشظايا عم تدخل في كل حته يا نصاب.
حق الله، جرى ايه يا عمده؟ احنا جايين نتهزى عندكم هنا في داركم ولا ايه؟ يا معي صاحب طبعا يا نظيم. بس يا حلوف، بس يا حلوف، ده احنا صاب بردك زمر. البيع شغال عندي غفير. ايه واللي جنبك ده سرنجي تمرجي، وخد دي، ده السبب الرئيسي في انتشار فيروس سي في مصر كلها. عم يجمع مخلفات المستشفيات ويبيعها. الشغل مش عيب يا كبرجيه. يلا يا شمام الكل. هو في ايه يا عمده؟ انا مش واخد بالي. ارسيك على كل حاجه فزاع. من جناب خدنا سايبك وعلى الاوفيس. انا ماليش صالح وماتوا على الاوفيس. من جناب تعال فيه. تفضل يا نظيم بيه. يلا يا رباب، يلا يا عروسه. والله شكلك تطلع انت مدلين طبر انت كمان. هو الراجل ده ضحك عليك في اي حاجه؟ اقعد انت اشرب شايك وهجي لك حق. خمس دقايق قول ساعه، ساعه بالكثير. هديه اعملي له شاي. هو في ايه يا مدام؟ ما فيش حاجه، خير ان شاء الله. انت متاكده ان في خير؟ ما تاخدش في بالك، ده عاد. هو انت اول مره تاجي هنا؟ اه. فزاع، انت هذا فزاع، راح فين الواد؟ اصل فزاع يا كبير راح مع توماس واش للمحطه عشان يستلقوا اختهم الصغيره. كان بيت ابوهم يعزموا فيه الناس وياخذوا فزاع معاهم كمان. معلش يا كبير، دي ضيفه بردك واكرام الضيف واجب. على قولتك، ليها عندنا ايه غير ماكلتها ونومتها؟ يلا كلها يومين وتمشي. تعالي استنى بينهم جومهم. تعالي يا سود خلي. تفضلي يا حبيبتي. المكان المقرف اللي انتوا قاعدين فيه ده، وبعدين الشنط بتاعتي ما جاتش ليه لحد دلوقتي؟ انت يا بني ادم. ايوه. ايه ساعة قبل ما تجيب الشنط من العربية؟ معلش اصل كانت تقيلة قوي وكنت يعني بريح ضهري حبتين. طب مشغلينك عندهم ليه ما دام انت تعبان ومش قادر كده؟ الله يسامحك، امر الله. ايه الهمجية دي؟ الشنطة فيها حاجات ممكن تتكسر، يعني انت مش المفروض ترميها بالغباء ده، فاهم؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت بتقول ايه؟ ما بيقولش حاجه يا سو. يلا يا فزاع امشي انت. انت بتتكلم ليه دلوقتي؟ حد وجه لك كلام؟ انت غريب قوي. وبعدين يمشي كده ويروح على فين؟ ايه انا هطلع الشنط دي لوحدي؟ يلا طلع الشنط على اوضتي ولا تعبان؟ معلش يا فزاع، اصل سو اختي نرفوزه شويه. لا مفيش مشكله، حصل خير عندنا زي كده. يلا انتوا هترغوا، طلع الحاجه على اوضتي. اوضتك دي اللي هي فيها. طلع الحاجة على الأوضة. أنا يا فزاع. أمرك يا ست أشلي. وأنتِ هتنامي فين؟ يعني هنام فين يعني يا سو؟ أشلي. معاك في الأوضة طبعًا. معايا في الأوضة إزاي؟ ما أنتِ عارفة إن أنا ما بحبش حد ينام معايا في أوضة واحدة. حد مين يا حبيبتي؟ دي أختك، وبعدين دي أوضتها شرحة وبرحة وترد الروح. إيه دي؟ دي هدية مرات أخو جوني. وات إيفر. المهم أنتِ دلوقتي هتنامي فين؟ يا سو يا حبيبتي كده مفيش حتة أنام فيها. مش مشكلتي، دي مشكلتك انتي. اتصرفي، نامي في اي حته تانية، ما انتي عارفه اللي انا جايه. انت عارف اوضتها فين؟ عارف. طب يلا تعالى ورايا. امر طفولتك. ايه البت المعقربه دي؟ لا ريلي في حاجه غلط يا معلم، في حاجه غلط. جوني انا تعبان قوي على فكره، انا عندي سخونيه وعندي دوخه وعندي قيء. كفايه عرف، بليز بليز بلاش الفاظ، بلاش. انا عارف انك عيان خلاص، وانا زيك برضو. واشلي كمان من ساعه ما رجعت من بره ما خرجتش من الحمام. حبيبتي يا اشلي، تفتكر يكون في وباء بيجيب للناس اسهال لحد ما يموتوا؟ لا انا شاكك في التاني التشوكي اللي احنا عمالين بناكله ده. ليه يا معلم؟ احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه وزي الفل. ويمكن عشان احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه. تفتكر؟ اكيد. اوه ماي جاد، خير يا دكتور، طمني.
عندهم حساسية مفرطة من التين الشوكي، وللأسف الحساسية دي معدية جدا. يتعزلوا التلاتة في أوضة ومحدش يخش عليهم. تدي لهم الدواء ده والسقسقة تلات مرات في اليوم. ليه؟ السقسقة. والسقسقة دي قبل الوكل ولا بعديه؟ لا، سقسقلهم وهم بياكلوا. أنا زهقت. الدواء ده يجي بسرعة وياخدوه. لو حصل لهم حاجة أنا بحملك المسؤولية كاملة. السلام عليكم. خد تعالى يا دكتور. أيوه. أنت زعلان مني بحاجة؟ يعني شايل مني مسود من جوه بحاجة؟ لا. قول ما تخافش، مش عشان أنا الكبيرة ممكن أتويك هنا، قول قول. لا، هو أنا بس الله يسامحك يا بابا، قلت له نفسي في حقوق فرنساوي، أصر إني أخش المعهد. معهد إيدي اللي هيطلع دكاترة؟ مين ده؟ ها الدكتور قال لك ايه؟ قال لي اتعزلوا. شوفي خليهم التلاتة يناموا في اوضه جوني. ماشي. طب انا هنام فين دلوقتي؟ مش احنا قلنا يا حبيبتي انك هتنامي في اوضه اختك اشلي؟ تيوبيت، ما هي دلوقتي اكيد مليانه فيروس وانا كده ممكن اتعدي. ايوه صح، البنت دي عندها حق، خليها تنام في الفسحايه هنا. بيقول الظريف ده. بعدين ما وجهتلكش كلام، فلو سمحت ما تتكلمش معايا. اسمع يا بنت دي، البيت ده كله تكوم وانا كوم تاني، حسك عينك تكلميني بديه مره تانيه. خلاص يا كبير، دي ضيفه برضك. خلاص يا حبيبتي، عندينا اوضه تانيه ان شاء الله. اوضه ايه دي؟ اوضه الكبير قوي. بتقول ايه يا بقره انت؟ هو اي حد معدي ينام في اوضه كبير قوي؟ معلش يا كبير، دي عيله ما هتستحملش تنام على الكنبه. تستحمل ولا ما تستحملش؟ ان شاء الله تنام في اي داهيه. مين دي اللي تنام في اي داهيه؟ انا ما بوجه لكيش الكلام، لو سمحت ما تكلمنيش. يا كبير يا كبير، دي عيلة صغيرة. دي عيلة صغيرة دي ولية مسخوطة. طب عشان خاطري يا كبير. لا. طب ورحمة أبوك يا كبير لا توافق. اعمل اللي أنت عايزاه يا هدي. نظراتها مريبة البت دي. شفتي يا حبيبتي تصرفت لي كيف؟ ده أوضة الكبير قوي دي، أحلى أوضة عندينا، بس ما تغلاش عليك يا قمر، أوضة شرحة. خلاص خلاص، ما ترغيش، فين الأوضة دي؟ الأوضة اللي في الوش دي. طيب اطلعي بقى، انقلي الحاجه بتاعتي من الاوضه دي للاوضه دي. ماشي يا جبروتك. استغفر الله العظيم يا رب. الفطور يا هديه. تبصي لك ليه يا بنتي؟ انا حره ابص في الحته اللي انا عايزاها. ادي الفطور كله اها. عامله لك فطور النمايه ملوكي. تعالي يا حلوه هنا اقعدي جنب عمك الكبير. اوف ايه الريحه دي؟ انتوا هتاكلوني ايه؟ تلقاها بس المفتقه، اصل الحلبه بتاعتها زياده شويه، والباقي زي ما انت شايفه، مش فول، عسل بالطحينه، بيض عيون مفقعه، بيض مكحره. لا 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 لا، انا مش فاهمه اي حاجه من اللي انت بتقوليها دي خالص. انا هاكل من القرف ده؟ قرف ايه يا مفعوصه انت؟ احنا ناكل اكل بهايم ولا ايه؟ لو سمحت ما تتكلمش معايا، انا ما وجهتلكش كلام. طيب يا حبيبتي اجيب لك جبنه بيضه؟ ممكن. طيب هروح اجيب لك رغيف عيش وحته جبنه بيضه من الصفيحه. صفيحه ايه يا هديه؟ ما تقفلنيش. بصي هاتي الجبنه من غير ما تحكي لي اي تفاصيل. من عيني، وبالمره طلع الفطور للعيانين. خلي بالك ما تدخليش الاوضه لا تتعدي وتعدينا كلنا. ما تخافيش هحط لهم الفطور قدام الباب. بتردي على الهتيره دي؟ طب انت ما بتخليش كده اكسر طبق على نفوخك. طب اكسره كده على نفوخي وانا احبسك. يا بنت جبت القدره دي منين؟ أنا خايف يكونوا مش معقمين البتاع ده. مش بعيد يكون كان في يوم من الأيام تحت لسان أشرف ولا فزاع. ياو. طب أقول لك، حط أنت تحت لسانك عشان أنا بقرف، وأي درجة حرارة تطلع أنا راضي بيها، ما أنا زي زيك. إيه يا جوني ده؟ أنت بتجرف فيا. يا توماس يعني أنت هيجرى لك إيه؟ ما أنت عيان خالص وبتموت أهو. لا يا عم، مش عايز. يا سي جوني. الوكل ها على الباب، حد يجي ياخده. مرسي يا هدية، مرسي.
بقينا بنتعامل زي المساجين والمعازيل. توماس 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 بليز بليز قوم 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 هز طولك قوم يلا قوم هات الاكل من ورا الباب. انا الحمى هداني. لا ريلي هداني. يعني انا سليم يعني يا جوني؟ ما انا كمان الحمى هداني. اقول لك قولي لاشلي. اشلي اشلي ما تستعبطيش انت صاحيه. ايه ده انت عرفت منين؟ ما هو باين عليكي فيك قوي يعني. ما حدش بينام بيبقى نفسه عامل كده ولا وشه عامل كده. يا جوني انا مش قادره ارفع ايدي، هقوم ازاي يعني من على الكنبه؟ خلاص خلاص موت من الجوع عشان كلكم كسلانين. توماس توماس ايه؟ هات الريموت. هو ايه هاته خلاص؟ يا هديه يا هديه. ايه القرف ده؟ انت اللي اسمك هديه. ايوه يا حبيبتي في حاجه؟ الاوضه دي ما اتنضفتش ليه؟ وشنطه الهدوم بتاعتي ما حدش شال حاجات منها وحطها في الدولاب ليه؟ حاضر انا هشيل لك الهدوم بتاعتك في الدولاب. والاوضه دي هتنضف امتى بقى؟ بكره الصبح ان شاء الله لما تعجن مبعبيكه هخليها تعمل لك اوضتك اول اوضه. ايه؟ وانا هفضل في القرف ده لحد بكره الصبح؟ قرف؟ طب اعمل لك ايه طيب؟ نضفيها انت. ايه ايه انا قلت حاجه غريبه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي اقف عوج واتكلمي عدل. انا هنا ست الدار وانت هنا ضيفه والضيف عندينا ملهوش غير الادب. يعني انت تقصدي ان انا مش مؤدبه؟ ايوه طبعا قليله الادب والربايه كمان. انا قليله الادب يا جهله يا متخلفه. انا جهله ومتخلفه؟ ايوه انت جهله ومتخلفه وفقره كمان. هو توماس ايه يا عم انت في ايه في ايه؟ دي خناقه تحت ولا دي هلوسات حمى؟ هي كده تقريبا. هي ايه هلوسات ولا خناقه؟ خناقه يا جوني خناقه. ليه يعني مين انت بتضرب؟ توماس توماس يا جوني انا جنبك بتضرب ليه؟ قوم شوف الخناقه دي. طب ما تقوم انت. كل ما اقول لك حاجه تقول لي قوم انت. طب ما انا تعبان يا جوني. مين انت؟ ديني 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 عليا ولا تقولي لي بكره الكبير؟ بس هو اللي يقول لي بكره. سامعاني ولا مش سامعاني؟ لا انت بكره. جوني مش قايمة. انت عارفة انا كنت هكلمك في ايه اصلا؟ انا كنت هطمن عليكي. انت جوز كلاب. توماس 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 ايه؟ انا علي حسني. قوم هات الاشياء. ليه يعني مين انت يا تفتوف انت؟ يا بت ده انت قد كده. ده انا لو سفخت الكفه هموتك في يدي. موتيني ده ايه ده؟ انا اوديكي في داهيه. انا عاوزه اروح فيكي في داهيه. مش كفايه مستحملين قرفك من ساعه ما جيتي؟ كمان هتغلطي فينا يا بزوايه انت؟ احترمي نفسك بدل ما اطلب لك البوليس. انا عاوزاك تطلبي لي البوليس و 911 كمان عشان ياجوا يلموا جدتك اللي هقطعها قطيع باسناني حته حته. ويكون في معلومك اذا كان اهلك ما ربوكيش في امريكا احنا هنا هنعرف نربوكي صح. خضتني اسمك ايه؟ خضتني يا شيخ. خضتني يا شيخ. كنت فين؟ الفطار فين؟ خلاص خلص بح يا نغنوغه. خلص يعني ايه؟ وانا هاكل ايه؟ خش المطبخ دوري بواقي الوكل يمكن تلقي حاجه تاكليها. انت يا بابا انت خلي بالك انا واقفه هنا. هدية فين الجبنة اللي انت جبتيلي منها امبارح؟ في الصفيحة. طب ممكن تدخلي تجيبيلي منها حتة او عيش؟ الصفيحة عندك هناك في المطبخ، لو جعانة خش انت هاتيها. انتوا فاكرين يعني عشان انا قاعدة عندكم تقدروا تتحكموا فيا؟ على فكرة انا اقدر اعتمد على نفسي واجيب كل اللي انا عايزاه. يا واد يا اندبندنت. لهو بالي تسلم يدك يا هدية. ده انا بطني طقللت من كتر الوكل. بالهنا والشفا يا كبير، مطرح ما يسري يمري. بس انت عملتي وكل كتير قوي ليه؟ ده احنا تانيين بس هنرموا الباقي. معلش يا كبير كله من فضلة خيرك. عبال ما تغسل يدك اكون انا عملت لك الشاي عشان تحبس. لا شاي ايه؟ وانا في مكان في بطني؟ هاتيلي فوار عشان افك. من عينيا يا كبير.
جعانة قوي يا كبير، والله حرام اللي احنا بنعمله فيها ده. حرام ايه؟ دي بنتي عن طوزة من خير على الفوق، احسن عشان تتربى. هدية. هدية، انت مش قلتيلي ان البنت اللي هتنظف هتيجي امبارح؟ ما هي جات امبارح. طب ليه ما قلتلهاش تنظف الاوضه بتاعتي؟ ما انت كنت نايمه. طب ليه ما صحيتنيش؟ مش انت قلتي ما عاوزاش حد يصحيكي؟ طب مش ممكن تكلميها وتيجي تنظف الاوضه؟ لا طبعا مش ممكن، عشان دي بتجينا من اخر الدنيا وبعدين معاهاش مضير. طب هي هتيجي امتى تاني؟ اول الاسبوع اللي جاي وعليكي خير. اول الاسبوع الجاي؟ والاوضه بتاعتي هتفضل كسره كده لحد الاسبوع الجاي. هنعملوا ايه يعني؟ ادي الله وادي حكمته. انا هنضف الاوضه بنفسي. ايه تاني؟ انا هحتاج شويه حاجات عشان انضف الاوضه. هتحتاجي ايه يعني؟ منفضه ريش ومكنسه كهربا وديتول وزعافه. من عيني. وما عاوزاش معطر جو كمان. ايه ده؟ اهو ده اللي حدانه. طب وانا هنضب بيهم ازاي دول؟ دي تكنسي بيها، ودي تمسحي بيها، ودي تنظفي بيها. اتلافي. وبقي اكنسي الاول قبل ما تمسحي عشان ما تطينيش الدنيا. فهماني يا بزوايه؟ مسحت وكنست ولا مو بعبيك الشغال. احسن تستاهل. بس بامانه يا كبير، البت صعبت علي قوي. ما يصعبش عليك يا غالي، دي بنت جبروت عايزه تضرب البلغ على نفوخها عشان تنعدل وتبقى عاديه. ووه، دول قالوا الكهرباء هتتقطع النهارده يجي 3 ساعات. احسن بردك الواحد يعرف ينام في هدوء. تصبح على خير يا ولي. وانت من اهله يا كبير. ليه؟ أنا سو. نعم. أصل النور اتقطع وأنا بخاف أنام لوحدي في الضلمة. يا حبيبتي، طب تعي نامي معانا. تجي تنام فين يا هتير أنت؟ يا كبير البت خايفة تنام وسطينا. معلش لو سمحت، وهوعدك اول ما النور ما يجي هروح على اوضتي على طول. ماشي خشي. انا هنام دياركم هنا على الكنبه. هدية هو بيشخر. واه بت اتخمدي عاد اتخمدي.
ثانك جاد. لا ريلي ثانك جاد ان احنا خفينا. انا كنت فاكر ان هفضل طول عمري محبوس في الاوضه دي. يا جماعه انا جعان قوي، انا عايز اكل دلوقتي حالا. وانا كمان هموت واكل. هاي شطوره. يا الف حمد لله على السلامه، يا الف حمد لله على السلامه، حمد لله على السلامه يا سي جوني، حمد لله على السلامه يا سي توماس، حمد لله على السلامه يا اختي يا حبيبتي. ميرسي. لا بقى ده احنا النهارده نطبخ لكم حاجه ترموا بيها عضمكم. انت يا نعناعه، انت يا بنت. ايوه يا ابله هديه، جايه اهو، تعالي هنا. سو كيوت. اشوفك بعافيه. سو كيوت. هي مين دي؟ مش عارف بس شبهك قوي. شبه انا؟ بلوندايا. غريبه يا جماعه، دي عارفه اسمينا كويس. انت عبيط يا ابني؟ انا العمده، يعني اشهر واحد في المنطقه دي كلها، وانتوا كده كده ماشيين في ديلي فاتشهرتوا. anyway فين سو؟ سو؟ في ماشي لفهلة نزتي لقفها ميسي 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 وجون جون ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حس زطاله في المديق. مين؟ انا جابر يا كبير. انا نايم يا جابر، نايم. انا نايم بس دي امر مهم قوي يا كبير. عم قدلالك يا حبيبي، موضوع ما يستناش يا كبير. انطر عاد، قلت لك بعدين يا اخي. راجل تبت. تعالوا لي بقى، ده انا حشيلكم الطين. جوماني عاد ما سكتش، قلت لهم الشغل بالمرجع عادي ما ينفعنيش، ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن، ولا فاكرين يعني ان انا راجل كبير؟ انت راجل كبير صح، لكن عصب. بلك انت، انا السنه اللي فاتت كنت بليز اثر بليز. الرجاله سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب. جاني حمزه وقال لي ايه حاجه غريبه قوي قوي قوي. ايه حاجه غريبه قوي 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 دي؟ قال لي انهم لقيوا خزنه قديمه قوي من ايام المرحوم الكبير قوي، ورثها عن جدود جدود جدوده. وبعدين؟ وهم بينفضوا الخزنه كان عليها تراب ياما، التراب ده دخل في نقاشيشي. قوم ايه؟ عم جابر عم جابر، انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح؟ ليه؟ بليز بليز اثر، فين الخزنه دي؟ في المخزن. حلو قوي. انده الرجاله يحطوها في اللوبي وانا هجي لك حالا. يحطوها في البوبي؟ وندرفول. زي ما اتفقنا يا كبير، كل اللي هنطلعه من الخزنه دي بالنص ما بيننا. توكلنا على الله. اهدى. بحبك يا كوكي وبوسه كمان. الكبير قوي كوكي. دي القيامه قامت يا اولاد. وإن كوكي ده اسم بلدي قوي، أنا معاكو. بص خلي ده من نصيبك أنت، يعني ما مش عايزه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ كل دي عقود جواز باسم الكبير قوي؟ ده عقد باسم سناء عبيد السيد. بنت عبيد السيد، أيوه. وده باسم نبوية حامد أبو بكر. ايوه بنت حامد ابو بكر. وده باسم رضا عبد التواب البهنسي. ايوه بنت ليت مي جاس، بنت عبد التواب البهنسي. ما شاء الله، وعرفت كيف؟ سوبر باور. ولسه الله يخرب مطامك يا كبير، ما فيش واحده في البلد لما حطيت عليها داد. بب 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 بب. الكبير قوي مع الشحرورة. الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها. أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي. اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد. سنظل أصدقاء، لن أنساك. ها
حتى الشحروره ما سلمتش منه. بص هو معليش على الحكايه دي بصراحه. يور داد كنزير يا معلم. اخرس يا توماس الجحش من ده الزيريات الكبير قوي. هو ما يقصدش زير بمعنى زير، يعني هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان. اخرس يا جحش انت كمان، الله يكشفك يا ابوي. اهدى هيكون ايه يعني؟ ما هو صندوق اهو. ماني عارف ايه هتير انت ان صندوق حديد، هنفتحه كيف ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ انتوا لقيتوه؟ ايه ده؟ انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر، بليز احكي لنا. جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق. جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زهقوا وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه، ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجه عن الصندوق. اوكي طيب ما نمشي زي القواعد ما بتقول، مش في لغز على الصندوق؟ ايوه. تمن قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط. انك صعل عليه. هات يا عم. تمن نقط وبينهم مخطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسيوا الأساس، قالوا له الأساس ما كان السطح موجود. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا ما فهمش حاجة. أساس وسطح ونقط وخطوط حاجة مخول. نقط وخطوط، نقط وخطوط، بس أنا فهمت. إيه ده؟ سحر. سحر كيف؟ سحر. ما تعرفش السحر؟ ما عرفش السحر كيف يا ولي؟ معروفة، الراجل اللي بيطلع الفروجة من تحت باطه ويطلع الأرنب من البرنيط. لا مش السحر ده، ده سحر الخطوط. خطوط ايه وكروت ايه يا هتير انت؟ اللهم احفظنا اللهم احفظنا. الصندوق ده معمول عليه عمل، وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه، وعمره ما حيسيبه إلا لما يتفك العمل من عليه، وساعتها يتفتح عادي جدا. انت هتلبسينا ليه يا ولية؟ لأن تلبسه على آخر الليل. الله أكبر الله أكبر. بعيد بعيد سمحوه ما يعرفش. حاسب على كلامك يا كبير، دول معانا وحوالينا في كل مكان. هتقولي معانا وحوالينا في كل مكان يا ولية؟ حداك كلمة زينة قوليها، ما عندك اسم كتمة. مفيش غير مولانا الشيخ شديد هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق، أنا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي يا كبير. ضرب خيارة وقطمها جحش. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس، دلول الأساس مكان السطح موجود. لا الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخاريف. أنا بقى حاسة إن الحل في الثلاث كلمات المكتوبين باللغة الغريبة دي. اكسكيوز مي، يعني انت عايزه تقولي لي ان الثلاث كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ ايوه طبعا. امال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عباره عن ايه؟ ماركه الصندوق؟ لا لا بص، الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عباره عن يعني جنب باب الشقه، تحت سكات السفره، الشنطه اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجمله الاخرانيه اللي انت بتقوليها دي اربع كلمات بس انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه الثلاث كلمات دول؟ بص انا مش عارفه، بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش يمكن اوصل لحاجه. اي جاي في ايه؟ لقيت حل اللغز. بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقه التعمديه بين السطح والاساس. السطح هو سطح البيت ده، والاساس هو ارض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا ان في البيت ده في اربع اركان باربع نقط، وفي المزاريطه كلها اربع اركان باربع نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. الثمان نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمه بينهم هنلاقيهم الثمان نقط دول هيودونا لثمان اماكن مختلفه. الثمان اماكن مختلفه في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقاطعه مع اي خطوط ثانيه، لكن لو احنا مدينا خطوط متقاطعه معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطه دي. والكلمه الوحيده اللي محدش اخد باله منها في اللغز ده هي حارت ودارت. هي ايه حارت؟ يعني ايه حارت ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. انا حسبت لقيت ان الشروق بيخرج من النقطه دي والغروب بيخرج من النقطه المعاكسه ليها اللي هي دي. لو مدينا خط من الشروق والغروب هنلاقي ان الخط ده ما بينقطعش غير مع خط واحد في نقطه محدده قوي، وهي النقطه دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا اخي، ده الكلام اللي في الصندوق اسهل كتير. جوني ما تقوليش ان انت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح ان الهري اللي انت هريته من شويه ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطة دي. No way.
هو ايه المفتاح يكون هنا؟ جوني انا حاسبها قدامك اربع مرات. بص امشور المفتاح هنا. توماس انا العمده، ما ينفعش ابقى ماسك معول وبحفر هنا، شكلها هيبقى وير. لا ما تخافش، احنا مش هنحفر هنا، احنا هنحفر جوه. Are you crazy؟ الناس جوه عيانه. شوف شوف الراجل بيموت اهو اهو، نعمله زي دست ودوشه، انت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطه معينه، والنقطه دي ممكن تكون في حته يعني مش قلق قوي. انا مش ممكن اشاركك في عمل شيطاني زي ده. جوني كام اون، المفتاح جوه. جوني اهدى مال يا كبير. ده كيف في الوجع المربرب دي؟ هو الشيخ شديد ده اتاخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمه ولا حاجه. الشيخ شديد يجي لك من بعيد، ما تهمهوش الزحمه ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. احنا جينا مطعم ولا ايه؟ مالك يا برنس؟ قلقان شوية. فتهدى كبير. شوف تعرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده، جدي الكبير خالص وهو عمان يحفر في أساس البيت لقى صندوق صغير كده. والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اني قنقف. قول اللغز بيقول ايه؟ بقول لك تم النقط وبينهم خطوط. قول لي نقطه منهم. انت حتروش يا شيخ. موها كمل. تم النقط وبينهم خطوط، والحل فوق سطحهم موجود. حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس. لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. احنا شاكين كده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفكلنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود، وهيفضل ممدود لحد ما يقول الاوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وهنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه. وهنعرفه كيف؟ نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا راجل يا مخبل انت؟ ها براحتك، ده باينا يبقى مرار طافح. نركز بقى شوية مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. انا اللي هسيبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركة اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. يلا يا جني قرب مني قبل ما أمي تسأل عني. ماما ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة؟ عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير؟ ما نتقابلش غير في الشغل وبس، ما فيش مرة تعمل لي مفاجأة وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى يا شدو انت فاهم. خير؟ انت بعتالي في حاجة؟ انت مزعل الناس الحلوة دي منك ليه؟ مفيش يا عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل اللي دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني، ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبة؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما رجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبة يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كبارة وما تفرقش معاه المبالغ التافهة دي. احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا تلاتة. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا اشده. وبعدين زمان ال 25,000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوايد ولا عوايد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطلعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضه، الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضه يا عم جديد. وانا اقدر برضه يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها
قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوة قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شدو. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شدو. مع السلامة يا سمرة. ايه رأيك بقى يا عم؟ اظن كده خلصت لك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كان يوماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ جديد، الواحد مش عارف من غيرك كان هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعة 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول، وما تنساش تبعت لي العمولة بتاعتي، انا باخد 10%. مسافة السكة والفلوس هتكون عنديك، بس انت متأكد يعني ان الصندوق هينفتح وهنول المراد؟ حي حي، هتنول المراد من رب العباد. الساعة 12 ها؟ يا بنت الساعة 12. طب يعني اعمل ايه؟ فضي الحجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت. انت خايف يا كبير ولا ايه؟ طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفارة ولا غبارة، وانت عارف عندي حساسية. ماشي. امسك نفسك يا كبير، بهزر معاك. تاني مرة تعملي اضربك بالجزمة. حقك علي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا ابن ال زي الزفت. على فكره بقى انا توصلت لحاجه، مش خط التقاطع ده كان مودينا على نقطه؟ النقطه دي هي نقطه الشرطه. هو انت مصمم تودينا اي داهيه وخلاص؟ مش مكفيك ان العنبر كله دخل العنايه المركزه بسببنا؟ انا عمري ما هنسى شكل الراجل العجوز اللي هو بيعرج ده، وكان عمال يترجانا عمري ما هنسى. معلش اوعى. طب معلش، مش انا قلت لكم يا جماعه ان اللغز ده كلام فارغ؟ ما صدقتونيش. انا بقى متاكده ان حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغه الهيروغليفيه دي. ووصلت الحاجه؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضل لي بس ثلاث او اربع رموز كده هقعد اعمل عليهم سيرش عشان اخلصه. محروق السحر على الشعوذه على شورتك يا فتاية. حقك عليا يا كبير. طلع نصاب والبلد كلها عارفه والحكومه عارفه. وانا ايش عرفني يا كبير؟ فين زفت الصندوق ده؟ اهو الصندوق اهو يا كبير. هكسره. كسر ايه يا مجنون؟ سيب مش من حقك. آه بس فهمت. فهمت إيه يا جحش أنت؟ اللغز التمن نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق، الحل على السطح موجود، وهو سطح من أسطح الصندوق ده، يعني حارة ودارت فيه الناس، وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي. صدق معاك حق، لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحتة اللي فوق والأساس هو الحتة اللي تحت. اكزاكتلي. طب وإيه موضوع دلول الأساس مكان السطح موجود؟ لا دي حكمة كده بتتقال في الآخر عشان الناس تتوهم ويبقى فيه جو سسبنس. اقعد افتي اقعد افتي بعرفك ده. وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي، أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه، لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك، الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاما من عمري، وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف، وهي موجودة بداخل الصندوق. إيه دي؟ جنيهين ذهب. ولكن ليست هذه هي كل ثروتي التي تركتها،
الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة. حلو قوي، انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي، وانا اخد الاتنين جنيه ده. هم يعملوا كام يا توماس؟ About 2500. لا لا خليهم لك. بس انا حلفت الحلوف اللي ناقصة. صنع في الصين، صنع في الصين. مالك يا جابر قاعد كيف المركبة غرقت ليه؟ مستنيك يا كبير، كنت عايزك في موضوعك ده. خير ولو ان ما يجيش من وراك خير. امبارح قمت من النوم لجيت رجلي. لا قصر قصر وانجز وخلص. رحت للدكتور بتاع الوحدة قام قال لي لازم ارقد في السرير اسبوع. عاوز تاخد اجازة يا جابر؟ ربنا يديك الصحة. لا لا ليه بس يا كبير، بقول لك تعبان. انت يا راجل انت مش لسه واخد اجازه الاسبوع اللي فات؟ الدكتور قال لي العلاج لو ما نفعش لازم نتدلع على مصر عشان اعمل اشعه على رجلي. جابر ثلاث حاجات مع كلهم شو واصل، السوشي والوكل البايت والاونطه. يا كبير يا كبير بقول لك تعبان وانا محتاج الراحه دي قوي. لا يا جابر. وحياه الست هديه عندك يا شيخ. لا يا جابر، جزرة وقطمها جحش. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. عم جابر، عم جابر، عم جابر. خير يا دكتور طمني. انا اديته حقنه هتنيمه لحد بالليل. طب هو حصل له حاجه؟ الظاهر لما وقع دماغه اتخبطت على الارض جامد، فعملت له حاله هلوسه نادره بتيجي بعد الصدمات. المريض فيها بيتهياله انه شخص تاني غير نفسه. شخص تاني كيف يعني؟ يعني مثلا لما دخلت عليه كان فاكر نفسه حسين رياض في واسلاماه، وعمال يقول انت فين يا جهاد، انت فين يا جهاد، ومسكتش الا لما قلت له انا هنا يا سلامه، انا هنا يا سلامه. ايوه 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 ايوه، ده نفس المرض اللي جه للست شاديه في فيلم عفريت مراتي. لا ده اللي جه لفردوس عبد الحميد في ليله القبض على فاطمه. الراجل ده لازم ياخد الدواء اللي كتبت له عليه، ولازم كل اللي حواليه يسايسه وتاخدوه على قد عقله لغايه ما يخف، بدل ما يتنكس تاني ويخش في غيبوبة والله أعلم هيفوق منها ولا ما يفوقش. طب هو حيروق ميتة يا عالم؟ يوقع مربربة. أنا مرضيتش أكلم البوليس، بس أنا بحملك المسؤولية كاملة يا كبير لو الراجل ده حصل له حاجة. ذنبه في رقبتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما كانش حقك تهزر معاه جامد كده يا كبير، ده راجل صحته على قده وكان هيروح فيها. خلاص عاد، خلاص عاد يا هدية، ربنا واحد عالم باللي فيه. يبقى شخص تاني كيف يعني؟ عم جابر، جابو، انت فين؟ انا جاي اطمن عليك، سمعت انك عيان. عم جابر، اوه ماي جاد، حد شافك وانت جاي؟ فيها ايه لما حد يشوفني وانا جاي؟ ايه ايه ايه، انجليز متنطرين في البلد والبوليس السياسي خارب الدنيا. انجليز ايه وبوليس سياسي ايه؟ ايه الهري اللي بتهريه ده يا عم جابر؟ لا انت مدريتش باللي حصل. لا بقى هتروش وتقول لي حصل وطحينه وطحينه من النوم وجو التمانينات داخلها. فتحوا الكوبري على ام زهره. فتحوا الكوبري على ام زهره؟
طب وزهر رياكشنها ايه؟ يا ولدي بقول لك فتحوا الكوبري على التلاميذ في المظاهره. التلاميذ اوكي. قول من الاول اوكي. يبقى احنا لازم نتحرك بسرعه. طبعا لازم نتحرك بسرعه. يلا مش كده اسرع. يلا يا ولدي مش كده. انا عايز اريحك. لازم نتحرك بسرعه ونخلص من المنشورات اللي عندينا دي. يا شكري. شكري؟ هي جابت شكري؟ او ماي جاد. هدية حقيقي؟ خير؟ عم جابه ساحت منه على الاخر. وفي ايه بالظبط؟ معيش معانا ولا ايه؟ من ساعة ما دولة مصطفى النحاس باشا. وين المنت؟ دولة دي تبقى انتيمة ام زهرة؟ انتيمة مين يا جوني؟ هو قصده مصطفى باشا النحاس. الراجل وقع على دماغه وجاله لطف دقته رحمة. من شوية كان فاكر نفسه ماما نوني. معلاش سايسو سايسو. المنشورات دي لازم تتوزع النهاردة. وماله نوزعوها؟ ما نوزعهاش ليه؟ كل واحد عارف المنطقة اللي حيوزع فيها. عارفين. طب انت هتوزع فين يا هنادي؟ الجامعة وشارع قصر النيل. وانت يا شكري؟ شارع شهاب وفرغلي جامعة الدول ان شاء الله. على بركة الله. مدي يدكم. كله بامية صح؟ كله بامية ايه؟ مدي يدك. الله الوطن الثروة. Whatever. بس يا دي كفايه. بس يا دي كفايه صداع. كفايه كفايه. خرب بيتك. كخ يا كخ. كخك ده ايه القرف ده؟ كوكو. ايوه صح دي كوكو. كوكو. عاوز كوكو؟ اديله كوكو يا هديه. من عيني. كوكو دي. لا دي كوكو بتاعتي انا. كوكو دي. دي كوكو الكبير يعني. كوكو دي. مالك صالح بيه. كوكو دي. حرام يا كبير اديها له. يا ما دي زي دي يا كوكو دي. اها اها كل دي. ماما اتجننت. بيوكلك يا كبير بيوكلك. بتشكر يا حبيبي. باكل لوحدي. كل انت عشان تكبر. يلا كل. شطورة. شايف كيف؟ احسن اخواتك. يا متف. بالراحة يا كبير. انت هتعمل عقلك بعقله. هو جدك. انت حد منين انت كمان؟ ده خلفني. معلش يا كبير. الدكتور قال لازم ناخده على قد عقله. انسيسوه انسيسوه يا كبير ولا يتنكس. خلاص يا حبيبي. خلاص حقك علي انت. خلاص عاد. الكبير ده زين. الكبير عفش. لا زين. عفش. زين. الكبير عفش. شوفينك حل فيه الطفعيه يا اما تاخد الوك. يلا كل مام. اقول لك غني له يا كبير غني له. غني له ايه يا هدير انت؟ يلا يلا غني معايا. هم المام يا روحي يلا جيبها لك نام. كل واكبر لي يا روحي يلا هم المام. هم المام. مبسوط يا حبيبي. جس القبضتين المدمرتين. تضربني ليه يا مازنجر؟ ده انا بحبك. انت بالغضب وجاي عشان تدمر المدينه. ابدا مش هخليك تدمرها. اتفضل القهوه يا كبير. ها ايه الاخبار النهارده؟ الاخبار زي الزفت. هو الواد فزع مش هياجي عشان ياخده يديله الحقنه؟ انا عارف عوق ليه الواد ده. بعدت له من بدري. هدمرك يا ابو الغضب. ماشي ماشي. اشرب القهوه وديك تدمرني. طب وبعدين يا كبير؟ ده اديله اسبوع على الحال ده. هو هيفضل كده على طول ولا ايه؟ تفي من بقك يا ولية. يفضل كده على طول كيف؟ ده اللي قربت احصله. بعد الشر عليك. روق دمك واشرب قهوتك وان شاء الله ربنا هيشفيه ويريحنا. امين يا رب العالمين. بوووو العاصفة. شيله من قدامي يا هدية. ماشي. شيله من قدامي. ماشي. تعال يا مازنجر. تعال يا حبيبي. تعال مليكش صالح بابو الغضب.
اقول لك تعال ندمر المزدوج في المطبخ. تعال. هيا بنا. بلا ما اخده يا كبير، بلا ما اخده، بلا ما اخده يا كبير. امر جنابك. تاخرت ليه يا جلوس الطين؟ ده مازنجر خارب الدنيا في الدوار. يمين بالله اول ما جنابك بعت لي انا جيت طوالي. طب شوف حتتنيل تعمل ايه مع جابر ده. امر جنابك. مازنجر يا مازنجر. تعال يا مازنجر خابر مدام افروديت والدكتور مفيد قلبين عليك الدنيا ومنتظرينك كلاتهم في المختبر. صح. امال ايه؟ اروح لهم. استنى بسي هتروح على فين؟ انا كده كده رايح اخدك معايا ونلصوا بعضينا في الطريق. طب اركب وراي. ايوه امال ايه؟ دش 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 دش. ايوه بطل مازنجر. الملتحم الجبار. ايه دش. الكوكب العربيجي. اشرف اشرف. في ايه يا فزاع؟ ايه ما تلعبش بعيد يا مازنجر. ايه الله يخرب بيتك ما رحتش الارض كيف ما قلت لك ليه؟ واه اديني رايح. طب يلا روح هم بسرعه الكبير هيستعوجنا وهيطين عيشتنا. هو عامل ايه بيقف على السور بيعمل ايه؟ يا نهار ازرق. مازنجر الجبار يطير الطيران الصاروخي. عم جابر. عم جابر. يا عم جابر. يا عم جابر. انت زين؟ يعني يعني فين؟ انت كويس؟ روح انت يا اشرف، روح انت على الارض كيف ما قلت لك، لحسن الكبير ياخد خبر، اوعاك تجيب له سيره بقيتها حاجه. ماشي ماشي ماشي، سلامتك يا عم مازنجر. معلش معلش، الوجعه كانت قويه شويتين يا عم مازنجر. مازنجر ايه يا ادم مقبول انت؟ اهدى، انت خفيت ولا ايه؟ خفيت من ايه؟ لا يعني ما انتش فاكر؟ انا اخر حاجه فاكرها ايه؟ لما كنت واقف على السلم ايه؟ والكبير زقني ووقعت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كبير، حسبي الله ونعم الوكيل. قوم انت من ساعتها عادي يا عم جابر، بقيت كل يوم تصحى لنا بحالة، يوم تعمل لنا عيل صغير، ويوم تعمل لنا عم مازنجر، ولا فكر يوم لما عملت لنا كابتن ماجد. أنا كنت متخربط الخربطة دي كلها. ايوه يا عم جابر. ما مش هيجيبها البر الكبير ده غير لما يقطع خبري، حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا عم جابر، امنت الله امنت الله. الكبير كان متاثر قوي من اللي حصل لك ده، وكان حنين معاك على الاخر وانت مرضان. حنين معاي؟ ايه كيف؟ كان حيسيسك ويدلعك وانت كنت مبهدل واخر بهدله. انا كنت مبهدل الكبير؟ ايوه امال ايه، هو كان مستحملك اخر استحمال. بس ألف بركة يا عم جابر إنك رجعت لها بالسلامة. جابر مين يا ولا؟ مين جابر ده؟ هي اشتغلت تاني ولا إيه؟ أمال أنت مين دلوق؟ أنا الكبير قوي. إيه حصلت الكبير قوي؟ أنت جنيت؟ إيه اللي بتقوله ده يا كبير؟ أنت نسيت الدكتور قال إيه؟ أنت قلت إيه يا دي أنت ياد؟ ما قلتش حاجة. لا قلت إني اتجنيت. قلت على نفسي إني اتجنيت، أنا بحب أقول على نفسي إني اتجنيت، ما قدرت أقول عليك حاجة، أنت كبير قوي. طب ادري، روح هات لي الصابون بتاعي من تحت الدولاب. هجيبه لك أنا يابا. لا يا هدية، أنا بكلمه هو، يلا يا طحش. عشان خاطري. غور. بتعمل ايه يا ياد؟ وانا هلبس الصابون حالي ولا ايه؟ وانت عاوزني اعمل لك ايه؟ اشيلك البسك الصابون؟ تعالى قلعني البلغه ولبسني الصابون. معلش يا كبير، هو ما خبرش بيعمل ايه؟ فز يلا. اي 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 عورت. قوم امشي. غور غور، مش عايز منك حاجه. بتصغر لي كده ليه؟ ما تيجي تديني قلمين احسن. يا ريت. بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. طب يلا غور امشي. تعديه. انا رايح مشوار، رايح مشوار بدل ما اصور قتيل الليله دي. وانت يا بنت يا هديه. نعم يابا. اعملي لي كوبايه شاي اروق بيها دمي بدل اللي عكرهولي الطحش ده. حاضر. ولا اقول لك ما تعملي لي كوبايه عصير؟ حاضر يابا.
ولا احسن يعني تعملي لي طاجن رز معمر وحطي لي عليه وزه وكوبايه عصير. من عينيا يابا. والله وبقيت كبير قوي يا جابر. انا خلاص ما عدتش قادر استحمل رزالته وقله ادبه. هنعمل ايه يعني يا كبير؟ ما هو انت بس لو ما كنتش قفلت مخك ورميته من فوق السلم ما كانش حصل اللي حصل. يا ريتك كان راح وخلصنا بدل الذل اللي هو ذللهولنا ده. حرام عليك يا كبير، بعد الشر. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. انا اللي ما فهموش ايش معنى الكبير قوي اللي قافش فيه دي اليمين؟ ما هو كان كل ساعه بحال، ايه اللي جرى له؟ ايه كبير. نعم. عندي موضوع عاوز اقول لجنابك عليه. مش وقت تفاهه يا فزاع، مواضيعك كلها تافهه. لا 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 لا، موضوع مهم. نعم. اديك النهار وانا رايح المستوصف مع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ياض يا حلوف انت؟ ما بتردش السلام ليه؟ الدين لما ترد بعد كده تعلي صوتك عشان اسمعك. ومالك قاعد من قاس كده؟ قوم فز، انت ياض ما عندكش رباية، فز قوم. زيك يا مسلم. بتبرطن بتقول ايه؟ لا بغني غنيه وبسري، انما للصبر حدود. ومالك ياض لو بوزك كده؟ افردوا افردوا لاسفخ القف افردهولك. تصفخ مين كف؟ وكمان بترد عليا ناقص؟ انا هربيك الفساع. ايه لفين الخزرانه اللي في يدك دي؟ ارجع ارجع. هات قدامي على الاوضه. ليه؟ هابطك. هي حصلت خلاص يا بوي، عشان خاطري سامحه المره دي. ما حدش له صالح، ولدي وبربيه. هو ما هيعملش كده تاني، هو حرم خلاص. مش انت حرمت؟ قول له انا اسف. اسف اسف ايه يا جاموسه؟ انت هتعمل العمر ده الخرفان ده؟ شفتي مش بقول لك ده ناقص ربايه وانا هربيه. اسمع يا راجل، انت انت راجل كبير، ما تخليش اتغاب عليك. تتغاب على مين يا كلمه؟ يا وجع طينه يا مره. احب على يدك يا كبير، ما تقتلوش، هو ما داريش بيعمل ايه. قلبي قلبي ولدي بيدق فيا، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم القيامه. فزاع خده على اوضته يا فزاع السعاده. معلش يا كبير، هو ما كبير يا كبير يا كبير يا مراري. رايح فين يا كبير؟ هقتله. هتقتل مين يا كبير؟ حرام عليك. ما تعبيش نفسك يا هديه، هقتله يعني هقتله. يا كبير ده راجل كبير وعيان وما عرفش هو بيعمل ايه. هقتله بعدين نتفاهمه. يا كبير استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان ما بيخشش للواحد غير وهو مخنوق زيك كده. صدقي معاك حق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بردك هقتله. يا كبير يا كبير ورحمة أبوك ما تربسش دماغك. شوف يا هدية، أنا صابر وساكت كل ده عشان أنا السبب في اللي حصل، لكن خلاص زمن السكوت عدى وفات. غوري من قدامي دلوقتي يا هدية، لا طخك أنت الآخرة. غوري يا كبير، ما كملتلكش الموضوع. يا ما نكسلت فات. شوف شوف، أدخل دقيقة أطخ عم جابر وأرجع لك تاني. ما هو الموضوع بخصوص عم جابر. قول. انا خايف لا تكون حالته اتدهورت ومفكر نفسه الكبير قوي بسبب الوجعه الثانيه اللي وجعها معايا واحنا رايحين. وجعه ثانيه؟ لا احكي لي من الاول وعلى رواق. خبر ايه ياض؟ انت جاي تتعجب على ابوك ولا ايه؟ العفو العفو يا ابوي، انا كنت عاوز اخذ مشورتك في حدوته صغيره قدك ده. دلوقتي انا اعرف راجل مجنون وقع على نفخه عقله رجع له تاني، وعرف اني كنت مستحمله ومستحمل بلاوي وحاطط البلغه في خشمي عشان حاسس بالذنب في اللي حصل له، وقام ساق فيها ضربني بالقلم قدام الناس، ضربني انا بالقلم. قول لي يا ابوي،
راجل زي ده أكله كيف؟ فزاع، الله يخرب بيتك يا فزاع. فزاع ما شاء الله الذاكرة رجعت تاني. ها قل لي عاد أنت مين؟ أنا خدمك جابر يا كبير. شاهد على روحك يا جابر. أحب على يدك يا كبير، أنا كنت بهزر معاك. تهزر معاي؟ تقوم تضربني بالقلم قدام مرتي وفزاع؟ غلطان غلطان يا كبير، والغلط ركبني من ساس الراسي. بس أحب على رجلك، ما تقتلنيش يا كبير، ما تقتلنيش يا كبير، ما تقتلنيش. شوف يا جابر، أنا لا هقتلك ولا هقطع عيشك، عشان أنا لو قتلتك أبقى حمار. أنا هعمل معاك الألعن، أنت هتلازمني لحد ما ربنا ياخدك ياخدني. وقفت ليه يا جابر؟ تعبت يا كبير، نفس انقطع. لا سد حيلك يا مزنجر، سد حيلك، لسه قدامنا شغل كتير. شوف عاوزك بعد ما تاخذ الشوالات دي تحطها هناك، ترجع ترجعها تاني. تاني يا كبير؟ أمال، عشان تلحق تطلعهم فوق السطوح قبل النار ما يروح. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بقول لك يا جابر، خدامك يا كبير. وانت شغالك ده عاوزك تغني لي الغنية اللي بحبها، تطلع من بقك زي العسل. هم المم يا روحي، هم المم، هم المم يا روحي، هم المم، هم المم. حسبي الله ونعم الوكيل. خليه يتفضل. اوكي تفضل حضرتك. يا ساتر، مساء الخير يا حاج رجب. اهلا 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 بابن الغالي. يا ده انت نسخه من ابوك الله يرحمه. خلاص يا حاج. صحيح يا عالم، ده اللي خلف ما ماتش، ما ماتش كورة. القلب دي على فكرة، يعني أبويا ياما كلمني عنك. كلمك قال لك يا ابني ده اللي بيني وبين أبوك ما يتحكيش. اقعد اقعد اتفضل يا كبير اقعد. أهلا أهلا أهلا. إيه يا ابني اللي عملته ده؟ والله مالي، ما عملتش حاجة. يبقى في حد غريب بيننا بقى هنا. أنت اللي بتعملك ده. معلش يا ابني، أصل بطني ماشية عليا شوية. ربنا يديك الصحة، هي بتبقى غازات. انت صدقتني يا كبير، دي لعبة. أنا مسجل الصوت هنا على الموبايل ده، وأحب ألعب بيها مع الناس، أحب أعمل في الناس مقالب، مقالب طوب. روش يعني، بتروش. نفس الكلام نفس الوزن ولا لما هنا تبقى ليلة سودة. أمرني يا حاج، عاوز إيه؟ على رأيك نقلب قيمته والشغل، لأن أنا موضب لك سهرة جان من. لا لا اعذرني، أنا من جو السهرات دي، لازم أنا أعاود البلد النهاردة. يا ابني انت مالك، انا طالع جد لمين؟ ده ابوك كان هلس واخر مسخره. ربنا يحفظك يا باشا، ربنا يحفظك، ما تدوسش عليه غير الرحمه. امرني يا حاج. الغرض، انا وابوك الله يرحمه عملنا شركه مع بعض من 10 سنين، وكنت متعود ان انا ابعت له الارباح بتاعته كل سنه، ودلوقتي طبعا عايز ابعت لك الارباح بتاعتك انت كمان كل سنه، ولو تحب يا ابني نصفي ونفضها على البركه برضه. والله انا ما اعرفش اقول لك ايه، يعني ما بقيش كيفك ناس في الدنيا، خلاص دلوك اللي يطول ياكل اخوه ياكله، يعني انا تحت امرك اللي تامر بيه. هيب يا كبير، ما تقولش كده، انت زي ابني بالظبط، انت من ريحه الحبايب يا كبير. خد لك سيجاره واديني سيجاره من العلبه دي. ماشي يا حاج. يا حاج يا حاج، ما تفكر كده كبير، مالك متجبس سخسخ كده. كهربني تقول لي سخسخ. قول لي اخبار اخوك جوني. جوني؟ انت تعرف جوني؟
انت شكلك انت وابوي كنتوا كيف راسين في الطاقيه. لا احنا عشت عمر كبير. استنى ده انا عندي شويه صور لابوك هتعجبك قوي. ايوه نجات بيه مدام تونه مستنيه حضرتك بره. تونه ناعمه وحلوه وموت فيها. ده مؤاخذه كبير، انت عارف لو سبت التونه لوحدها تحمد وتبوظ. تبوظ؟ تبوظك من خدك. مش عيب تقلش مع واحد سن ابوك؟ انا اسف، انا قلت يعني اجاري الجو يعني. جاري كبير جاري. خد العب بدون لغايه لما اجي لك. بما ان راجل خلل. يا وجع مربربة. ده باين لي مرار طافح. طبعا ما انتش فاهم حاجة. لا ما فهمش. ده أكبر مقلب عملته في أبوك. في يوم من الأيام من 25 سنة. 25 سنة كيف؟ من 15 سنة. لا بردك مش منطقية. في يوم من الأيام وخلاص لقيت أبوك داخل عليا من باب المكتب. اتفضل يا حاج. انت ازيك يا سلوى؟ تمام يا حاج. تحب تشرب ايه؟ والله لو من يديك الحلوين يبقى فنجان قهوه وش تقيل مع الشال صغير بسكينه معجون. من عينيا يا باشا حبيب قلبي. بقول لك عاوز البن بتاع رجب مش البن بتاع الضيوف. لا ضيوف ايه؟ هو انت برضه ضيوف يا حاج؟ هو ده العشم، ده احنا ياما حاربنا سوا. اديله. اهلا 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 كبير رجب صديق السوق. رسول خضاره. ما تبطل جلس عادي يا رجب، بطل جلس. ايه يا عم غطسان فين اليومين دول؟ مشاغل مشاغل كتيره. مشاغل كتيره. طب ايه رايك ان انت حظك في رجليك؟ اسمعنا، لان النهارده معزوم على حفله عيد ميلاد بتاع واحده صاحبتي عاملاه في الفيلا بتاع بنت خالتها في المنصوريه. ايه رايك؟ جاي معايا الطلعه دي؟ والله كان بودي، بس انت عارف يعني جو الطرط والطراطير ونجري ورا بعضينا قطر والدلع يا حبيبي على الساحه وجو ده ما بقاش فيه صحه. انا بنجز على طول. ما انا عارف ان انت بتنجز على طول، عشان كده هي عاملاها اتضيق. اتضيق كيف؟ يعني انا وهي وانت وبنت خالتها. ما تقول كده، اذا كان كده يبقى ليتس دو ات يا صديق السوق. سوق ثلاث. بطل جلس عادي، بطل جلس. وبعدين يا رجب بقالنا ساعتين قاعدين هم مش نازلين. لا طالعين. احب على يدك كفايه جلس. قريه كبير الليله لسه في اولها، وبعدين يعني هم بيظبطوا الميك اب، انت عارف يا كبير الستان لازم يظبطوا الميك اب. ميك اب ايه يا عمي؟ دول لو بيمحروا شقه كانوا خلصوا. لا كانوا بياضوا. بس 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 احسن جم. انت خالتها ده اللي عديك يا رجب؟ ده اللي عديك؟ اهلا 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 اهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا يا بنات. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اهلا يا رورو عامل ايه؟ انا كويس قوي. ايه ده؟ ايه ده انت خصيتي خالص. منك انت يا بكاش. خليني اعرفك بقى بصديق عمري الكبير قوي قوي قوي. عشرة عمر مفيش حاجة غلط عملتها في حياتي إلا لما كان معايا فيها. يا كبير خليني أعرفك بشهوير. هاي. أهلا وسهلا. وما هي طاز؟ ما هي إيه؟ ما قلت لك ما هي إيه. كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي. وأنت طيب يا روح قلبي. بنحب بعض قوي. اسعد بخيت ببخيتي. منورة يا ما هي طاز. ميرسي. قوم يا رجب وديني الحمام يا رجب. هاي استنى هوديك انا. نزلي يدك حولي. خلاص خلاص انا هوديه. هو انا غريب عن البيت؟ انا عارف السكه. اتفضل يا كبير. كفايه الضحكه دي. خلاص مش هضحك تاني. ايه ده؟ ايه ده؟
شفتي زي ايه ازاي؟ صحته حلوة قوي. واو فيري فيري سترونج. ايه يا رجب؟ ايه يا عم الكبير؟ البنت جميلة ورقيقة وزي الفل. انت تستهبل، انت جايبني تعمل فيها مقلب. مقلب؟ انت متضايق منها تخينة حبتين؟ لعلمك بقى يا كبير، الست كل ما تملى معاك يبقى احسن. بتملى ولا تتنيل ولا اتجوزها؟ نقص تقدم خرط، دي عامله زي شغل الموبيليا الدمياطي بتاع زمان، خشب عريض، تنجيد قط، بس فين مضغوط زي الشغل السيء بتاع دلوقتي. ما يخصنيش الكلام ده، انا عايز امشي دلوقتي حالا. ايه مش فاهم، قول بشويش فاهم. عاوز امشي دلوقتي حالا. اوكي. خلاص مش عارف، بص دي بقى هي نص ساعه هنقضيها بالطول وبالعرض وبعدين نتكل على الله. ها ماشي؟ ماشي، بس اسمع شرط واحد، ما تفارقنيش لحظه. ولا ثانيه واحده. بس يلا بينا بقى، احسن احنا سايبين البنات بقالها كتير كتير مشلتت. انت راجل جالس لازم نقطع معاك. طحينا من النوم. لما اخذها بنات اتاخرنا عليكم. ولا يهمك يا رقبتي يا حبيبي. شفيتم شفيتم. سهوير تعالي يا حبيبتي عشان اديك هديه عيد ميلادك. يا رجب رجب اقعد. خلاص خلاص مش هديها الهديه، هعلمها الساعه 5 دقايق وراجع على طول. ماشي 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 ولا قاعد؟ طايق يا جلس طايق يا جلس. جابوني. خد هنا خد هنا. تعال قول لي انت منين؟ من الصعيد. واو صعيدي؟ بموت في صعيده، بحب الجنوب كلهم. قول لي منين من الصعيد؟ من بلدك ده يعني. ايوه اسمها ايه يعني؟ انا اعرف كل البلاد. اسمها المزاريطة. ايه؟ المزاريطة. في بلد اسمها المزاريطة؟ ده اسم ده؟ يا سلام، مستغرباها قوي؟ يعني ايه مهيطاز؟ لا، ده اسم تركي، معناه الزهرة متفجرة الأنوثة. لا بجد حقيقي، أصل أنا فيا عرق تركي. قصدك عرق بتلو. فكر يا اخواتي. شربات شربات حي بجد. تيزا جت من تركيا. تيزا جت من تركيا على اسكندريه ايام الملك فاروق، وقعدت هناك لحد ما بقى عمري 16 سنه، كل طفولتي قضيتها هناك. لا يا شيخ، بس ما اقولكش بقى، كنت على طول بين ميكروجيب وبين ميني جيب والدكلتي والهوت شورت. ما اقولكش على يا ستار يا رب يا ستار. انا حتى كانوا مسميني في اسكندريه فاتنه الاسكندريه. قصدك ميناء الاسكندريه. طرماي الاسكندريه. رجب حوش صاحبك عني. هتتبلى عليا ولي ايه؟ رجب صاحبك جنني. عشان اللي الشباب دي في العربية عمالين يكسروا عليا ويزنقوا عليا وخلاص هلبس. قلت لا ما بديهاش، رحت ضربة ايدي تحت الكرسي اللي جنبي مطلعة المفتاح بتاع العجل الصليبة ده، عارفه؟ عارفه عارفه. ورحت فاتحة باب العربية ونازلة بقى، قلت لهم لا ده انتوا مستقصديني بقى، ده انتوا ان شاء الله كده ان شاء الله بتسقموا عليا. تجيب عيال ضربة برشام ولا سكرانين ولا حاجة؟ بضرب بعيني كده هو يا حبيبي، بس لقيت لك عربية الأتاري معدية، قعدت أنادي عليهم أقول لهم يا أتاري يا أتاري يا أتاري، أتاريهم منفضين لي، بس أنا سديت. يا ولية حرام عليك، أكلت نفوخ يا ولية، أكلت نفوخ. بجد؟ ابتدى اكل في نفوخك؟ يعني ابتدى اثر فيك؟ من اي حاجه اقولها لك تجيبها لي ناحيه قله الحياه. ما تهدي يا ولية اهدي. انت اللي هادي زياده عن اللزوم، انت اللي هادي قوي. زيادتي كبت. الله الاغنيه دي حلوه قوي، ارجوك تعالى قوم ارقص عليها. نزلي يدك نزلي يدك. قوم نرقص عليها. قومني. عايزين سلب عشان اقومك، عاوز سلب. قومني معاك. خد. يا انت اتزحلقت ووقعت وكنت هتموت، انا كنت فاكرها بقيت الرقصه وانك اتدمجت. تاني الضحكه دي تاني؟ والله هقفش عليك. ايه القمر ده؟ انت نشفت وبقيت فله، والروب بتاعي هاكل منك حته. متشكرين يا حجه، متشكرين على الروب. عايز اقول لك ان انت كنت في البسين ايه زي القرموط، امسكه من هنا يزفلت من هنا، امسكه من هنا يزفلت من هنا. ما تهدي يا ولية هدي. خلاص بقى يا كبير، ما تعجلنش اليوم، يوم من عمري. قوم من جنبي مش ناقص. خلاص خلاص انا هقوم فعلا، لان انا عايز اوري عربيتي الجديده لشهوير. ايه ده انت جبت عربيه جديده؟ امال ايه، وستة سلندر والماني، دي عليها حته صالون، صالون برغوه. رغوه متوحشة. شربات جالس. دمك شربات دمك شربات، مش ممكن. عايز اقول لك وانت بترقص وعمال تعمل افانسيهات كده شمال ويمين وورا، ايه بتاعت ورا دي وايه الزحلقه دي؟ مايكل جاكسون يا اخواتي. يا ولي انا كنت كعبل واموت. لا بعد الشر عليك، ما تقولش كده في وشي. مالك فيه؟ اصلا انا حاسه قليل قوي مع الرجاله. اول راجل عرفته كان جسر ابن عمي ومات برضو وانا بهزر معاه زيك كده. وقع في البول؟ لا وقع من فوق كوبري الساحل.
لا اله الا الله. بس انا قلت عادي، اي واحده بيتهزر مع البوي فريند بتاعها ممكن يحصل كده. خلاص خلاص مش لازم تفاصيل، يعني بطني مقلوبه. بس الحمد لله ربنا كرمني بواحد زي الفل اتجوزته اسمه سعيد سنجر. وده مات برضك؟ لا بعد الشر عليه، هو بس اللي بينطق ولا بيتحرك ولا اي حاجه، يا دوب نفس داخل طالع بس. عملت فيه ايه وليه؟ انا ما عملتش حاجه، ده هو اول يوم جواز، انا ايه بحب اتمرح كده على السرير واتقلب براحتي. خلاص خلاص الله يرحمه مات مكوي. ما كانش قصدي، انا كنت بتقلب. وانت الغلط مش عليكي، هو اللي غبي، حد يوقف قدام القطر ويزعل انه داس. انا قلت بقى اتعلم من اخطائي واجيب سريرين في الاوضه عشان الجوازه الثالثه كل واحد يتقلب براحته بقى. هو لسه فيه تاني؟ اه يا اخويا صبح البشبيشي ربنا يفك سجنه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شعرك احلامه قوي. ميرسي يا روحي. صوري النهارده عشان عيد ميلادك عينيك احلامه قوي. ده عشان عيونك حلوه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شفايفك احلوت قوي. يا نهار اسود. ايه مين ده اللي في العربيه؟ ده اخو مهيطاز. ويعني لما يبقى اخو ما اسمه ايه دي؟ ده شراني اللي جابه على سهوه. سهوه؟ ده باين عليها تقلب سهوه ساده. خبيني. سندار؟ مين ده؟ اخويا. اخوكي؟ يا سفلة يا حيوانة. ما تفهمنيش غلط، ده الجناين الجديد ولسه متفقين على الشغل، يعني لا زرع ولا قلعه. ده الجنايني. ايوه. اه يا فجرة. وانت بتعرف؟ اثبت عنديك، انت متعرفش انا مين؟ تحكم مين يعني؟ انا اللي هعملها معاك، انا الكبير قوي قوي قوي. اه وبص يا سيدي، ابوك ما كانش قدامه غير حل من الاثنين، يا يدخل الحجز يا يتجوزها. ودخل الحجز؟ لا طبعا اتجوزها. اخس اخس على ايه؟ اتجوزها لمده اسبوع وبعدين طلقها. وابوي ده ايه؟ كل ما يلقى نفسه فاضي يروح يتجوز شويه. دي اسهل جوازه عملها في حياته. طب ده مره ابوك ده بقى. خلاص 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 يا حاج، وحياه والدك يا اخي خلاص. صوره ابوي ما نكسرش شويه. ايه تشويه يعني بالصعيدي؟ لا ما مش غير بتعمل ايه؟ تقول ايه؟ اشرب. خلاص يا ابني خلاص، ليه ليه رايحك؟ بص ما ننساش وانت خارج تعدي على المحاسب تشوف فلوسك وتشوف الاوراق اللي انت عايزها. كتر الف خيرك يا ريس. بس انا ما يرضينيش انك تمشي وانت زعلان كده، اقعد اطلب لك فنجان قهوه واشرب سيجاره. خد سيجاره. لا انا يعني قهوه مش شايفه، ممكن اخد سيجاره. انا اول ما قالك تعمل هدي. والله احنا متأنسين بيك النهارده يا سي جوني. ثانكس يا قرش ثانكس. انا اللي مستأنس بيك والله، يعني عايز اقول لكم يعني انا من ساعة ما جيت هنا نفسي يعني اخرج بالليل الاقي مكان مش لاقي. مين ده؟ انا عبد العزيز. عبد العزيز مين؟ عبد العزيز عديلو. عبد العزيز عديلو. طب بص انا هندهلك عديلو لان عبد العزيز ده منتشر وبصراحة اسمك طويل قوي اوفر يعني. اتفضل يا سي جوني. ميرسي. ده ايه ده؟ ده فضة خيرك 50 صعيدي سكر زيادة. لا أنا ماليش تقل عليه قوي، لو في شاي يبقى أحسن. ما ده شاي، شاي 50. Whatever. أوكي. ده في كحول كام في المية ده؟ ده شاي حب. وتشرب لي حبر ليه يا قرش؟ الله يحفظك يا سي جوني. أنا ما مصدقش يا ولاد. العمدة بذات نفسه قاعد مالي ايديك كده عيني عينك. انا بطبيعتي من جوه طيب وابيض، يعني يمكن الباب من بره شعنون وكول ووايلد وكده، لكن من تقفش ليه يا عديلو في ايه؟ اوكي جايز وي هاف تو جو، ليتس جو جوني. معاك حق الوقت. ما لسه بدري يا سي جوني. لا بدري ايه بقى؟ لا بدري ايه؟ بس بقول لكم ايه؟ احنا خلاص دي بقت قعدتنا. ها؟ دي بقت قعدتنا، قعدتنا هنا كل يوم، وهسيب لك الحاجة ونيجي بكرة. يا انس وتنور يا سي جوني. سي يو برو. سي يو. باي. Good bye guys. سلام. لا 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 وسع وسع عشان ده هيمشي، ده بيمشي. سي يو جايز.
بنستأذن احنا كمان يا قرش نروح بيوتنا عشان ننام. ايه على فين؟ كل واحد يطلع جنيه حق الشاي المجاني ده للعمده وصاحبه سي بوطس. قرا يا قرش، انت هتدفعنا ثمن الشاي اللي شربناه في بيتك ولا ايه؟ ما انت منجعز في التكيه واكل وشرب وغناوي، ايه كل ده ببلاش. خلاص يا ابو عم ما توقفش عروقك علينا، لا طق لك واحد امال، ادي 3 جنيه حق الشاي اللي طبخت انا واهلي ومامضو ومعاهم نص جنيه تبسي كمان. سلام عليكم. يلا يا رجاله انا استنكم بكره عاد، ما تتاخروش. عزيز وادي عبد عزيز. قوم يا سيزيزو. بلا مؤاخذه يا كبير، كنت مكوعك ده. اجيب لك بطانيه يا حبيبي. يا ريت يا كبير. قوم يا جحش يا ابن ال... ايه ده؟ الواد كانه عنده هانج اوفر. يا فزاع، انت فزاع. امر جنابك. ركب يدك يا كبير. النهارده شم النسيم. ليه 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 يا كبير؟ ده لسه قدامه حبتين. كانه الكريسماس. كنت جنابك احتفلت بيه. ليه ده لسه برضك يا كبير؟ ما العيد ايه النهارده؟ عيد العمال؟ عيد تحرير سينا؟ ولا اي عيد واصل يا سيدي الناس. النهارده الاربع، ما هو ايش ويك اند يعني؟ الاربع يا كبير. امال ليه يا جالوس الطين؟ الغيط كلها فاضي، اربع تنفال عم تشتغل بس، فين الناس؟ انا مش حاطك هنا عشان تدير الشغل، فين الناس؟ يمين بالله كنت جاي اقول لجنابك على الموضوع ده يا كبير. الناس هدي لها يومين مع الجيش واللي حياجي كانه ما جاش. فانا يعني طقست وشمشمت ورا الموضوع ده وعرفت ان جولي بيه هيجمع الناس نواحي بيت حبيب القرش وحيولعوا نار وحيشغلوا مزازيك وهيقعدوا يعني استغفر الله العظيم يترقصوا من وش الصبح. يترقصوا؟ ايوه كبير. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما حد هدي بالبلد ورا غير جولي ده. اسمع يا فنسها. امر جنابك. يترقصوا لوش الصبح يا كبير. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اسمعني زين ونفذ اللي حقوله لك ده بالحرف. ها 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 ايه ده؟ ازيك يا عمده؟ هو حضرتك معاهم هنا؟ اكشلي انا معاهم هنا. في محضر ازعاج متقدم في الناس اللي بتتجمع في الارض دي. مين اللي مقدم البلاغ دي؟ اظن باين جدي. مين اللي مقدم البلاغ ده ولا ايه يا فيزو؟ على العموم انا مش هتاخذ اي اجراء قانوني دلوقتي، بس ده عشان خاطرك يا عمده. ثانك يو. ويا ريت بلاش تجمهر ومزيكا عاليه لان ده مش قانوني. دن. سلام عليكم. عليكم السلام. Love you bro sometimes. الكبير المرة دي هو اللي بيضرب تحت الحزام. اوه يضرب زي ما يضرب. مش الضابط قالك اللي بيعمله ده مش قانوني؟ سو انا هخليه قانوني. ازاي يعني؟ شاركي. ايوه يا سي جوني. عاوزك في حوار فتيق. Follow me. عاجبك؟ قعدت تقول لي اخوك وما اخوكش. هديه خربها علينا كلنا وضيع فلوسك وارضك على الرقص والمسخره ابن العبيطه. الله يرحمك ويسامحك. وانا بكلم مين من اساسه؟ بكلم مين؟ ما انت لو عايز كان زمانك مضيط معاه ومش بعيد تكون ماسك له دي جي. واه انت بتكلم نفسك يا كبير. اعمل ايه يا هديه؟ ما انا ما بقليش حد اتكلم معاه غير نفسي. جوني مسخة على الاخر طول الليل، الناس تزيط معاه وترقص وتتلوى وتجد افضل عندي في الشغل بيبقوا خلصانين وما قادرين يصلوا بطولهم. طب ما تعمل كيف ما بيعمل. كيف يعني؟ حاربه بنفس السلاح. باه اجيب له الشور روسي وحاربه بيه؟ ما قصديش، انا قصدي دوقوا من نفس الكاس اللي بيسقيه للناس. ما تنجزي يا شريهان، انجزي. عم تقولي لي فوازير وحوازير، ما تخلصي. حداك كلمة محددة قوليها، ما حداك شنكتمي. مش هو بيسهرهم عنديه وبيتعبهم طول الليل؟
انت تعبهم طول النهار، اكده مش هيروحوا عندي. انت هدية، انت ده انت هزية. منهوب أراضي أهلك وناسي دول أطيب ما فيكي، عايشين في قهر وظلم متحملين بلاويكي، وحميكي حراميكي وكبيرك خطيك. دايس على البلد قالب عليها وطيها، يخفنا من ده الولد، يخفنا من ده الولد. ايه يا اوفر؟ ايه؟ فين الناس؟ عايش في الوهم لوحدك؟ انا مش فاهم في ايه؟ لحد امبارح كنا كومبلي والناس كلها مبسوطه، ايه اللي حصل؟ عديلو ايه يا كبير؟ ايه يا كبير؟ لا مؤاخذه يا كبير، ما انا بشتغل اهو. كبير مين يا حبيبي؟ انا جوني. ايوه يا مستر جوني، بلا مؤاخذة أصل الكبير ساحلنا في الأرض 14 ساعة شغل ومعذبنا، وعمال يجيب لي حصنة والرجالة بتوعه ماسكة خرزين وعمالة تضرب فينا، بهدلونا يا مستر جوني، بهدلونا. إيه جو مسلسل الوصية ده؟ طب الراجل منافس مني وقصدني أنا، أنتوا الناس العادية ذنبكوا إيه؟ عشان إحنا غلابة يا مستر جوني، ملناش كبير. إحنا اتنفخنا يا مستر جوني، عادلو اتنفخ يا مستر جوني. كام داون، كام داون، هات له خروب راجل منفوخ. على فكرة بقى، دي حاجة غير آدمية، فين قانون العمل؟ فين قانون، قانون إيه؟ إيه قانون العمل؟ أنت بتفتي، هو وقت مالي بتبدو أي كلام، راجل منفوخ يا. هات له تمر هندي، هات له تمر هندي. على فكرة، قانون العمل ده معروف دولياً، العامل بيشتغل 8 ساعات في اليوم وليه 2 بريك. لانش بريك وكافي بريك معروف. بس تفتكر لو انا قلت حاجه زي كده للكبير هيوافق يعملها؟ كمان انت العمده، انت ناسي ولا ايه؟ ايه ده؟ يعني انا ممكن يعني اقول الحكايه دي وتتطبق فعلا؟ شور. طب والله حكايه العموديه دي جميله، يعني تقول الحاجات والناس تطبق، ولا ما يطبقش تنفخه. خلاص هات له تمر. قوم يا ديار انت، هو يا ما كفاياكوا الزفت الراحه دي. واه بقى 4 دقايق يا كبير. يا كبير، يا كبير، بقول لك ايه يا كبير؟ ان النهارده انا واخد 10 ايام اجازه مصيف، وخلي بالك الاجازه دي مدفوعه الاجر كمان. هتصيف؟ من متى بتصيف يا سيزيزو؟ ما انت طول عمرك بتصيف في الترعه وتشتي فوق الفرن. يعني أنا قلت أقضي لي يومين أنا والجيرل فريند بتاعتي في الساحل الشمالي أو في السخنة. إيه دي اللي سخنة يا متسوع؟ على العموم أنا مش جاي أستأذنك، أنا جاي أبلغك. لا والله فيك الخير، فيك الخير يا بو. قوم يا أنت هو ياد، قوم الشغل يا أنت هو ياد. فزاع أملك يا كبير. إيه الوقعة البربربة اللي بقينا فيها دي؟ العيال الفعلي تقول الواحد منهم قوم الشغل كنا شغال في الأبوار، يقول لك عندي لانش بريك، عندي كوفي بريك، عندي روبراب بريك، هنهزره؟ طيب هنعمل ايه يا كبير؟ جلابك هتحملهم جديد ولا ايه؟ اعمل ايه يا فزاع؟ من ساعة ما لجنة معلقة اللائحة دي وأنا ما عرفش أعمل حاجة. منه لله العين الأصفر، هيج علينا الحكومة.
أمانة الله يا كبير هو برضك ماشي في السليم وكله بالجنون، يعني جنابك ما تقدرش تتحدد معاه لا في جنون العمل ولا حتى في التسكو بعد ما يشارك حبيبي القرش في البيت والأرض وطلع التصريح كلاتها. حبيبي القرش، اسمع يا فزاع، أمن جنابك، عاوزك تروح لحبيب القرش وتقول له كبير عاوزك ضروري في الدوار. أمن جنابك، تعال هنا اهل في المجدة. دهلته كراميلي كوفي بريك كوفي بريك كوفي بريك يا ملدوع كوفي بريك. المزيكا دي انت وهو يا وقف المزيكا. برو اخيرا قررت تيجي تتبسط معانا وتشاركنا. يلا يا دي انت وهو يا تكون اللي روح على بيته. ايه ده هي بلطجه ولا ايه؟ احنا برضك بتاع بلطجه كله بالقانون يا ولد ابوي. فزاع امر جنابك، اديهم الورق. تفضل. ايه يا فزاع ده؟ انت مش كنت بترقص هنا امبارح؟ انت بوشين يا ابني؟ خيرت عليك ما تسيحش قدامه. مش فاهم حاجة، كله مكتوب بالعربي. اديه للفزلوك اللي جنبك ده. مش ده بتاع القانون؟ خليه يقرا لك ويقول لك في خد. يا نهار اسود، ايه في ايه؟ خيانة يا جوني خيانة. انجز انجز، في ايه؟ حبيبي القرش عملها. طب ما عادي سو وات، ما انا بعملها وانت بتعملها والكبير اكيد بيعملها. لا مش قصدي، الحبيب القرش عملها وباع بيته للكبير. او ماي جاد، طلع بوشين؟ طلع بوشين هو كمان؟ اظنك عرفت دلوقتي ان ليا في المطرح ده قد اللي ليك وزياده شويه. طب انت يعني ناوي تعمل ايه يعني؟ اول هام انا كيف الفريق؟ محب الشريك، حفظ الشراكة اللي بيني وبينك. تاني هام أني هقلب المطرح ده زريبة، لأن الزرايب قليلة والبهايم كثيرة، وحسب الورق اللي في يد الفرخ الشمرط اللي جنبك دي أنا لي حق الإدارة وتغيير النشاط. يلا يا ابن هنا يلا عزلنا روق المكان. يلا استنوا استنوا، مش هشوف نظرة الانكسار دي في عينيكو. هدرس هدرس هدرس، بابا لوك ات مي لوك ات مي، مش هشوف نظرة الانكسار دي في عينك. بليز ما تشربش خروب، كفاية انشف. يا جماعة الانبساط عمره ما كان بالمكان، طول عمره بالإنسان، وإحنا زي ما عملنا المكان ده نعمل 100 مكان تاني. بس 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 بس، خلصت المحاضرة، خدوا عندكم قانون العمل الجديد بتاع الكبير. ساعات العمل تبدأ من 6 صباحاً، اللي حيجي في معاده حديه من عندي 20 جنيه، ولا يقعد ساعة بعد ساعات العمل إضافيه 20 جنيه. أما حد اللي حيتأخر فما يجيش من أساسه أحسن له، لأني ما أحسبش اليوم ده من أساسه. أما اللي هيجي قبل ساعات العمل بساعة ليه عندي مفاجأة جامدة جدي. بس يا ترى كيف حنصحوا بدري ونيجوا بدري؟ لازم ننناموا بدري. توماس توماس، الناس كلها طلعت بوشين يا توماس، كل الناس طلعت بوشين. مش مصدق. بقول لك ايه يا دي يا توماس، انت انا برضك ما يخلصنيش يعني قطع العيش، عاوز اجرك انت والربراب اللي وراك، العده والاسطوانات والبامبو والحاجات دي. هتعمل بينا ايه؟ انت مش عايز تقلب المكان ده زريبه؟ انا سمعت يعني انك لما تسمع البهيمه مزيكا زينه تقوم تدر لبن اكتر وتجيب زبده كواليتي عاليه. يعني شفت الاعلان اللي بيجي في التلفزيون ده بتاع البقره النيوزيلنديه المربربه دي اللي شكلها روش دي اللي عندها الجرس هنا؟ طب والله نايس ايديا، على فكره انا معاك يا كبير، ولعلمك بقى هعمل لك حته بلاي ليست مدره للبن. انت كمان طلعت بوشين؟ انت كمان طلعت بوشين؟ لا 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 لا، انا مش مصدق نفسي.
هدرس. ايوه سيدوني. هات لي كاس خروب. كان بودي يا سيدوني اصلا انا هنام بدري. امشي امشي وانت كمان. اوكي. تعيش وتاخذ غيرها يا ولد ابوي. على راي المثل الشعبي ماني توك بولشيت ووك. بقالنا ساعتين بنشرب كراويه، كراويه بس، مفيش ولا مصلحه عدت. جوني اصبر شويه، في ايه؟ ولعلمك بقى، في كذا واحده حلوه عدت، بس انت يعني بتدقق في ديتيلز غريبه بصراحه. ديتيلز ايه؟ ديتيل كلهم اسود في اسود، كله لابس اسود في اسود، ديتيلز ايه بالظبط؟ يا معلم انت ما تعرفش الاسود في اسود ده تحتيه ايه؟ ما هو دي مشكله، نفسي اعرف تحت الاسود فيه ايه. طب اصبر شويه، اي فيل لايك ان احنا بص هناك. سو كيوت. وشها يعني ايه ده؟ دي كيوت من فوق بس. دي عايزه تخس بتاع 85 كيلو تقريبا. خينا شويه. بعدين مشيتها في يعني عارف بتزعف وهي ماشيه ولا بتشحط، اسمها ايه؟ مش عارف. مش مهم. لا بس صدقني يا جوني، بص بقى على الوحش اللي جاي هناك. او ماي جاد. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ سلينا زبير عليها بسرعه بسرعه بسرعه. زبير زبير تعالى. اؤمر يا سيد الناس. تعالى بسرعه. بقول لك ايه؟ مين اللي ماشي مع الحمار دي؟ دي ام صلاح. ام صلاح؟ ام صلاح ده اسم على بعضه ولا في صلاح فعلا؟ لا صلاح ده ابنها اسمه صلاح. اهو قاعد هناك اهو. ده صلاح. ايه؟ لا مفيش حاجه. اقعد. ده في صلاح في الموضوع يا معلم، وشكله باباه في التامي. جوني بص، اتقل تاخد حاجه نظيفه، اصبر تنول. تاني هري الامهات تاني، اصبر تنول، والكلام اللي هو ملوش زي القطه ما بتاكلش عيالها. وال صدقني او ماي جاد. بص اهي دي وشها هادي. ما تيجي نشوفه. يلا بينا. بكام يا حاج؟ 7 جنيه. 7 جنيه؟ ليه 7 جنيه يا راجل؟ يا ضلال انت يا ست، لو ما عجبكيش ما تشتريش. ما اشتريش انا يا خالي، اللي ما يشتري يتفرج عليك يا راجل يا حرامي. ايه مداولية يا عين ولي ولو عليك بادي يا راجل ناسك. ما شرياشي في حاجة؟ لا مفيش أي حاجة. يلا بينا. قلت لك مش هنلاقي، أهي دي أكتر واحدة كيوت في البلد كلها، أهي دي أكتر واحدة كيوت، مش محتاجة راجل في حياتها. طب خلاص بقى، يبقى نروح الدوار. روح أنت يا توماس، أنا عايز أفضل لوحدي. يلا يا جوني. عايز. حاسس بالوحدة ها؟ امشي. هاي توماس. هاي أشلي. توماس هو فين جوني؟ أنا من الصبح ما شفتوش. جوني يا ستي بيدور على فتاة أحلامه. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا هقولك، جوني بقاله يومين حاسس إن هو وحيد وعب حميد وعايز حنان وكلام غريب قوي كده. على فكرة أنا ما استفدتش أي حاجة من الكلام الغريب ده. فين جوني؟ مش عارف، أنا سبته بقالي ساعتين في القرية عمال بيدور، يمكن يلاقي حد يحبه ولا حاجة. جوني؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل لك؟ من اللي حصل لي. طب ايه اللي بالك؟ حبيت واتبليت. لا ما تقولش انك لقيتها. هي. طب احكي لنا على كل حاجه، شفتها فين وازاي وبس جيت على هنا وسبت قلبي هناك. واو تحفه اميزنج. ايه ده؟ ايه اللي بلغك ده يا سيجوني؟ لا انا لسه احكي لهم القصه حالا، يعني ما عنديش استعداد احكي لها تاني من الاول، دي قصه طويله. قصه طويله؟ ما تفهمني جرى ايه. جوني حب يا ستي ولقى فتاه احلامه هنا في المزاريطه. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. واحنا في ديك الساعه لما سيجوني يتجوز واحده من عندنا في البلد. ايه القلش ده؟ مين جاب سيره الجواز؟ أنا لسه شايفها حالا، أنا أجوز إيه؟
لسه لا عرفنا بعض ولا مسكت ايديها ولا خرجنا مع بعض ولا جرينا ورا بعض في الغيطان. تخرج مع مين وتجري ورا مين؟ الكلام ده عنديكم في امريكا هناك، انما هنا جواز على طول. فاكس موت. هي دي الاصول يا سجوني، والاصول ما تزعلش الا بالحق. مين سعدت الحظ دي؟ ايه سعدت؟ احنا في برنامج هدية، واحدة شفتها وعجبتني بس زي القمر. طب ساكنة فين؟ يعني مكان مش فاكر بالظبط، هو في روف هي كانت بتنشر وتحت في ايجيبشن بيتس، بطه وهزه ومعزه صغيره وهامستر. طب اعرف لي هي ساكنه فين وبت مين وانا اروح اخطبها لك على طول. برضو هتب. الناس دي بتفهم ازاي ولا هم مجانين؟ اسف، بحبك، تتجوزيني؟ للاعتذار اخبطي دماغك في الحلم. اوه انا جات لي حته الدين فكره جامده جدا. ثبت على كده، لو طلعت وشافتها هتتوهم جامد جدا. وش يا معلم؟ بس ايه ده؟ هنفضل واقفين كده وخلاص؟ هتطلع امتى؟ طب ما هي محتاجه حاجه عشان تطلعها. ما فكرناش في الحكايه دي. هي عايزه موتيفيشن فعلا. جات لي فكره. بص، في كل الافلام والمسلسلات وحتى الكرتون دايما الحبيب لو عايز يطلع حبيبته بيقوم رامي زلطه. بتطلع هي، عمره ما طلع الاب ولا الام. نايس ايديا. امسك كده. يلا. نومها تقيل؟ طب كبر طوبة. يا نهار اسود، ايه ده يا ساتر؟ مين بره؟ مين ده؟ مش عارف، بس واحد صوته تخين وشكله هلك وهيطلع يموتنا. مين بره؟ ايدي شايفك يا ابن الفلطوس، انت الشحطه بتحد في زلط وطوب، تتخبط منك لوم. بس يا ستي، قمت رامي طوبه، قامت كسر الازاز وزار خبطت حد جوه بالغلط، سمعنا صويت، ده طبعا اعصابه ثابت، قام طاير البالونات شويه، قام فتح الباب راجل شبه السيد قشطه قاعد يشتم ويزعق فينا، طلعنا نجري. طب احمد ربنا بقى ان مفيش حد شافه. الحمد لله انها جت عشتيبه اصلا، ده كان ممكن يمسكنا يضربنا، ده شكله شرس جدا. وده مين ده اللي استجرى وشتمك يا جوني بيه؟ ما شاء الله ما شاء الله، شوف سنه قد ايه وودنه عامله زي الساتلايت. لا صح، يعني مين ده اللي طول لسانه عليك؟ ده ابو البنت اللي بيحبها جوني. ايه بيحبها؟ صلاة النبي صلاة النبي، والله كبرت وبقيت تحبها يا سجوني وعايز تتجوز. برضو اتجوز؟ انا مين جاب سيره الجواز اصلا؟ مش بتحبها؟ ايوه. يبقى لازم تتجوزها. لا مش لازم، عشان بحبها يبقى لازم اتجوزها، في لازم اعمل حاجات كتير قوي قبل الجواز. انا خابر، مش قصدك يعني الشوار والعفش والفخار واللزمات دي كلتها؟ انا عارف. ولا انت عارف، انت في البلاله. طب هي مين دي اللي عليها العين والنية؟ عليها العين واللية؟ لا هي كانت معلهاش حاجة خالص، هي كانت واقفة بتنشر ألبسة. لا قصدي يعني هي بنت مين في البلد؟ أنا مش عارف هي بنت مين بالظبط، بس عارف المكان اللي ساكنة فيه بالشبه. عارف القهوة؟ بعد القهوة بشارعين يمين في راجل فرارخي اللي هو بيذبح الفرخات ويعمل لهم واكس. بيت بابه أخضر كده؟ جرين، اكزاكتلي. أي 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 أي، ده بيت عباس البحطيطي. ايه ده؟ انت تعرفه؟ راجل غلبان كده، عنده جراطين بيقلع فيهم. ايه ده؟ ما بيقلعش في بيته ليه؟ لا بيقلع يعني يزرع ويقلع فيهم يعني. بص امزجه. بس ده راجل يا حفيظ يا رب، سلام قولا من رب رحيم. ملبوس؟ لا، عينه تفلق الحجر
وتلاقي البت دي اللي بتنشر الحاجات دي بته. طب اسمها ايه؟ اسمها مش استنى اي صبحة. الله سامع صبحة فريش. طب بقول لك ايه، عايزين نعمل حاجة عملي. نعمل ايه بقى؟ تعمل الوصول يا سجوني، تخش البيت من بابه. أبوها لو خد خبر باللي بيحصل ده هتبقى واجعة مطين الطين، هتبقى مربربة. خلاص هي مربربة واحدة، أنا فهمت. الظاهر يا جماعة مفيش حل غير كده، أخش البيت من بابه. إيه؟ أنت اتجننت؟ جوني أنت لسه حتى ما اتكلمتش معاها. سوات يا جماعة، يعني بالعقل كده، البنت بنت أصول محشومة عليها العين واللية. خلاص بصوا يا جماعة، أنا قررت أنا بحبها وهتجوزها. الجوازة دي على جثتي، عاوز مني إيه جوني دي؟ عاوز يقرفني وخلاص. ليه بس يا كبير؟ ده جوني عايز يتجوز على سنة الله ورسوله. يعني هو ملقاش غير بنت عباس البحطيطي عشان يتجوزها؟ ومالها بنت عباس البحطيطي؟ ملهاش البنت، أنا بتكلم على أبوها، راجل بلط وعينه قد كده وبحطيطي. وهو هيتجوز الراجل ولا هيتجوز بنته؟ هو هيتجوز البنت على هلبس الراجل. يقعد يتنطط لي كل يوم ويجي هنا في قرابيزي في الدوام، يقعد يبحلق لي في اللي طالع واللي داخل، احنا ناقصه فقر. معلش يا كبير، نستحمل ابوها شوي، وبدام البت ما يعبهاش حاجه والواد ريدها يبقى خلاص. وين مطلوب مني ايه دلوقتي؟ تروح معاه تخطبها من ابوها. مالياش صالح بالموضوع ده، اللي بيشيل قربه مخرومه بتخور على نفوخه. واه يعني ايه يا كبير؟ ما هتروحش معاه؟ مش اصول دي، الناس هيقولوا علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. تعزلني يا بنت، روح لهناك يشوفني يخبطني عيني ارجع لك على النقاله. بعد شر عليك يا كبير. بعد شر علي ايه؟ تناسي الواد امجد راح اشترى بهيمه جديده، عدى قدام البحطيطي، عدى بس راح يدخلها الزريبه، قامت رفضت يبالي كسر في الحوض. ما هو لازم تروح يا كبير، يعني هو يروح. مش رايح يعني مش رايح، فقوسه وقطمها جحس. ماشي يا كبير. طب اقول لك، احنا نسيبه جوني يروح يتفق مع ابوها، ووقت الخطوبه يبقى يحلها الف حلال. اعملوا اللي لد عليكم. هو ده البيت اللي قلت لي عليه؟ امال بخبط عليه ليه يا عم جابو؟ بروش. اسمع يا سجوني، عايزك لما ندخل جوه تقعد وتنجعص، ومش اي حاجه يقولها الراجل ابو البيت توافق عليها، لا لازم نتحجر معاه عشان ما يحسبكش يعني طري. عم جابو احنا لسه ما دخلناش جوه اهو، وانا ريلي ندمان اني جبتك. وبعدين ايه اللي انت شايله معاك ده؟ صباطة موز، يعني كنا هناجي وندخل على الراجل بايدينا فاضيه ولا ايه؟ موز يا عم جابه، موز واحنا داخلين نخلص في النسناس. كنت جبت شوكولاته، جبت ورد، اللي لقيته. مفيش حد هنا ولا ايه؟ ايوه بتخبط. ايوه هي حضرة جناب العمدة، اهلا وسهلا. جود مورنينج. اهلا وسهلا، تفضل اهلا وسهلا عم جابر، تفضل اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حضرة سعيد. من هنا يا باشا، تفضل حضرة العمدة، تفضل عم جابر، اهلا وسهلا، منورين الدنيا، اهلا وسهلا، تفضل يا دي النور يا دي النور، تفضل اخوي تعال. والله ما كان لزوم التعب ده يا عم جابر. كله فضل خيرك يا عم عباس. شوية موز حلوين قوي، أكيد دول من الجنينة بتاعت حضرة جناب العمدة. حتما كنت معدي امبارح على الدس وبصيت على الجنينة، لقيت الموز هناك كتير قوي وطعم وزي الفل، حاجة تفرح. لا دول من عند خميس الفكهاني، وجبنا 5 كيلو ودفعنا في الكيلو 5 جنيه. إيه ده بجد؟ إيه الصدفة الخماسية العجيبة دي؟ كلك واجب يا عم جابر، شرفتونا وكترتونا وفرحتونا. ثانكس مان. شوف يا عباس، احنا جايين النهاردة عشان نطلب يد بنتك لجناب العمدة جوني بيه. حضرة العمدة هيتجوز بنتاني؟ انت قفشت ليه؟ ايه اللي قلناه غلط؟ وعرفتها منين؟ لا دي حدوتة اشعر، انا كنت ماشي قمت شايفها. قصده يقول يعني انه سأل عنها وعرف ان كنتم ولد اصول وناس طيبين، فجال مفيش غير الحج عباس هو اللي نسبوه. قلت ايه؟ ودي عايزة كلام، احنا في ديك الساعة ما الناس بالعمدة ده شرف لينا. يبقى على البركة، ألف مبروك يا جوني بيه، ألف مبروك. ايه ده هو كده دن؟ أمال ايه؟ أفرح بقى؟ إيه؟ يس! إيش؟
نتفقوا بقى على مصاريف الجواز. لا، واحدة واحدة يا عم جابر، نشرب الشربات والحاجة تجي من برا ونتفقوا. منوري حضرة العمدة. بنورك. اهلا 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 وسهلا. بسم الله ما شاء الله، ادب ايه واخلاق ايه؟ هو مين فيهم الحجة ومين فيهم العروسة؟ ربنا يبارك فيك يا عم جابر. الحجة جاتي نتفق بقى. طلعت الحجة. شوف يا حضرة العمدة، احنا ناس ما طمعينش، احنا هناخد 50,000 جنيه مهر. واه 50,000 جنيه يا عباس؟ ايه ايه 50,000 جنيه دي؟ ليه؟ لا كتير، ما احنا هنساعد في الجهاز. خلاص يا عم جابو، خلاص انا موافق. اخبارك الشقة ودهاناتها على العريس، اوضه النوم والسفرة والصالون على العريس، النجف والسجاد والمكت على العريس. ايوه 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 الاجهزه الكهربائيه حاجات بسيطه، يعني الثلاجه، الغساله، البوتاجاز، الديفتي، الديش على العريس. ايه ايه يا عباس كتير قوي كده، امال انتوا هتجيبوا ايه؟ هنجيب الشوك، المعالق، الكبابي، الحلل، المساحات، الدرادل، الفوط، الملايات، كل الحاجات دي احنا هنجيبها. وبعدين يعني يا باشا بسم الله ما شاء الله الكبير قوي، فات لك حاجات كتيرة شوية وشويات. فات له 55,000 جنيه وخمس شهادات استثمار. يا عم جابو، انت مش ملاحظ ان في تريب بينك وبين نمرة خمسة؟ بص يا معلم، كل الهري اللي انت هريته ده انا معاك فيه، اوكي، بس عايزين نخلص الموضوع في خمس دقايق. ايه الشبكة بقى؟ عايزين ست فرد غواي وتعبان وبنطنطيف دهب بندقي. الغوايش انا عارفها، والتعبان شفته هنا مرتين، مرة في الغيط كان بيجري ورايا، ومرة هدية كانت لابسها دهب. بس البرطرطيش الفوزدق ده ايه بالظبط؟ مرهم؟ لا ده عند السايق، وما تقلقش احنا هنيجي معاك ونشاور لك على الحاجات اللي احنا عايزينها. ايه؟ لو عند السايق يبقى اوكي. الا هو الكبير ما جاش معاكم ليه؟ ده وحشنا والله. مشغول تعرف مشاغل الحياة و... خلاص على بركة الله، احنا بكرة ان شاء الله هنتغدى عندكم ونحدد ميعاد الخطوبة ونسلم عليه بالمرة. زغرتهم ما انت ما كانش لازم تطوعهم يا سجوني، ده الراجل ابوها كان كل ما يطلب منك حاجة كنت بتوافق على طول. ايه المشكلة؟ الا مشكلة؟ لا مشكلة اكديه. هتطمعهم فينا؟ هيفتكروا انك انت طري. طري؟ انا مش فاهم ايه حكاية طري طري اللي انت ماسكها لي دي؟ ايه دخل الطراوة فاني وافق ولا ما وافقش؟ ما هم كده هيركبونا ويشيلوك كل حاجة، وهم مش هيحطوا يدهم في جيوبهم. انا خابر الناس دي زين. احترم نفسك يا جابر، الناس دول قرايبيني وشوية قدام هيبقوا نسايبيني. واتش يور ماوث. ايه مالكم بتزعقوا ليه؟ الحقينا يا ست هدية. عملتوا ايه هناك؟ الباشا رايح اتفق على الجهاز، قوم لبسوه العفش كله وكل حاجة. كل حاجة كل حاجة؟ هو بيحب يفتي، هو فتاي وانت عارفة انه فتاي. فتيت؟ عشان اتكلمت الاول تبقى فتيت؟ طبعا الكلام ده فاضي، وانا عبيط؟ يعني انا شلت شوية حاجات هم شلوا شوية حاجات، العادي يعني. ايوه، وهم عليهم القباب والشوك والملاعق وجرس الباب والخلة، الحاجات الهايفة دي، واحنا هنشيلوا العفش والادوات الكهربائيه والمطبخ والسجاجيد، ده غير ان احنا هندفع لهم 50,000 جنيه مهر. انتوا مين اللي هتدفعوا لهم؟ انت ليه حشر نفسك معانا؟ انا اللي هدفع يا اخي. يعني عاوزه يشوفك بيضحك عليك ويسكت؟ زيتي زيتي على زيتو، زيتي على زيتو. انت كنت معانا اساسا عشان تتكلمي؟ ايه الفتي ده يا سجون؟ الحاجات دي ليها اصول، امال هم واخدين مهر ليه؟ ما انا ما اعرفش ليه، انا مش هقعد بقى اركز في الخطط اللي قبل الجواز دي، انا ما فهمش في الكلام ده، يعني قايمه ونايمه ومين يدفع ايه ومين ياخد، ما ماليش في الكلام ده، انا عايز البنت هتجوزها خلصنا. ما انت كده كده هتتجوزها، هم يطولوا بنتهم تتجوز العمده بس بالعقل. طيب هريتي خلصتي هري؟ خلصت الهري بتاعك ده حطيه بجمله صغيره قد كده وقوليها لي، انا اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، انا والكبير هنروح نتكلم معاهم في الموضوع ده، وهم ما هيردوش للكبير كلمه. ريحي نفسك يا ست هديه، هم جايين بكره يتغدوا معانا وعشان يتفقوا كمان على ميعاد الخطوبه. زين جمله قضاهم. او ماي جاد هتموتهم. ناس مين اللي عايزانك قاعد معاهم دول يا بنت؟
ما قلت لك الراجل ده تبت هاي البدلة كيف القرادة. ها الواد راح للنهاردة بكرة يجي نطلنا في الدوار. معلش يا كبير، الموضوع دخل في الجد وهم داخلين على أخوك بالحنجل والمنجل، وأخوك مسلم لهم على الآخر. مسلم لهم كيف يعني؟ كل ما يقولوا على أي حاجة يهز راسه كيف لهبل. دول عاوزين مهر 50,000 جنيه. وهو وافق على الكلام ده؟ وافق، ده فرحان كمان. يا ابن العبيط، أنا قايل من الأول الجوازة دي ما عايز نهاسي، دي جوازة مقندلة. معلش يا كبير، أخوك جوني مصمم، وهم لما يجوا بكرة إن شاء الله تقعد معاهم عشان ما هيقدروش يعرضوك في أي حاجة. هدي الراجل أبوها ده عينه عفشة قدك ده، بصراحة قده أنا بخاف منيه. إيه يا كبير، تبي تصدق في الحاجات دي برضك؟ وبعدين هي نص ساعة هتقعد معاهم عشان نخلصوا، ما هيحصلش حاجة يعني. ماشي، بس أنا برضك قلبي ما مطمن شيء. يا اهلا وسهلا، نورتوا المطرح، ده احنا شقتنا البركه والله. نور باصحابه والله، الا هو الكبير ما اندلش لحد دلوقتي. ليه؟ زمانه حيندل، انا قلت له ان انتوا جيتوا وهو قام يجهز عشان يندل. بجد انا مبسوط قوي ان احنا اخيرا بقينا قاعدين جنب بعض وهنتكلم بسرعه قبل ما الكبير ينزل. عايزين نتكلم في اي حاجه يعني، اديني تفاصيل عنك، اديني يعني بتحبي افلام ايه، مزيكه ايه؟ يعني انا مثلا بحب بريف هارت، بحب امينيم، بحب 50 سنت. انت ما بتتكلميش ليه؟ خجوله. اي لاف ات، يعني بجد بقت عمله نادره. يعني انت بالنسبه للبنات بقيتي زي النمر الابيض، يعني حاجه مثلا نادره قوي. يعني البنات كلها دلوقتي رايحه لسكه التوم بوي. هي مان، ايه مصاحب ولا ايه؟ انت موز موت والحاجات دي. يعني بجد انا، لا انت خجوله بزياده كده، مش هينفع. يعني انت صاحيه؟ Thank God. أهو الكبير جه. ها يا مرحب يا مرحب يا كبير، متدلق برتع كيف الجبل. أكبر. منور يا عباس. يا مرحب يا مرحب يا كبير، تعال زارة تونس بيك. لا أقعد جنب مرتي. من غير يمين لا تيجي زارة تونس بيك. معلش يا كبير، الراجل ضيفك، تابعه وما تكسفهوش. يا اهلا يا اهلا يا كبير. اهلا يا عباس، بقالي كتير ما شفتك. شي مشاغل مشاغل. ايوه كان الله في عونك، حتلاقيها من ايه، الارض ولا الزرع ولا البيض. خلاص يا عباس، خلاص يا عباس، الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا كبير. ناويين ميت ان شاء الله. يعني احنا ان شاء الله نقولوا خير البر عاجله، نقروا الفتحه ونلبسوا الدبل الخميس الجاي ان شاء الله. النهارده الثلاثاء يا عباس، يعني بعد بكره بدري كده. لا مش بدري على فكره. انا موافق. يبقى نقول مبروك. الله يبارك فيك. بس يا كبير، عين عليك برد اليومين دول، صحتك زينة، وشك حيبق منه الدم بقيت. بحس بفرح من بعد الشر عليك. موية بيت موية. ألف سلام عليك. ألف اشرب دي. اتفضلوا يا جماعة، اشربوا الشوربة قبل ما تبرد. والله ما لزوم الكلفة ديت، وحش سائل الصينية. كل دواك. أبوكي شكله عينه جامدة جدي. أنتي بتعرفي تلعبي بيلو فايت؟ والله ماني متدلي يا كبير، ما هينفعش كده والله أبدا. والنبي يا كبير، عشان نخلص من الشغلانة دي. أنت ما شفتيش اللي حصل؟ أنا قلبك كان حيوقف، وعم جابر ادلك فوق يجي 18 طبق شربة لما سلقوه. معلش يا كبير، دول هم نص ساعة بس عشان خاطري. نيفر. عشان خاطري يا كبير، يعني اقعد معاهم لحالي؟ يا وليه بقول لك بخاف مني، بخاف. ماشي يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. منورين والله. ايوه ده البخور ده يمنع عنيهم العين. عاوزين نخلص من موضوع الجوازة دي قوام قوام عشان نفرحه بإذن الله. بس العمدة يشد حيله. تعا يا جون، تعا قعد هنا عشان نتكلموا في شوية تفاصيل عشان نعرف احنا هنجيبوا ايه بالظبط. ما احنا تكلمنا مبارح وكل حاجة تمام الحمد لله، مشكلة يا جناب العمدة. يعني تقدر تقول لها معلاش نتكلموا تاني. هنتكلم ونقولوا ايه، ما كل حاجة مظبوطة. ها
هنقول الأصول يا حج عباس، وهي الأصول بتزعل؟ لا ما بتزعلش، بس أصلاً يعني ما فهمش. أنا فهمك يا حج عباس، الأصول بتقول إن أوضة النوم وأوضة تانية على العروسة وباقي الأوض على العريس. بس ده كتير، وأنا راجل عدم رقيق على قد حالي، وسجوني حاجة كده جامدة، قيمة ومركز وعز وهيلمار. حاسب يا سجوني؟ إيه هيحدفني بحاجة؟ حاسب وخلاص. شوف يا حج عباس، إحنا كده كده هنديكم مهر 15,000 جنيه. 15 إيه؟ يعني إيه يا جنب العمدة دي؟ يعني أكلمها هي. جرى إيه يا حج عباس؟ هو 15,000 جنيه قليلين ولا إيه؟ قليلين، ما يجيبوش حاجة، حاجة العرس مولع نار. خلاص خليهم 20,000 جنيه، قلت إيه؟ لا هزيهم شوية. ما تحترم نفسك، إيه هزيهم شوية؟ مرت أخويا. ما يقصدش الهزة دي، يقصد حاجة تانية. أوكي. هم 20,000 جنيه اللي تشوفيهم يا ستة هدية. زين، نجي عاد للأجهزة الكهربائية. بتقولي إيه يا خالتي؟ علي حسك شوية، ما فيش حد غريب. ما غريبة للشيطان يا حبيبتي. إيه ده؟ صدك منين؟ أنا كنت بقول الأصول، والأصول بتقول إن أي حاجة فيها فيشة بتحط في الكهرباء تبقى على العريس. ده يعني إيه فيشة تحط في الكهرباء بعد سيم؟ قصدها يعني الأجهزة الكهربائية. ما تقول الأجهزة الكهربائية. استنى بس يا جوني، والأصول برضك بتقول إن الستاير على العروسة، والقطن والنجيد على العروسة، والمفارش والصيني على العروسة، والصحي لا الصحي على العريس. طب حضرتك حزقت قوي في الصحي ليه؟ يعني اشمعنى هو غالي قوي؟ ايه الصحي اصلا؟ البانيو. عارفين يا حج عباس اللي علينا؟ والشوار على العريس. ما تضيقش يا حاج بقى، يعني ما السشوار هيطلع بكام؟ 300 جنيه يعني؟ هجيب لك انا السشوار. مش ده الشوار، الشوار غير الشوار. هو ايه الشوار؟ انجز. الشوار ده يعني خلقات العروسه. لا دول اجيبهم انا بقى. انا اجيبهم. وكل أوضة بنجفها وسجادها وأبلكها وبلازمتها. أيوة بس يعني ما بسش ولا حاجة، اللي بنقوله ده هو الصحي بعينه. قلت إيه؟ هقول إيه يعني؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه ده؟ أنت وش كده وافقت؟ الناس الكمل اللي زي حضراتكم إحنا نودي لهم العروسة لغاية عنديهم. خلاص يبقى نقروا الفتحة قبل أي كلام. ماشي نقروا الفتحة دلوقت، ويوم الخميس نلبس الدبل على خيرة الله. بس احنا هنقروا الفتحة من غير الكبير ما يكون موجود. اصل الكبير بطنه طقللت فتعب شوية قام يريح. طقللت؟ ده كان قاعد جنبي زي الحصان. صدقوا الكبير كلتنا ما نجيش ربع صحته. عن اذنكم انا طالعة اطمن على الكبير. سؤال بس، يعني هي العروسة صوتها زي مامتها ولا ميوت؟ بنت بيوت. انت في اللالة خلاص. لا 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 حاج ابراهيم شلبي صاحبي حبيبي، اهلا وسهلا. جايبينك فضيه هيما. لا 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 حاج سعفان، حاج سعفان واولاده عندي خمس صغير ملك. اهلا وسهلا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا حبيبي. اهلا اهلا يا مرحب يا مرحب. واتساب. بقول لك سؤال. ايه هو ليه بيدخلوا الرجاله من هنا والستات من هنا طالما في الاخر بيتقابلوا ويلزقوا في بعض عند الباب ليه؟ سلف بلدك دي. طب بقول لك فين صبحه؟ صبحه فوق مع الحريمات. طب ولسه في قرايب تانيين جايين؟ عمها وبنت عمها. طب ما تفكك فكك بقى عشان نطلع نلبس الدبل عشان عايز اشوفها. تشوفها صبحه؟ ما عنديش بنت تطلع على راجل ولا راجل يطلع عليها الا بعد كتب الكتاب والدخله. ده راجل اوفر قوي، يعني مش هشوفها يوم فرحي؟ لا ما حتشوفهاش. أنا طول عمري كان عندي أحلام نفسي أعملها، يعني نفسي كنت أجيب الشوكة كده أحط عليها التورتة وقال يعني هنبوس بعض نقوم واكلنا في آخر لحظة، عارف الحركة دي؟ والشربات نشرب بعض عكس عكاس ونعرض صورها في فيديو لطيف كده وهي صغيرة على غنوة يا بنت الإيه، ونعمل كل السخافات دي. لا ما هتعملش كده لأن إحنا رجالة رجالة. وأنت مش من البلد دي ولا يا سجوني؟ لا 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 حبيبي حبيبي جايبينك فضيه انت رخص. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا. صحتك جامده؟ ايه ده كل ده سواك؟ او ماي جاد. We'll be right back.
جوني ألف مبروك يا عريس. كونجراتيليشنز مان. أنت لسه عارف النهارده فرحي؟ إيه الأداء المبالغ فيه ده؟ والله يا سيدوني الليلة دي ليلة فرح. بس يا جماعة بس يا جماعة بس ما تفرنيش بقى. طب خلاص، هو إحنا مستنيين إيه أصلاً؟ زفت عمها لازم يجي، في ظهر هنا في طقس لازم الناس كلها تكتمل مع بعض. أيوه ده حقيقي. عم العروسة جاه. أيوه. أوه ماي جاد توماس. إيه في إيه؟ فاكر البنت اللي قلت لك عليها وعجبت بيها هي بتنشر الألبسة؟ اه صبحه مالها؟ طلعت مش صبح. امال ايه بايته ولا ايه؟ السخافه اللي انتوا فيها دي. حلو حلو. ايه يا تافه؟ اي اي ايوه ايه اي. هي دي البنت اللي انا معجب بيها، هي دي اللي عايز اتجوزها. يا اهلا يا اهلا، منور الدنيا كلها يا اخوي. اوه ماي جاد، اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، عايز اتجوزها. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مرحب يا مرحب يا عريس. عريس اعرفك، الاستاذ عبد الرحيم اخويا مدرس اول لغه عربيه وخط في مدرسه في مصر. ألف مبروك يا عمدة. الله يبارك في حضرتك. وديت بنته صباح. صباح؟ وبسم الله ما شاء الله أخوها شبهها قوي. لا مش أخوها، ده جوزها. مش ناوي يطلق؟ اتفضل اتفضلوا، نورتونا نورتونا. يا بختك. مكتوب لك يا عريس هتلبس الدبلة. لا هلبس، أنا من ناحية هلبس هلبس، بس إيه اديني خمس دقايق يعني هروح أعمل حاجة مش هقول لك هي إيه، وهرجع البس الدبله والبس الليله والبس اي حاجه عايز تلبسها. طب بالاذن بقى اخويا متوحشنا كتير اشوفه. يا اهلا يا اهلا يا مرحب. سو ويرد توماس. انا عايز انا قلت توماس بس ايه؟ عايز اخلع. تخلع؟ لا يا معلم مفيش خلعان، خلاص انت لبست. اولا انت العمده، انت هتلبس دبل كمان خمس دقايق كهارب جو، مفيش خلعان مفيش خلعان خلاص. اتجوز واحده ما شفتهاش. الله، مش يمكن تطلع حلوه؟ وافرض طلعت وحشه؟ اتجوزها انا. عينك يا حيوان، انت انسان معاقب ما تتكلمش خالص. طب ثانيه واحده ثانيه واحده، مش فوق في هديه واشلي؟ وفي معازيم وفي ابو العروسه وفي صوره كبيره لابويا وفي حاجات كتيره، بتهرف ايه؟ يا سيدي اسمعني لغايه الاخر. احنا ممكن نكلمهم بالتليفون ونعرف. بس انا عندي فكره حلوه قوي. ايه؟ الهري اللي انت قلته ده جاب لي فكره اوريجينال. قول. احنا نكلم هديه على التليفون. ونقول لها لو العروسه طلعت حلوه تدينا رنه، طلعت وحشه تدينا رنتين. طب ده اللي انا قلته على فكره. لا ما انت ما قلتش كده، انت قلت في هديه وفي اشلي فوق وقفت عملت كده. اوكي اوكي. نفذ الفكره. بتاعتي. بتاعتك طبعا. انا؟ انا اللي قايلها. يا سيدي كلمهم. حاسس انها هتطلع حلوه، وانا احساسي تقريبا كل مره بيطلع صح. شرق. مش عندي. شات اب. طمنيني شفتيها؟ شفتها يا اخويا شفتها. حلوه؟ حلوه طبعا، مش خلقه ربنا تبقى حلوه؟ كل خلقه ربنا حلوه. مش عارف كلامك مش مطمني، اوصفيها لي. شكلها عادي يعني، بس مناخيرها مالها؟ كبيره شويتين. كبيره ازاي يعني؟ يا معلم لو على مناخيرها خلاص يتعمل لها عمليه وتصغر وخلاص. صح صح. طب طب في حاجه تانية كبيره فيها؟ لا ما فيش حاجه تانية كبيره غير شلفتها اللي فوق كبيره برضك.
هي ايه شلوفة دي؟ شفتها يعني؟ شفايفها كبيرة. طب دي مصلحة، ده احنا بندور على البنات اللي شكلهم كده زي انجلينا جولي. لا مش زي انجلينا جولي، دي كبيرة كبيرة عندها عيب خلقي يعني. ربنا يعفي عنها، يعني زي جي زي. طب والشلفوفة اللي تحت ايه؟ الشلوفة ما علينا، عاملة ازاي؟ دي تقريبا مش موجودة خالص. او ماي جاد، اللي فوق كبيرة وتحت مفيش، يعني عاملة زي زلومة او سمكة ابو سيف. طب بليز هيت مي، قولي لي باقي الحاجات، قولي لي انا خلاص انا لبست. عشان امانة ربنا يعني سنانها اللي فوق مفلقين وطالعين لبرا شوية كده، وعندها جرح بسيط من قرتها من هنا لحد نص وشها كده. شايلة في وشها؟ شايلة في وشها؟ أنا هتجوز واحدة شايلة في وشها؟ أنا لا حول إيه؟ سكارفيس؟ طب على فكرة بقى ممكن تطلع مثلا روحها حلو. شرب يلا يا سجون، اطلع هات عروستك عاد عشان نقروا الفتحة. يلا جوني، يلا حبيبي. معلش يا سجون، مش حمام. طب لا مش دلوقتي عايز اشرب مية. يلا بس شاوز. يلا بقى بلاش دلع جوني بقى، يلا يا كبير. الله يبارك فيك يا عباس. العمدة زينة الشباب نازلية مختر كيف عمر الشريف. بنتي لا إله إلا الله، حتى بنتي ما سلمتش مني. لا اله الا الله. اطمن يا حاج، اطمن. الدكتور طمني، قال لي انا مفيش حاجه، هو ارتجاج في المخ والحوض، ما العظم كله متدشدش، وفي ثلاث ضلوع لحد دلوقتي مش عارفين هما فين. يعني اطمن ان شاء الله. بص احنا مش مستعجلين على حاجه، تاخد وقتها في العلاج زي ما تاخد، واي تكاليف انا يعني تحت امرك. بالمره ممكن احلل حتما الاملاح تعب ركبي. زيت يا معلم في المستشفى معاه، اقعدوا زي ما انتم عايزين. طب بالاذن يا سجوني، الحق اروح المستشفى حكم العربات الالمانيه ديت سريعه قوي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يس توماس. إيه ده؟ شوف مين عمل لي إياد. مين؟ روبرت عمل لي إياد على سكايب. يا راجل هو أونلاين كمان. كويس، اتكلم معاه بقى. هاي روبرت، how are you doing؟ هاي جوني، I'm fine. أنت عامل إيه؟ مفيش، من ساعة ما كنا إيجيبت وإحنا الشغل متعب جدي. بص تحت عيني عامل ازاي؟ انتوا عاملين ايه؟ nothing much، برضه شغل وفضل. ايه ده؟ انت لسه بتلعب؟ طبعا بنلعب. طب والواد العجيب اللي اسمه جاك لسه معاك ولا اتقلب؟ طبعا، جاك دلوقتي بقى الكابتن. جاك بقى الكابتن؟ نو واي، ازاي ده؟ ملوش فيها خالص. ليه بس يا جوني؟ ده جاك تمام، بس انت ما تعرفوش كويس. ما اعرفوش ازاي يا ابني؟ انا اعرفه من قبل ما انت تيجي الفرقه اصلا. ده عيل شاسيه عباره عن شلت على الفاضي، وكمان فوق ده كله دمه تقيل قوي. مش قوي كده يا جوني. لا قوي، واللي انت ما تعرفوش انه منافس مني وبيشيل مني شيل، يعني زي ما تقول ايه، كان هياكل في نفسه لما دخلت الفرقه. لا كاريزما. ف ايه ده؟ هو مين ده اللي بيغير ولا حتى يفكر ينافس يا لوزر؟ انت هتنسى ولا ايه؟ هو انت اصلا كنت بتشمها؟ انت طول عمرك قاعد على الدكه يا لوزر. يا السخافه. وحشتني بجد سخافتك. اولا انا ما كنتش قاعد على الدكه احتياطي وخلاص، دي كانت خطه. الورقة الربحانة ما ينفعش الكوتش ينزلها في أول الماتش تتحرق.
كان بيحوشني لاخر لحظه عشان انزل اغير مصير الماتش. واللحظه المناسبه دي عمرها ما جت، والكوتش قلبك يا لوزر. سكت بقى تقولي الافيه تضحك عليه لوحدك حاجه يعني في منتهى السخافه. وبعدين كوتش مين اللي قلبني؟ كوتش مين اللي قلبني؟ انا ما كنتش مركز يا حبيبي في الموضوع. باين اهو اهو انا بقالي سنين ما اتمرنتش ولا مسكت كوره. لو لعبتك هكسبك. تكسبني انا؟ هو انت اصلا عندك فرقه؟ ايه عاوز تقنعني انك ما سمعتش عن فرقه المزاريطة للامريكان فوتبول؟ دول اقوى فرقه في افريقيا كلها. مزاريطة ايه؟ انا عمري ما سمعت على فرقه بالاسم ده اصلا. بص انا مش مفاجئ لان انت اصلا مالكش فيها. خش على جوجل انت تعرف هم مين. بعدين والله كان نفسي اجيبهم يلعبوك بس للاسف مفيش وقت. نجيب منين وقت؟ كل يوم ماتش دولي كل يوم. احنا دلوقتي على طول هنروح نلعب فرقه موزمبيق. مش مهم يا معلم انت اللي تيجي، انا اللي هجيلك. تيجي فين بقى؟ من امريكا للقاهره ومن القاهره طويل المشوار عليكم. لا احنا كده كده عندنا ماتش في دبي الشهر اللي جاي، احنا ممكن نخلصه ونجيلك على طول. ديل ديل. واللي هيخسر؟ بص عشان انت هتخسر اختار انت هيحصل فيه ايه. اللي هيخسر هياكل الكره اللي هنلعب بيها الماتش قدام فرقتك وفرقتي. ياكلها. نصيحه بقى مني يا معلم، ما تقلش في الاكل يوم الماتش عشان بطنك هتوجعك من اكل الكوره يا لوزر. يا سلام يا تقيل قوي اوفر يعني في التقل. جوني انت مجنون؟ عايز تلعب جاك؟ جوني انت طول عمرك لعيب احتياطي، جاك كان احسن لعيب في الفرقه، هتكسبه ازاي؟ شوف يا توماس يعني الكلام ده علشان انا ما كنتش بس مركز للحكايه قوي، كانت فتره مراهقه يعني كانت اهتماماتي كلها ايه بريك دانس باليه مائي هوت شيكس حبوب الشباب، دي كانت اهتماماتي يعني ما كنتش مركز بس لو ركزت هغلب 10 جاك. اوكي هتكسب 10 جاك. فين بقى فرقه المزاريطة اللي هي المفروض اجمد فرقه في افريقيا وهتروح تلعب الموزمبيق كمان شويه؟ اكيد يعني هنلاقي ناس بتلعب امريكان فوتبول في المزاريطة. مصر كلها ما فيهاش امريكان فوتبول اصلا، هيكون في المزاريطة؟ مصر كلها ما فيهاش. ما فيش يا سيدي ولا اي حد خالص. ما فيش خالص. ايه البواخه دي؟ بواخه او مش بواخه، هتعمل ايه؟ هعمل فريق. هو ايه ده يا عم؟ جيس وات، ده اعلان بنجمع فريق امريكان فوتبول بس من المزاريطة. ايه يا جماعه مفيش حماس ليه؟ امريكان فوتبول عارفين اللعبه اللي هم بيبقوا لابسين ضخم من الكتاف ولابسين خوذ زي بتاعه الموتوسيكلات الجاوه، بيبقوا كلهم ماسكين كوره وبيضربوا في بعض ويخبطوا في بعض. ايوه الكوره الحمراء اللي شبه الشمامه. اكزاكتلي. لا ما عرفهاش. توماس. اوكي اهو هي دي الامريكان فوتبول، ده الفريق اللي عايزين نجمعه. طب اللي هيجي هنديله خوذه هديه. طب طعمين امريكان فوتبول من بره شكلهم روش كده. طب هديله سندوتش كبده جملي. ثلاثه بس. طب زود الاكل. رغيفين كبدة بالطحينة. أري معاك. أربعة بس. تعال نشوف حتة تانية. يلا بينا. يلا ربنا يكرمنا في حتة تانية. هايل. واتساب بو. واتساب. هو مش ده مركز شباب المزاريطة؟ يا فين الشباب؟ فين الشباب؟ ما كله يا كيدز يا مسنين. بعدين يعني ايه مركز شباب؟ مركز شباب لك نادي جيم اصلا. يا ايه ده؟ مش ده حمدي كاتا؟ زي ما بعمل تعمله. تعال نشوف. اهم حاجه التركيز، تبقى مركز انت وهو وكل قوتك تبقى في الايد دي، وهبه تستعد تماما وتروح نازل.
يا حمدي؟ بطل تهور واكشن؟ لا ما اهلا حضرة العمدة، ده ايه الخطوة العزيزة دي يا حضرة العمدة؟ ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. يلا ادي التغوية، يلا ارتفع، يلا تشطفوا، يلا يا اهلا وسهلا. والله المركز نوى، والله سعادتك اول ما بتخش المركز بيزداد اشراقا كده. وابص لا ندوش حمدي، كفاية كفاية هري، كفاية هري بقى، مش ممكن صداع. انا بدور على لعيبة امريكان فوتبول، بعمل فرقة فنون شعبيه عندنا هنا في قلب. يا عم حمدي انا هفهمك، هو قصده فرقه كره قدم امريكيه. عارف عندك لعيبه ليهم؟ يا سلام، لو ما عندناش نجيب لك يا حضره العمده. بس عدم المؤاخذه، هي نهون دي امال ايه؟ امال ايه؟ عارفها عارفها وواثق في نفسك، عارفها منين اللعبه دي؟ ناس لابسين خوز بيجروا ماسكين كره زي الشمامه. عرفتها، اللي هم بيقعدوا يعجنوا ببعض دول. اكزاكتلي. لا هو الحقيقه مش متوفره في المركز دلوقتي، بس احنا بعتنا وقلنا يا جماعه عايزينها، والورق بتاعها ماشيين فيه، والموضوع خلص، وان شاء الله هيركبوها في اول مايو. وايه اللي هيركبوها؟ انا بكلمك على ترمبه ميه يا حمدي، انا بقول لك عاوز. بص انسى انسى اي حاجه. عندك اي حد ممكن يلعب اللعبه دي؟ بطل كمال اجسام، بطل حمله اثقال، بطل جمباز، بطل باليه مائي، اي بطل. بطل ابطال يا عمده، عايز بطل. ما انت ما قلتليش ده، ما اكتر الابطال عندنا هنا. احنا عندنا بطل العالم في افريقيا في رفع الاثقال، متخرج من هنا من المزاريطه. ايه ده؟ وده لسه موجود لحد دلوقتي؟ امال ايه يا كابتن توفيق؟ كابتن توفيق ما شاء الله، شوف الجسم، شوف القوة، ما هو اللي جاي ده الكاوبوي ده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الكابتن توفيق يا جماعة ده معاه بطولة العالم سنة 74، وفضل محافظ على اللقب 3 سنين، 74، 75 و 76. طب سؤال بس معلش، هو ده 1974 قصدك ولا 1800؟ هو ما كانش فيه ورق يمين، يبقى 1800. سلم على العمده يا كابتن. لك عمده. I'm a big fan. I'm a big fan. خش استريح يا حاج، خش استريح، ربنا يديك صحة. عايز حد عايش يا حمدي، عايز حد عايش. ما عايش الراجل وبتنفس. بص سيادتك أي حاجة فيها الروح ما تقلقش منها. توفيق مش عاوز توفيق. مش توفيق. مش عايز توفيق، مش عايز توفيق. شوف لي حد صغير. طب ما تقول يا حضرة العمدة من الأول بدل الدخة دي، عيل صغير. شبر يعني. بيقول لك على الشبل شبر. يلا يا عم نمشي، احنا بنضيع وقت. يلا جوني اصبر بس شويه، لعلمك بقى انا حمدي كاتا ده متفائل. ايه ده؟ شيكابالا. ده شيكابالا بقى ده اللي جاي، عنده استعداد يقعد 3 ساعات ينطق الكوره ما يونش ما يزهقش. نطق يلا وقل بيه. طب ما عادي ممكن نطق اسبوع، ما هو ماسك الشبكه بايده. حبيبي حبيبي روح روح، ما تسمعش كلام من الراجل المجنون ده، وروح اتشطف مع زملاتك في الترعه. يلا كده، ده انا المدرب بتاعه، وبعدين ده عيل صغير بس بذرته حلوه. لا ما هو باين البطزايه مبشره فعلا. ايه ده؟ مين الاسانسير اللي هناك ده؟ ده كابتن مناع، ده بطل العالم في رمي القوس. امال فين القرص؟ لما انا سحبت القرص منه، بسيبه يتمرن كده. بيني وبينك عامل لنا مشاكل بيه، يرمي القرص يا اما يطلع بره المركز، يا يخش في شباك يكسره، يا اما هو اللي وقع طياره له كيربي. ماي جاد. طب انا عاوز مناع، ده عاوز مناع. يا سلام، غالي والطلب رخيص يا حضره العمده. هدي لك مناع وفوق منه هديه من عندي الكابتن توفيق. كابتن توفيق. مش عاوز توفيق يا توفيق. مش عاوز توفيق. امشي يا حاج، مش عاوز توفيق انا. لو لازم تديني حاجه فوقه اديني القرص، مش هاخد توفيق. ده راجل كبير في السن وبطل متقاس، والنبي ما تكسر نفسيته. طب ليش قلبي بقى حمدي؟ تعرف معلش والله هينفعك، وبعدين مش هيكلفك حاجه غير اكله وشربه وباكل معاه. لا والعلاج والقسطره، انا عارف هفتح على نفسي فتوح. لعلمك بقى يا حضره العمده، الراجل ده متاسس صح ومتغذي على السمنه البلدي، يعني صحته احسن مني ومنك، وبعدين عنده عنصر الخبره. بعينه راجل بركه، خده. بس عجوز وكل الرياضه ضربه. يا سيدي هيشتغل، لو باظ منك في اي وقت هاتهولي وانا هرجعه واديك بدال. ماشي خلاص، هاخد مناعه وهاخد فوقه توفيق، بس هات لي العلبه والشاحن بتاعه. بص بقى يا معلم، عملت لك ملعب يعني مور ذان بروفيشنال. على فكره امبارح انا وادرس تعبنا جدا جدا عشان نخطط الملعب و انت غاوي دايما تعملي فيلم عربي. تعبنا وعرقنا وطلع عيني عشان اعمل لك. عادي ما عملتش حاجه، جبت شويه بويه وقمت مخطط نجيله في فلاح مسكين هو اللي زارعها. خلاص اوكي ده سهل، انا على فكره عملنا جونين.
بص. طب روح روح اقف مع بقيه الفرقه عشان انت نسيت نفسك، انت عنصر تحتي، انا الكوتش، اقف هناك. يلا يا جماعه يلا. ايه ده ايه ده، انت اتجننت يا ابني؟ تديهم اوردر؟ طب ايه رايك انك تقف اخر واحد؟ اقف اخر واحد، اقف هناك. ايه ده انت اتجننت يلا؟ بتقلدني؟ لا. بتعمل راسك براسي؟ لا لا لا. اي اي اي, أي. روح هناك، انا الكوتش، انا لوحدي ردي الاوامر. anyway انا هديكوا بريف في رغيف. الجيم ده باختصار فرقتين، فرقه معاها كوره هتحاول بكل جهدها انها تعدي المنطقه الثانيه وتودي كوره المنطقه الثانيه. اوكي، وانس انك وصلت دي لوحدها 6 بوينتس، عرفت ترميها بين العصايتين دول ده الجول، هتاخد بوينت كمان، يبقوا 7 بوينتس. اظن سهله، لعبة مسلية جدي. ها حد عنده استفسارات؟ اه عايز اقول يعني ايه عصايتين؟ انت عارف يعني ايه بوينتس؟ ايه دي؟ اوكي اصلا بقى. طيب فتنس يا جماعة، فتنس خلاص، الفتنس بح، نقدر دلوقتي نلعب ريل امريكان فوتبول. يلا قوموا قوموا، عايزين صف كده. يلا يلا يا وحوش، يلا يا وحوش، يلا 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 يلا. حازي 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 مع زميلك، تعالى يا مناع، تعالى يا مناع، ولد شاطر هيرفع راسنا فوق. وقف هنا. بص، بما انك بقى قرص ومش قرص وعم الجامد، انا هحدف لك الكوره وهدرس هيطلع يجري، عاوزك تحدفها له وتعدي من فوق كل الناس وتوصل له عشان هو يجيب جون. اوكي يلا، ريدي ستيدي بو. ايه يا مناع؟ ايه يا مناع؟ انا كنت عايز الكوره جوه الملعب وجوه نفس المدينه اللي احنا فيها. هاتوا كوره تانية. بالراحه جوه الملعب، هدرس هيروح ارميها له. يلا ريدي ستيدي بو. يا عم انت عم سلامتك. يلا يا هدرس. بالراحة سلامتك سلامتك يا سيدوني. يا جماعة ما تقفروش، دي كدمة بسيطة. بس بون ايه؟ بس بون بني ايه؟ هو مش متعور. بص يا سيدوني، انت تحط عليها معدون سنان. انت هتفتي؟ ايه الفتي ده يا جماعه؟ ايه الطب الفتاني اللي بقيته فيه ده؟ من ساعه ما جيت البلد دي وكل حد يفتي، يحصل لي اي حاجه يقول لك اغلي قشر جوافه، حط ابو فاس. ايه ابو فاس ده كمان؟ ده مؤاخذه يا كبير، ما قصديش. انت براحتك يا مناع، براحتك. بس يا معلم يعني احنا مش داخلين حرب، دي جيم، يعني خليك بالراحه شويه. يا جماعه يا جماعه، كل ده رغي على الفاضي. احنا دلوقتي هناخد بريك 10 دقايق، وهو كويس على فكره، اطمنوا عليه. انت جوني جننت؟ انا عارف ان هو انت جننت. ايه في ايه؟ انا كوتش، انا كوتش. انا بس اللي اقول بريك وما بريكش. يا جماعه انا كويس يا جماعه، يلا بريك 5 دقايق. طب هم البن هو البسه براحتك. ما ينفعش نسكويك؟ نعم. لا مش يلا يا جماعه بريك، شكلي هكبسها بن فعلا. أنا اكتشفت حاجة يا معلم. خير؟ الفرقة اللي معانا بلح. يا ابني ما تبص على الجانب الكويس، معانا مناع ده لعيب كويس ويجي منه مع التدريب. معانا فزاع ده سريع ونفسه حلو. بس. اوكي، دول اتنين. فين بقى بقية الفرقة؟ ما احنا هنلاقيهم، اللي خلانا نلاقي دول هنلاقي التانيين. بقول لك ايه يا جوني؟ ها؟ هو انتوا هتلعبوا أمريكا أمريكا؟ أيوه، أمريكا أمريكا. أصلها غريبة قوي. إن أمريكا بذات نفسها تاجي تلعب المزاريطة. لا أنا هفهمك، إحنا مش هنلاعب المنتخب بتاع أمريكا، إحنا هنلاعب فرقة الجامعة بتاعة جوني. على فكرة الفرقة دي جامدة جدي، دي أقوى فرقة في تكساس. أيوة يعني الفرقة دي من أمريكا واللي بيلعب فيها أمريكان، صح؟ آه صح. يبقى هتلعبوا أمريكا. ربنا يوفقكم وينصركم عليهم قادر يا كريم. والماتش ده هيتذاع على قناة إيه؟ المزاريطة تي في، ماز تي في. بس لو عايزه تيجي تشوفيه حقيقي تعالي. صح صح والله ينفع. شور ست هديه. ايوه يا باعة
عزك؟ ازيك يا واد؟ الحمد لله. ما عايزاش حاجة؟ جيت في وقتك، عاوز أربع أنابيب. أربع؟ طيب. إيه ده؟ هو مين ده؟ ده الواد بعزق، واد الحجة وحيدة بتاع الأنابيب. اسمه بعزق؟ على فكرة الواد ده ممكن ينفعنا. ينفعنا في إيه يا عم أنت؟ والنبي تاخدوه معاكم، ده واد طيب بس مخه على قده. يعني إيه مخه على قده؟ بيقولوا وهو صغير وقع على دماغه زرع بصل. أوه. فعقله تأخر. أنا هطلع أجيب له الفلوس، لما ياجي قولوا له يدخل أنابيب في المطبخ. صعبة قوي 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 حكاية زرع البصل دي، أنت عارف يعني إيه؟ آه. يعني أول حاجة بتلمس حاجة من جسمك في الأرض دماغك. أوه. هتلاقيه متخلف. أربع أنابيب يا معلم، الراجل ده معانا في الفرقة وش. أنا لسه كنت هفضحك في الموضوع ده. طب بقول لك إيه، توماس توماس توماس، قوم 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 فتحه إن يبقى معانا في الفرقة. قوم يلا أنت. لا طبعًا مش هقوم، أنا عبيط، أنا لو كلمته ممكن يضربني بالأنبوبة في وشه. قوم أنت، وبعدين أنت مستمعها بتقول لك مخه على جده. طب ما دي مصلحة يا توماس، لما يبقى هو قد كده يبقى مخه قد كده. قوم بس، قوم فتحه، قوم فتحه يلا. لا بقول لك إيه، ماليش دعوة، عايز تقوم أنت قوم. ما بصراحة ما بضمنش يعمل. طب بص احنا هنكلمه من بعيد. باتر بعزق بعزق بعزق. روح ودي الانبوبات على المطبخ. لا، لما الست هدايا تقول اوكي. لا ما هي قالت لي انا اقول لك ودي الانبوبات على المطبخ. لا، لما الست هدايا تقول لي. بس خلاص، هي قالت لي اقول لك ودي الانبوبات على المطبخ. او ماي جاد. Good boys. عاش قوي. وحوش موت. Stop. لمو. حازو. انت لا، انت خليك هناك. اوكي. بص يا جماعه، هات الكوره. Good boy. بص يا جماعه، هلعبكم لعبه اسمها Fisherman، يعني صياديه سمك. ايه قصده صيادين السمك. منو يالك منو خواجه جوني بيه؟ ما انتوا عارفين. انت حتزيد؟ امشي هناك، قسما العظمه هطلعك برا. من جنابك؟ اسمه صيادين السمك زي ما انا قلت. الجيم ده بيقوي حاسه اللقف عند اللعيب. عايز حاسه اللقف تبقى عاليه عندكم، عايزكم كلكم لقيفه. بصوا يا جماعه، سيمبلي انا هرمي الكوره دي على اي حد فيكم، لو حد خبطت فيه تف اسنانه هيبقى ضعيف، سيسي بوي هيطلع بره، ما يلزمنيش. انما لو حد عرف يلقفها هيبقى بياخد بيضه. يلا يا جماعه، ستاند باي. ايه؟ قالي بيضه، قالي بيضه، بيضه، بيضه. يا ابني يا ابني تعالى هنا يا متخلف. بيضه جوه اللعبه مش بيضه بره. ايه يا معلم ده؟ ده بعزق ايه؟ ايه ده؟ طب يلا يلا قول له اقلع الجلابيه عشان ما يتكعبلش وهو بيلعب. يلا هقول لمين يا معلم؟ لا طبعا انا مجنون اقول له. يلا يلا روح له. لا لا طبعا، روح انت قول له. يا ابني انا المدرب، انا يعني انت الوزير، بتعمل التفاهات دي انت، انا بنشئ لاعبين، بعمل حاجه للبشريه. يلا روح. طب تعالى معايا. كل حاجه بقى جوني. معلش. What's up man؟ هو عايزك في موضوع. بص يا معلم، احنا بنعمل فريق طبعا. احنا دلوقتي بنعمل ماتش كوره، وانت هتنضم ان شاء الله لينا وللفريق، وفي تدريبات وفي ماتشات، في الحاجات دي بتبقى محتاجه انك تقلع. وضح يا متخيل. الجلابيه ولا انت مش عايز تلعب معانا؟ اكيد عايز تلعب معانا صح؟ انت بس انت براحتك على فكره. هتلعبوني معاكم، هتلعبوني معاكم. ايوه هتلعبوني معاكم. جوني بس اهدى. انت مبسوط؟ ايوه. انت طلعت في اللالا. امال ايه؟ سو كيوت. تعال انا، تعال مع بابا. هتلعبوني معاكم. يلا بص يا شباب، هنعمل تقسيمه. هات الكوره.
ها جود بوي بعزق. ايه انا معايا الكوره. ايه هحاول اخد مشوار لحد عنده. هتعوق؟ لا يعني حسب الترافيك. سو كيوت. ركز معايا بعزق وكفايه كلام. بص انا هاخد الكوره هوصل مشوار لحد جوه، كل الناس دي هتحاول تمنعني، انت مهمتك انك تمنعهم ان هم يمنعوني. ما فهمش. اه احنا مش اصحاب يا بعزوق؟ دول عايزين يضربوني، عايزين يموتوني دول. اثبت على كده، اثبت على كده. بص طول ما انا رايح هيحاولوا يمنعوني موتهم اهرسهم. حلو قوي، انا هاخد فزاع ومناع وهاخد. انتوا مين؟ تعالوا 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 كده. انا فرقتي خلاص. خلاص ايه؟ لا طبعا كده مش فير ابدا. لا فير. لا طبعا لا مش فير. لا حبيبي فير. بص انتوا كام واحد؟ كام واحد؟ انا الكوتش هطلعك بره. فير ولا لا؟ فير طبعا. يلا يا جماعه يلا وضع الانكسار يلا اللي هو كده يلا. ها ها او ماي جاد. لا لا تعال 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 تعال. اهدى انا قلت لك امنعهم مش تعدمهم. اهدى دي لعبه مش حرب. يلا جود بوي. يلا تاني وضع الانكسار. يلا كلنا مكسورين. ها يلا 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 يلا. انا قلت لك تعمل كده. انا قلت لك تعمل كده. ما اتعلق. مجنون مجنون. هاتوا ده هاتوا. هاي 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 بص هتاخدها زي هنا كده هنا ازاي؟ ايوه اكزاكتلي. يا فرحة امك بيك. في ايه؟ عم تستخبى باين. تجي يمين تجي شمال باين كيف العجل. بسم الله ما شاء الله. تعال 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 ما تخافش ما تخافش. انا العمده ولد انا العمده. تعال وبعزك كمان. لا عيني عليكوا بارده. اكديه كملت فرقه المعتيه. الله يرضى عليك تقول له ما يمسك مش سلك عيان. انا العمده. ايه تعال يا حيلتها تعال يا جاموسه. هي مرجع لعبك. انا ما اسمحلكش اتكلم اي حد من فرقتي بالشكل ده. انا كوتش هنا. اوعك لازم تكون مصدق اللي عم تعمله ده. لمم لي حبه مقاطيع وعامل لي بيهم تيم محملهم مصالحهم واراضيهم ومقلعهم خلقاتهم قاعد باللباس. يا باللباس خلقات التمرينه. ترد علي خلقات تمرينه. انت مصدق الكلام ده؟ طبعا. ما انت في البلاله مش فاهم احنا بنعمل ايه يا بيه. احنا هنلاعب امريكا وهنكسبها كمان. ابقى قابلني. العالم كلها معرفش يغلب امريكا وانت هتكسبوهم المزاريطه. ما هو لو كل الناس بتفكر زي كده عمرنا ما هنكسب امريكا. بلاش تدينا طاقه نيجاتيف، خليك بوزيتيف. يعني شجعنا العب معانا. لعبه عليك نفسك يا بعيد. العب معاكم ايه؟ هو ده لعبه اللي عم تعملوه ده؟ عم تمسكوا في بعض تلزقوا في بعض كده. في ايه؟ ايه اللعبه دي؟ اه قول لي بقى يا كبير انك خايف جدي. معاك حق هي اللعبه دي عايزه رجاله. تقول ايه يا قصدي يعني اللعبة دي طف. انت تجيب 30 فرقة فوق الفرقة دي واكسبهم لحالي. يا ده انتوا لو طلعتوا لي في الكشري اكلكم يا قال فرقة قال. استر حالك استر حالك. عايز تكسب امريكا باللباس. تابع تابع مالك شخصية. يلا يا جماعة يلا يا جماعة نكمل. ايه ايه يا ادرس ده اسرع شويه. اطلع شويه قدام يا بعزق بعزق. اطلع قدام شويه اسرع يا ادرس اسرع يا ادرس. يلا تفتكر يكونوا وصلوا؟ اه يا معلم وصلوا. انا كلمت السواق من شويه قال لي ان هم خلاص في اول البلد يعني خمس دقايق ويكونوا وصلوا. احنا هنعمل ايه في فزاع؟ مش مهم متقلقش هعرف اجيبه ازاي ليه طرقي. اهم اهم وصل.
جوني. مين دول؟ مين دول؟ هاي دود. ازيك يا لوزر؟ ازيك. ايه يا عم المكان الغريب اللي انت عايش فيه ده؟ انا كده صدقت انك عمده. هو ده اخرك تبقى عمده على مكان زي ده؟ ايه الطعامة دي؟ انا نسيت انك طعم قوي كده. دي حاجة بسيطة يا جوني. ايه يا تومي عامل ايه؟ وحشني. انت لسه زي ما انت لازق لجوني. خليك في حالك. هم دول الناس اللي هينزلوا لنا الشنط؟ لا دول فرقتي. فرقتك؟ نو واي. زي ذا تيم. ما يغركوش. الفرقه دي جامده جدي. دول اجمد فرقه في افريقيا، حتى اسمهم فرقه الوحوش. قصدك فرقه الكروش. ايه دي؟ لا خفيف. اوكي. فين الارض اللي هنلعب عليها؟ ما انت على الارض اهو. هو ده الملعب. هو ده الملعب؟ ده مش كويس، وبعدين ده مش قانوني. اقعد بقى تلكك بقى، يقول لك مش قانوني بقى، فاهم؟ ونقر ورجلي هتتلوي وهيجي لي حمونيل، الجو مش مناسب، كل دي تلاكيك. ما تقلقش يا لوزر مش هخسر. اوكي الماتش الساعه كام؟ بعد بكره الساعه 3 الظهر. طيب احنا هنيجي الساعه 7 الصبح نتمرن هنا. اوكي اوكي اوكي. بقول لك الساعه 1 الظهر هاجي. تمشوا على طول، مش عايز بقى والنبي لفه ولسه بلعب دورين تراي وجو ده. ها انسى الكلام ده. فاني سو فاني شور يو ار لوزر. سخيف بشكل مش ممكن. يعني ايه يا شباب؟ ايه انتوا هتتكسروا ولا ايه؟ ارفعوا راسكم لفوق، ما يغركوش، دي مناظر على الفاضي. احنا هنكسبهم بس لو بسمعوا كلامي. طب سيدوني انا عندي سؤال. ها؟ يعني ايه لوزر؟ بص لوزر دي يعني باليوغوسلافي كلمه يوغوسلافيه معناها كوتش او كينج، ملك او برنس، قصدها تلميذي. فمن كتر ما بيحبني بيقول لي يا لوزر. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنقول اننا هنكسب باذن الله يا لوزر. توماس ما تستعبطش. ما تقولش الكلمه دي. هيبان ان انت ما بتفهمش انجلش، لان هي مش انجلش، هي غزلفيه. فاهم قصدي؟ قول كوتش اسهل حتى. لا لوزر اسهل واحلى. لوزر يا لوزر يا لوزر يا لوزر. روح الحمام يا لوزر يا لوزر. ليتس جو ليتس جو جراب ذا باص. ايه يا لوزر؟ شفت التمرين؟ خايف طبعا. ها لسه ناوي تكمل؟ بص يا سيدي، لو فكرت تنسحب دلوقتي اوعدك ان اكلك نص الكوره، وبيني وبينك. ثانكس مان. مش انا اللي انسحب، انا يا اما اخسر واكلها كلها يا اما اكسب واكلها لك. طموح قوي. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا لوزر. لوزر. يلا فتنس. عاش وحوش. ها ايه يا جماعه اللي بتعملوه ده؟ مالكم كتانين كده ليه؟ بصراحه يا سيدوني احنا بعد ما شفنا فرقه الامريكاوي دول ومش عارفين نلعبهم كيف. دول ناس جايين وعارفين هيعملوا ايه بالظبط. طب اقول لك على مفاجاه، دول جايين وجايبين معاهم لبس نظيف، وبعدين انا حاسس كده اللي هم لعيبه بجد. وبعدين بلا ما ياخده يعني يا جوني بيه، دول تبين عليهم هيلعبوا ادي لهم زمن، انما احنا يعني لساتنا متعلمينها بقالنا كام يوم. قولوا كده بقى، انتوا عاوزين تنسحبوا، خايفين؟ سيسي بويز. لا يا سيدوني احنا ما قلناش كده. ما انت اللي قلته معناه كده، مش لازم تبقى مباشر، مش لازم تقوله باللفظ يعني. انتوا عايزين تنسحبوا وجبنا. عايزين تنسحبوا انسحبوا، انا ما يهمنيش، انتوا اللي هتندموا. كل واحد فيكم هيرجع لماضي وحش. انت
هترجع تتمرمط في الحقول وفي الغيطان وتلعب مع اصحابك في الترعه ويجيلك بالهرسيه تاني. وانت الكبير هيرجع يهزقك ويكهربك في كل حته. وانت يا توماس انت عارف كويس قوي هترجع لايه. عارف هترجع لايه. وفين زبير؟ هترجع للقهوه، ترجع تتهزق في القهوه. عايز قهوه زياده تجيب له صدى يرميها في خلقتك. وانتوا انتوا مين اصلا؟ anyway اكيد ليكوا تاريخ منايل بستين نيله هترجعوا له تاني. انا رايح العب لوحدي، قلبي قلب اسد، هروح لوحدي مش عايز حد فيكم. بصوا عموما يعني قشطه، لو حد عايز يبقى معايا اوكي. حد عايز يبقى معايا؟ انا معاك يا سيد جوني. حلو، ستيل لوحدي. مين تاني هيبقى معايا؟ انا يا سيد جوني. معاك يا سيد جوني. ايه السخافه دي؟ طب ما انتوا امال ايه الجو الرخيص اللي عملتوه ده؟ anyway انا مبسوط بجد من قلبي ان احنا رجعنا واحد. يلا بينا نقسم فرقتين. بنعمل لك عملية قلب مفتوح. الحمد لله مفيش لا كسر ولا شرخ، هو مجرد لوي بسيط. سوري انا الاربك بتاعي ضعيف، يعني اللوي دي يعني هيبقى كويس بكره ويتنطط؟ بكره ويتنطط؟ لا على ايه بكره؟ بعد ساعتين بالظبط. الله. بس هنضطر تحط رجله في الفرن، بس يا ريت من تحت مش من فوق عشان ما تلسعش وما تفتحوش، لا رجله تقب. اوكي بس هو مش هيلف شويه على فرن؟ مفيش حاجه على مقاسه. لا ليه، ما في عربيات بتخش الفرن. فرن عربيات نسمكره. شوف الطب، شوف الطب البديل بقى، ده الطب البديل. انا هزر. راح اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي، انا ربطت دلوقتي. جنابك ربطها لي ربطة الرباط الصليبي. لا الرباط الصليبي بيجي للي بيفهمه، ده رباط عادة. عادة؟ انا مش قادر افهم، يعني هو بيروش ولا بيتكلم بجد؟ انت بتروش ولا بتتكلم بجد؟ لا انا بروش وبتكلم بجد، ميكس الاثنين مع بعضيهم. راحة اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي، ولو حصل له حاجة انا بحملكم المسؤولية كاملة. كام داون كام داون، احنا جايبينهولك. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ هنروح هنشوف اخصائي علاج طبيعي يشوف رجله. هنلاقي حاجه زي كده في المزاريطه؟ اذا كان مش لاقيين شيبسي مملح هنلاقي، هنجيب اللي بتقول عليه ده. جوني سيب باب الامل مفتوح، ما تخلوش مهم. ده كلام فاضي بقى، زي الدم عمره ما يبقى ميه، وده عمره ما دم ما يبقى ميه، وصوابع ايدك مش زي بعضها، ما فيش حد حتى ايديها مش زي بعضها يعني. ما تتفضلوا ترتاحوا. اجيب عصير وبتاع. معقول مره تشرفوني في الوحده ما تاخدوش عصير ولا حاجه؟ لا شرف. اتفضلوا. ده مكان اكل عيش، يلا خدوا الجثه دي واتكلوا على الله. امشوا. ممكن تكون دكتور، ده هيرش ميه كمان شويه، ده كبابجي. امشي يلا. طب. يلا احنا مش ناقصين هزار. شفت بقى حضره العمده الدنيا ضيقه ازاي؟ قلت لك هتلف تلف وترجع تلاقي حمدي كاتا. هو انت برضه ليك في العلاج الطبيعي؟ عهد مين ده؟ طبعا عهد جامد. والعشره دول؟ انا خريج معهد الطيران. طب ايه البوينت؟ مش فاهم. لا اصدقائي اخصائي اجتماعي واللي دكتور فبتعلم منهم. من عشر الام ستايل.
ده غير بقى تصليح الأجهزة الكهربائية، الإلكترونيات، حاجة ولاعة، موبايل. تعال بقى حضرة العمدة، الرزق يحب الخفية. شفت الصايع بيسوق نفسه إزاي؟ أنت خسارة في البلد دي. شوف أنا بلا فخر. يا بنت يا موزة، أنا بلا فخر يا حضرة العمدة، حطني كده في أي حاجة، لو مؤاخذة في أي مكان أسد فيه وأشتغل. جوني، على فكرة الراجل ده هينفعنا جامد جدا في الماتش. احنا مش معانا دكتور. الراجل ده بيفهم، والله العظيم الراجل ده بيفهم. هو شكله ما يديش، بس شكله كده تلاقيه سمح ويقدر المواهب التي تعمل جاهدة على اي حالة تجدها. خلاص خلاص، تعجبني انا صداع نصفي يا اخي، مش ممكن. ما ينفعش. ليه؟ احنا عايزين دكتور، مش راجل بتاع علاج طبيعي. لا، ما انت هتلاقيني معاك دكتور ماشي، علاج طبيعي ماشي، احمال بدنية ماشي، تدليك تسليك. ده كلام، الكلام طول عمره رخيص. قدامنا اهو حالة عملية، راجل نايم على السرير، الدكتور بيقول قدامه اسبوعين عشان يقف على رجله، واحنا عندنا ماتش مهم بكرة. يفهم الدكتور في اللي انا فاهمه؟ اسبوعين ايه؟ الراجل ده ساعتين زمن هخليه يقوم يرمى على رجله دي زي ما خلاص يا عم بقى. الله، احنا تسلناك بعربية، امال هتعمل ايه لما نبتدي الجلسة؟ ايه ده؟ هو انت ناوي تعمل انت ناوي تعمل فيه ايه؟ لا، دي حاجات بسيطة كده، عشان لو عنده حاجة معوجة بتاع بومبي نستعدلها له. هو انت ناوي ترده على البارد ولا هتدخله فرن؟ حلو. لا لا، هم خبطتين على الهادي كده، وان شاء الله الموضوع كله هيتظبط. هو اهم حاجة تجيبولي حلة كبيرة فيها مية سخنة مغلية. دكتور، دكتور حمدي، دكتور حمدي، دلوقتي الراجل ده رجله بتوجعه، مش حامل. هو انا مش دكتور ولا ايه؟ يعني انت هتعلمني شغلي؟ ما انا فاهم، دي منطقة الكارع، لازم تتسيح الاول. كل ده ملوش لازمة. ما خلاص بقى، خلاص، بقولك هيسيح. جود لك، سي يو ان هيل مان. تجري بيه، ما تنسانيش بقى يا عمدة، ما تنسانيش بقى بموضوع الفرقة دي. ها، وانا الراجل ده يعني هخليه يقوم تمام التمام. انت معانا ان شاء الله، بس اهم حاجة يقف على رجله تاني، لان ده اهم لاعب عندنا. يعني انا خلاص معاكو بس، وانا اوعدك الراجل ده هقفله تقفيلة ما تخرش المية، بحيث ان انت لو عايز تبيعه لأي فرقة تانية اتحداك، لو اكتشفوا ان هو عنده خبطة قديمة ولا برومة. طب انا عايزه فابريقة. باي باي، بعمل لما عارف سلام. فين بيه؟ رايح فين؟ وهتملي مع الراجل ده وحدي؟ اسكت خالص، اهدى وتشاهد. وبعدين يا جوني، هنلعب ازاي من غير فزاع؟ ده اسرع لعيب عندنا في الفرق. بص، انا المره دي مش متشائم قوي يعني، لان بصراحه شفت امل في عين دكتور حمدي كاتب بجد. يعني اي هوب ان يرجعوا فعلا فابريكا. خالص. لسه عندك امل؟ Rest in peace bro. وقف عندك يا صرمة يا كبير، ما تضربش نار يا كبير، تضربش علي نار، ده تبعي. تبع كيف؟ معايا في الفرقة، مش كده؟ ايه وجه ده والله العظيم؟ مش انا معاك في الفرقة؟ ايوه يا عم، انت هتفضحنا يا غبي. طبعا مين يعمل كده ليه؟ مش عارف، يمكن رجالتك افتكروه حرامي وهو نازل من عندي، فانت عارف رجالتك ما بتتفهمش. طب بعد اذنك، بعد كده لما تجي لك حد في انصاص الليالي ابقى قول لنا. حاضر، اوكي، يلا يلا، كل واحد يروح لحاله. يلا ثانكس، خش بقى عشان الساعة. ساعة ما ساقعاش مالكش صالح. اي خدمة يا معلم. ربنا يبارك لك يا عمدة، ما اعرفش اقول لك ايه. قول لي جوني، قول لي براذر، يعني انا متواضع، ما تفرقش معايا الالقاب. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي قطر. باين عليك، باين عليك. حد برضو يجي يسرق دوار العمدة؟
اسرق؟ قطر يسرق؟ يا عمده ده احنا كنا بنلعب كوره، كنا بنلعب كوره بره والكوره وقعت عندك في الدوار، فانا نطيت اجيبها ولا اسيبها؟ انا قلت اجيبها بدل ما اسيبها وحد تاني يجي ياخدها. ده انت ادائك فيك قوي قوي، يعني اوحش من ريدج بتاع ذا بولد اند ذا بيوتيفول. ايه اللي هو الجريء والجميلات ولا جريء وطعمات بتاع استاذ نور الشريف؟ طب انت بتقفلني منك ليه دلوقتي؟ يعني ليه؟ انا كنت عايزك في مصلحه. بص يا معلم، انا متاكد انت كنت جاي هنا عشان تعمل ايه؟ جاي تسرق، وانا مش هرجعك ايدك فاضيه. خد دول فلوس. خدهم كلهم. لا لا انت كدبت وشتم. يات 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 ما تبطل تمثيل يلا. خد دول وبكره الصبح تجيلي من بدري، عاوزك في مشوار مهم، لما تيجي هديك زيهم. ربنا ما عارفش اقول لك ايه. فكك من جو الشحاته ده، انا مش فاضي، عايز اطلع اكمل نوم. اوعى تاخر بكره. طير. او ماي جاد، سريع جدا كده. يبقى الفريق اكتمل. المعلق الرياضي خالد الغندور يحييكم من استاد المزاريطة لنقل الوصف التفصيلي لمباراة كرة القدم الأمريكية لأول مرة بين فريق المزاريطة وفريق شاركس الأمريكي أو الكروش الأمريكية. مباراة قوية جدا النهاردة يا جماعة، رغم أنها فريندلي جيم أو مباراة ودية، ولكن مباراة حساسة لأنها بين المزاريطة وفريق أمريكي. النهاردة بيشرفني في كابينة التعليق طبعا أحد محبي وعشاق فريق المزاريطة والمشجع الأول لفريق المزاريطة طبعا كابتن دهشان. مباراة حساسة يا كابتن دهشان ولا شايف إيه النهاردة؟ على العموم يعني كابتن دهشان يعني نظرته كافية للتعليق على إن اللعيبة مركزة النهاردة وهيكون في مباراة قوية لفريق المزاريطة. زي ما انتم شايفين الجمهور مالي الملعب النهاردة وبيشجعوا بطريقة جميلة جدا جدا جدا، ولابسين تيشيرتات وجلابيات يعني تقريبا موحدة. الناحية التانية شايفين الجنس الناعم، الجنس الناعم النهاردة موجود في ملاعبنا من 2006 في بطولة أفريقيا. الجنس الناعم النهاردة شكله جميل، بيشجعوا بطريقة حلوة جدا، كلهم بيكتسوا اللون الأسود. مش عارف هم جايين يشجعوا الحكام ولا إيه بالظبط، ولا إيه رأيك يا كابتن هشام؟ طيب منور يا كابتن هشام، منور والله. شايفين فريق شاركس الامريكي بلونه الازرق الجميل نزل ارض الملعب بقياده كابتن جاك. وايه لا 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 عيب عيب يا كابتن جاك، ايه ده ايه ده ايه ده، حركه وحشه قوي عملها كابتن جاك. لا بيستفز جمهورنا، جمهور المزاريطة الجميل، ما بيفرقش معانا الحاجات دي على فكره يا جماعه. فريق المزاريطة ابتدى ينزل يا جماعة بقيادة عمدة المزاريطة جوني. العمدة نزل يا جماعة الله الله على الرأس، الله على الرأس. أيوة هي دي الروح الرياضية يا جماعة، هي دي الروح الرياضية. والكابتن توفيق أهو، كابتن توفيق يا جماعة والله كابتن توفيق قبل المباراة على طول قابلني وقال لي حكاية جميلة جدا. قال لي يا كابتن خالد أنا كان نفسي أحترف كرة القدم الأمريكية، وفعلا احترفت كرة القدم من 15 يوم
وحلم حياته ان هو يحترف في الدوري السعودي. معرفش هو في دوري سعودي في كره القدم الامريكيه. على العموم كل فريق راح للركن بتاعه، كل واحد بياخد التعليمات الاخيره قبل المباراه. احسن شباب احسن. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ عضله ايه اللي بتسخنها انت دلوقتي؟ بسخن العضله. ما تقعدش تفتي، اقف مكانك. بصوا يا جماعه احنا كويسين زي الفل اسود، وهنعمل معاهم السليمه. اوكي؟ بعزق وسالم. اي حد من فرقتنا معاه الكوره ما تخلوش اي حد من الفرقه الثانيه يجي جنبه او يلمسه. اوكي؟ مناع خف ايدك وانت بتحدف الكوره. توماس انت خليك على الخط اليمين جنبي. يس سير. انتوا الاثنين. ايه ده؟ انتوا مين؟ انتوا المره فاتت ما كنتش فاكركم برضه. ها؟ انتوا خليكوا على الدكه احتياطي. حاج توفيق عاوزك معانا بقلبك. شايك، ترمسك، سجايرك. واني انا ايه عندك يا جوني بي؟ انا ما اعرفش حاجه، انا مش هقلب الناس دي عشان اعرف انا هنا ليه بالظبط. انت فيك، انت اوفر، انت ولا حاجه. ادائك اسوأ بكتير من ستيفن سيجال اول ما بدأ حياته. يعني ماليش صح. اسكت، تقف جنب الاحتياطي لحد ما انا اقول لك هتعمل ايه. انا كوتش. بصوا يا جماعه سخوا في نفسكم. يا حزين يا حزين يا لوزر. لا لا انا الكلمه دي مش عايز اسمعها تاني خالص. اللي هيقولها هقعدوا على احتياطي مش هلاقوه تاني. انا باكل حاجه مهمه جدا، هيحاولوا يستفزوكم عشان هما كده كده عارفين ان هما بيلعبوا بره ارضهم، فهيحاولوا يموتوا الماتش. كل دول شمال اسيا كده عشان في الاخر يوصلوا للبلمبات. مش عايزكم توصلوهم للبلمبات. بلمبات ايه؟ اقعد يخرب بيتك، بتقول اي كلام؟ صدقني الجون بتاعهم جامد، لا هتقول لي حضري ولا ابو تريكه. الراجل ده مجنون واهبل، وانسوا اللي بيقوله خالص، مفيش جون في اللعبه دي اصلا. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه البسوا الخوص. يلا يلا اسود. يا شباب مش عشان الفرقه دي ضايعه هننزل نهزر، احنا عايزين نعمل عليهم سكور. انا مش عايز جوني ده يتكلم تاني في الامريكان فوتبول. انا عايز اخر علاقته بالامريكان فوتبول الكرة اللي هياكلها بعد الماتش. اوكي اوكي ليتس جو. يا جايز برينج ان برينج ان ليتس جو ايفريبادي ان هير. Let's go, let's kick some butt, all right? Ha. On three. One, two, three. USA! Hey, go! Hey, you loser. جاهز عشان تخسر. لوزر لوزر لوزر. تنسم مكرر قوي. بعدين يا مان الجيم لسه ما ابتداش، هنشوف مين اللي هيضحك في الاخر. انا طبعا. انا شايف فريق الامريكي تقريبا هو اللي كسب قرعه بدايه المباراه، وشايف كابتن جاك بيستعد عشان يبدا ضربه البدايه لمباراه كره القدم بين القروش الامريكيه وفريق المزاريطة. الكرة بتوصل لجوني، جوني بيلعبها بالعرض لمناع، مناع بيبص على هاجرس وبيلعبها له طويلة قوي، بياخدها هاجرس، هاجرس بيروح وبتتاخد منه، واللاعب الأمريكي بيديها للأمريكي الآخر، والأمريكي الآخر بيزق وبيخش ومش همه ورايح ناحية جون المزاريطة. بوب 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 بوب. وجابوا جون بكل يا جماعه. لا ما ينفعش كده يا جماعه، دفاعنا يركز شويه، ما ينفعش كده. جمهور حزين جدا، الفريق الامريكي بيحتفل بطريقه بولينجاويه. بولينج يا جماعه، والنتيجه اصبحت 6-0 لفريق شاركس او القروش الامريكيه. نسيت اقول لكم يا جماعه ان الهدف في كره القدم الامريكيه بسته، وفي الركله الارضيه دي لو جت بتتحسب بنقطه وبيلعبوها وجت للاسف، والنتيجه اصبحت 7-0 القروش الامريكيه. هي لوزر بتعرف تعد لحد كام؟ امشي يلا امشي. برضه ضحك، برضه ضحك اوفر. وشايفين دلوقتي بداية هجمة للفريق المزاريطة على الفريق الأمريكي. بتتلعب دلوقتي، بتروح للمزاريطة. الله الله لا 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 لا، إيه الضرب ده؟ إيه الضرب دي؟ مش كورة يا جماعة أبدا، لا 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 لا. والفريق الأمريكي مش أخلاق رياضية أبدا، لا 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 لا. وسالم يا عيني في واحد ماسكه رغم إن هو تخين مش قادر برضه، وبيتضربه.
وبياخد الكرة وبينتهز الفرصة وهجمة خطيرة خطيرة. جون يا جماعة، جون تاني للأسف فينا، جون للأسف فينا تاني في فريق المزاريطة. أنا شايف أحد إداري المزاريطة نازل بيعترض بصورة كبيرة جدا. الكرة أوفسايد. أوفسايد يا عم أنت، يا عم أنت هتجرسنا ولا إيه؟ مفيش أوفسايد في كرة القدم الأمريكية. والله العظيم أوفسايد. أوفسايد يخرب بيتك، يخرب مغربية، حسبي الله ونعم الوكيل. هتفضحنا هتفضحنا. الكرة أوفسايد يا منتشي يا حكم يا منتشي. منتشي. على العموم جوني راح يهديه وبيطلعه بره وهيكملوا المباراة. والركلة الأرضية بيشوطها هيجيبها كالعادة، مش عارف والله مين بيشوطها، واحد أمريكي وخلاص وبيجيبها للأسف. والحكم بيصفر وكده بينتهي الشوط الأول من مباراة كرة القدم الأمريكية بين الفريق المزاريطي وفريق الأمريكي بنتيجة كبيرة جدا يا جماعة، 14-0. نتمنى إن الشوط الثاني الشكل يتغير، لأن لو فضل الوضع على ما هو عليه كده ممكن فريق أمريكي يعمل علينا نتيجة تاريخية. وبعدين يا جون، احنا بجد هنخسر، احنا مروحناش الناحية التانية ولا مرة لغاية دلوقتي، احنا ما جيناش الماتش أصلاً يا معلم. غير ايه هنخسر دي؟ 14-0 ولسه هنخسر؟ كوباية مية يا اخوانا، الراجل هيروح مننا. بلاش مية، الحق اتشاهد. حاضر حاضر، ثانية واحدة، حاضر حاضر. الولاعة فين؟ انت بتهبب بتعمل ايه؟ بتتليل ايه يا حمدي؟ ايه؟ ستفكك منه هو هيموت لوحده. قطر قطر تحت كيفك يا جوني بي. يلا اجهز. اجهز كيف انا؟ اتمكج، حط ميك اب والبس لي جلابية حلوة كده وارسم عينيك. انت هنهزر؟ اتنيل ده سخن، عندنا تنزل تلعب معانا. العب كيف انا؟ انا ما قلتلكش حاجة صح؟ سوري، اصل نسيت انك حرامي. ايه اللي بتقوله ده؟ بص، هي لعبه باختصار. توماس تعال احكي له انت، تعال احكي له انت بقى. اوكي بص يا قطر، الموضوع بسيط. احنا عايزينك قطر. ايه يا جماعه ما بتشجعوش ليه؟ تشجيع اهبل خيبه، ما شايفاش الجوان اللي عماله تجي فوق دماغنا؟ ماشي هديه، ماشي خليكوا ساكتين. ملك كبير ما جاش ليه يعني؟ انا ناظر الست هديه هناك اهي، ليه بيجهز الواكل في البيت؟ بعد الماتش يا طبازه، بعد الماتش سلموا نفسيكوا الاشرف هيعمل معاكوا السليمه. بص قدامك. سيداتي انساتي، نعود للوصف التفصيلي للشوط الثاني لمباراه كره القدم الامريكيه بين فريق شاركس الفريق الامريكي وفريق المزاريطيه. الفريق الامريكي بيلعب بنفس التشكيل اللي بدا بيه المباراه، اما الفريق المزاريطي فنزل لعيب جامد جدا، شكله هو اسمه بس غريب شويه، اسمه القطر، وطبعا مش القطر اللي احنا عارفينه، لكن ده اسم اللعيب، واعتقد ان هو لعيب سريع جدا عشان كده طلعوا عليه اسم القطر. جوني بيبتدي الهجمه، بيشوطها بتروح لاحد لعيبه امريكا بيقول لهم روحوا، لكن القطر اللي لسه نازل بياخدها وبيعدي. القطر بيروح يمين وشمال، ده سريع قوي، لا لا لا، ويلف وفنت ومعدي. الله اكبر يا قطر، ايه يا عم الحلاوه دي؟ الله عليك يا قطر، الله. وقطر بيجيب الجول الاولاني. يا سيدي يا قطر، يا عيني يا قطر، يا ليلي يا قطر، ايه الحلاوه دي يا ابني؟ ده انت مش قطر عادي، ده انت قطر اكسبريس. وكابتن توفيق نازل الملعب واحتفاليه كبيره جدا بالهدف الرائع اللي جابه قطر. بنرد عليهم بقى، انت تقول لي بولج؟ لا انا اقول لك استنى، احنا اصطدناكوا يا معلم، اصطدناكوا في الجول اللي فات دوت. حاسب يا جون، حاسب بس شويه. عايز ايه؟ انا المحسوب. مين قال لك الكلام ده؟ بتحلم؟ بتحلم؟ انا كوتش. اوكي بس شوف بقى الشوطه الجايه دي، شوفها بس، شوف. اتفضل اتفضل اتفضل، وريني وريني. اوعى يا عم انت ما من. وزي ما شايف توماس بيستعد يشوط الركله الارضيه، ربنا يوفقك يا توماس، عايزين نشوف ماتش حلو بقى ونقرب من النتيجه. وبيروح يا خلاص يا جماعه،
خلاص حسب خير يعني ما البطش طويل وعمال ترجع يلا 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 معلش معلش يلا يا جماعه اتفضلوا يلا معلش معلش شد حيلكم يا رجاله شكلكم كده عايزين تعملوا حاجه الشوط الثاني النتيجه اصبحت 14-6 بعزق ايوه انا سمعت ان الواد اللي بص اللي هيبقى ماسك الكوره ايوه سمعت انه جاب سيرتك بكلام وحش قوي انا قال لي قال سمعت انه جاب سيره الوالده برضو بكلام وحش بصراحه الوالده قال لي قال على الاخر صراحه انا كمان سالت بالصدفه كده ايه اكتر حاجه بتقهره قالوا لي ان حد ياخد من ايده الكره كده طب خد لك ساتر انت ايه خد لك ساتر انت والفريق الامريكي هيبتدي الهجمه بيتهالوا من ورا يمين وبيلعبها لقدام وبعزق رايح بعزق مصاب مش هيسيبه بعزق الله اكبر يا بعزق ايه ده ايه يا جماعه ده ايه ده بينطوا فوق بعض كده ليه لا 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 وكله بيقع وعلى فكره الحكم لا هيشوف الكره مع مين وهتكون الهجمه مع الفريق اللي معاه كره هنشوف يا رب تكون مع الفريق المزق وفعلا بعزق يا ولد يا بعزق يا ولد يا ولد النرفزه جابت نتيجه وفرحانين قوي 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 شوف الفرحه فرحه بيلعبوا الحجله الحجله وزي ما انتم شايفين جوني بيتكلم وبيعدي وعلى واحد واحد من فريق المزاريطه بيديهم خطه معينه تقريبا هم بيحاولوا يتعادلوا دلوقتي وربنا يوفقكم يا مزاريطيه وهنبتدي الهجمه دلوقتي الهجمه وتوماس بيديها المناع ومناع بيديها بالعرض للنجم بتاعنا القطر اللي جاب الجول الاولاني بيعدي من واحد والتاني وقف واتنين بيلعبها بالعرض لجوني جوني بيحاول يعدي واحد واقف له بيعمل شغله باص كامل جدا ويعدي وراح انفراد يا ولد يا جوني الله الله يا جوني ايوه كده يا ابني افرح وفرحنا معاك هدف رائع وجميل جدا 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 بنقرب بالنتيجه يا جماعه ايوه كده والفرحه جامده جدا وكمان في المدرجات يا جماعه المدرجات النسائيه عامله شغل جامد جدا وبيحتفلوا هنشوف المره دي هيحتفلوا يعملوا ايه هيعملوا ايه متجمعين وبيحط كانها قنبله وبينفجر يا ولد حاسب جوني انا هشوط الكوره تاني انت ليك وش بعد شوط البطه اللي شوطتها عايز شوط تاني احنا في عرض بوينت يا جوني بص انا هصلح غلطتي انا اللي هشوط الكوره دي امشي يا مجنون بقول لك انا اللي هشوط الكوره دي اعزق طبعا تشوط الكوره دي احنا لسه كنا نفتحك في الموضوع ده مش كده طبعا طبعا يلا يا بعزق شجعني شجعني شايف بعزق راح يشوف بعزق هو اللي هيشوط الركله الارضيه اتمنى لك التوفيق يا بعزق يا رب يا رب ايوه بعزق جوه مش عارف ايه حكايه الركله الارضيه معانا بعزق بيبعزقها بره خالص على العموم قربنا من نتيجه واصبحنا 14-12 وكده وصلنا نهايه الشوط الثاني من مباراه كره القدم الامريكيه المزاريطة 12 الفريق الامريكي 14 هنروح لاستراحه قصيره ثم نعود وننقل لكم الشوط الثالث فاضل لنا الشوط الثالث وشوط رابع ربنا يوفق فريق المزاريطة باذن الله ايه اللي حصل لكم ازاي ياخدوا مننا النقطتين دول Honestly, the fast guy they just brought in, we have to take him out. Okay, I have a plan. وبنبدأ الشوط الثالث ريتا 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 شدي حيلك يا مزاريطة نتمنى التوفيق النهارده وأجمل الفريق الأمريكي بيديها كالعادة ورا بيلعبها ورا تاني وبيلعبها طويلة لا دخلة قوية جدا لا 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 ده عايز يخلص عليه ده ولا ايه؟ قطر تقريبا قطر ايوه هو قطر تعور اصابة قوية جدا ايه الغباوة دي؟ اسعاف ادو اسعاف وانا شايف جوني بينده على عربية الاسعاف وتوماس جاي
ايه ده يا عم ده؟ ايه ده؟ عمار اسعاف؟ يعني ظريف ظريف يعني مهم اي وسيلة نقل تنقل قطر يعني سبحان الله قطر هينقله حمار. ايوه حاسب يا عم رجلي دي بتوجعك. انا هسوق حمار الإسعاف هياخد قطر ويشيله تقريبا مش هيكمل المباراة. وهجمة للفريق النظريتي على هجرس وهجرس بيبص وبيحاول ايه ده يا عم ده بيضربه ايه وراحين لهجرس ده بيشيله ايه جاك يا عم ايه جاك كابتن الفريق بتاعهم ده ولا كابتن ولا حاجة ايه ده الراجل حاسبها جول ايه ليه ايه ده ركلة وكالعادة جول كده نتيجة أصبحت 21-12 ولكن ما زال هناك أمل وكمان الحكم بيصفر نهاية الشوط الثالث كده فاضل شوط وتنتهي المباراة ما فقدناش الأمل ما زال هناك شوط رابع بإذن الله وإن شاء الله يكون عند المدرب تغييرات إيجابية إن شاء الله نقدر نعوض الأهداف اللي ضاعت مننا في الشوط الرابع. هايل يا شباب هايل والله يعني نتيجة معقولة قوي 21-12 كويس قوي احنا كنا فين وبقينا فين انتوا عملتوا جهد جميل مش عاوز معنوياتكم تبقى في الأرض مش معنى يعني ان قطر رجله اتكسرت يبقى خلاص يعني انتوا كلكم احسن من قطر ده مهما كان حرامي والجريمة لا تفيد. اوكي قطر اتصاب مين ممكن ينزل مكان قطر؟ انا اللي هنزل اجوني بيه. تنزل ازاي يا ابني انت مش عارف تقف على رجلك؟ لا رجلي بيجي تعال والوسطى عندي كانت ربطها لي ربطه زين وانا قادر ادوس عليها. الموضوع مش موضوع دوس على رجله خلاص ده جري جري وباللعب تران وبعدين لا قدر الله حصل لك حاجه يعني مش هعرف تقف على رجلك دي تاني وانا ضميري هيأنبني مش هعرف انام اتليست يومين ثلاثه. خليها على الله يا جوني بيه. شعر ايدي وقف انا شعرت مش ممكن يا جماعه ايه الكلام الحلو ده؟ شايفين الروح؟ هي دي الروح، كلنا عايزين نبقى فزاع، كلنا فزاع. دي انا اقل حاجة اقدمها في الموقف الصعب ده يا جوني بيه، الواحد مننا يا اخوانا لازم يبقى لما انت هتزيط؟ هتزيط؟ هتبقى بقى كوتش وتقعد تنظر؟ اتنقل البس. اعمل جنابك. ايه ده؟ انت هتقول له ايه ده؟ ما هو متعلم منك، ما هو كلهم ما شايفين المنظر، كل ما ادور ظهري تقعد تملى انت وتزيط، اهو اهو كله بقى كوتش. جوني ما تزيطش انت عشان انا لسه ما قلتلهمش يعني ايه لوزر. الشوط الرابع والاخير من المباراه وزي ما احنا شايفين فريق المزاريتي نازل الملعب ولاعب جديد نازل يا جماعه فزاع فزاع انا عارف قبل المباراه قالوا لي ان فزاع كان متعور اصابه قويه جدا في رجله ولكن تحمل على نفسه نتمنى التوفيق لفزاع والفريق المزاريتي في الشوط الرابع اللي من خلاله هيتم تحديد النتيجه النهائيه للمباراه. تدي ومناع بيستعد بيديها لجوني وجوني بيجري بيحاول يعدي بيحاول يعدي بيبص الفزاع هيلعبها اهو هيلعبها الفزاع فزاع فزاع قوي جدا بيفزع اي واحد قدامه مش عارف يعمل ايه حطها جون يا راجل ايوه كده ايوه كده ايوه كده يا عمي الله اكبر النتيجه بتقرب يا جماعه والشوط الرابع وما زال عندنا امل ان شاء الله. ونشوف هيعملوا ايه المره دي المره دي فزاع موقفهم وبيرمي ايه ده رشاش وبيموتهم كلهم الله الله اكبر يا جماعه كده النتيجه بقت 21-18 وانا شايف جوني داخل على الركله الارضيه ربنا يستر ما لناش في الركله الارضيه بس جوني بقى ده النجم بتاعنا راح فين انا الامان بقى ان انا اصوت امشي امشي اتجاه انت تستقبل دور انا ولا انت ولا هو ولا المجنون ولا سوندو ولا بوندو انا ما شفتش خالص انا اللي هشوط هنهزر ايه ده انا الكوتش مين الكوتش ما سمعتش مين الكوتش انت يلا هناك اي شوت اي حد يعدي ولا هشوط هنهزر عشان وطرتوني انت مش مشكله مش مشكله قربنا بالنتيجه وان شاء الله نقدر نعوض
في الوقت البسيط المتبقي من المباراة. الماتش ده خلاص فينش واحنا اللي كسبانين ومش عايزين نجيب جوان تاني، بس عايزين نعلم جوني وفرقته درس مش ممكن ينسوه. اوكي اوكي. يو اس اي اون 3 1 2 3 يو اس اي ليتس جو. احنا مش هنضحك على بعضينا اكتر من كده، احنا خلاص كده كده خسرانين. انا مش فارق معايا مكسب ولا خساره صراحه، انتوا طلعتوا رجاله لعبتوا لحد اخر الوقت زي الرجاله، وكان على الكوره اكلها. انا كده كده كنت عامل حسابي وصايم من امبارح. هو فاضل دقيقه، تعالوا يا جماعه نلعبها زي اول دقيقه، عايزين نخسر بشرفنا. في مكان في الفرقه وانت ابويا.